السلام عليكم، مرحبا بكم مره ثانيه في ام اف تكنولوجيز. معكم المهندس محمد فوزي. استكملنا سلسله فيديوهات شرح فورتجيت فيرجن 7. معدنا النهارده مع محاضره جديده وموضوع جديد من المواضيع الهامه الخاصه بالفورتجيت، الا هو موضوع السكيورتي بروفايل. السكيورتي بروفايل من المواضيع اللي ناس كتير بتهتم بيها وتلقى اهتمام كتير من الناس اللي عاملين في مجال السكيورتي والناس المهتمه بموضوع الفورتجيت والفورتنت برودكتس. وطبعا بالنسبه للناس اللي عندها فورتجيت ديفايس طبعا في الاورجنايزيشن بتاعها بتحتاج انها تبقى فاهمه كويس جدا موضوع السكيورتي بروفايل، لان انت بتحتاجه زيه زي الفاير وول بولسي. بمعنى احنا عندنا في الفاير وول بولسي بنقول ان الفاير وول بولسي هو اساس عمل اي فاير وول سواء فورتجيت او غيره. نفس الكلام برضو ممكن ان انت تقول هذا الكلام على سكيورتي بروفايل. سكيورتي بروفايل لازم تبقى فاهم بتطبق ازاي، تفهمها نظري وتفهمها عملي عشان تبتدي ان انت تطبقها بالاسلوب الصحيح في الاورجنايزيشن بتاعك او على الفورتجيت ديفايس اللي موجود عند حضرتك. هتشوف النهارده في السكيورتي بروفايل الانسبكشن مود المختلفه اللي احنا بنستخدمها عشان نفحص الداتا بتاعتنا والترافيك بتاعنا عشان نبتدي نطبق عليه سكيورتي بروفايل. وهنبتدي نشوف اول نوع من انواع السكيورتي بروفايل اللي هو انتي فيروس بروفايل وازاي بنطبقه. وخلي بالك تطبيق الانتي فيروس بروفايل ما بياخدش دقيقتين ثلاثه في التطبيق عملي، لكن هو ليه تفاصيل كتيره وليه اوبشنز كتيره بتختلف تبقى للمود، بتختلف تبقى لحاجات كتيره جدا. فيعني هنلاقي ان المحاضره بتاع النهارده بيغلب عليها الطابع النظري شويه اكتر من العملي، لكن فيها معلومات مهمه اتمنى ان يعني تعود بالاستفاده لحضراتكم. تعالوا نخش سريعا ونبتدي نشوف ايه هو السكيورتي بروفايل. السكيورتي بروفايل حضرات نوع من انواع الاوبشنز او الفلترز اللي انت ممكن تطبقها انسايد الفاير وول بولسي عشان تقدر تعمل مور كنترولنج للترافيك بتاع حضرتك. بمعنى احنا عندنا كنا بنقول في اي فاير وول بولسي السورس والديستنيشن والانكمنج انترفيس والاوت جوينج انترفيس، ونبتدي نحط له سكادول، نبتدي نقول الاكشن بتاعنا اكسبت او ريجكت. عندنا بنطبق مثلا النات او مش نطبق النات، نبتدي ممكن تحط مثلا السيرفيس او البروتوكول المستخدم اتش تي بي او غيره. ولكن في النهايه انت بتطبق كل الكلام ده وما بتقدرش مثلا تحدد في الاتش تي تي بي ترافيك. لو احنا اخترنا في السيرفيس مثلا اتش تي تي بي ان انت تخلي الناس دي تكونكت مثلا على الفيسبوك وما تكونكتش على اليوتيوب، او تكونكت على بعض الدومينز او اليو ار ال كاتيجوري معين او ما تطبقوش، او انت تطبق انتي فيروس كان انسايد الفايرو بولسي ده او لا. كل الكلام ده الدور المهم اللي بيقوم بيه السكيورتي بروفايل. فاذا لازم حضرتك تبقى عارف السكيورتي بروفايل عشان تقدر انت تعمل السكيورتي بروفايل الصحيحه وتطبقها جوه الفاير وول بوليسي وتحقق الريكويرمنت المطلوبه منك والمانجمنت بتاع الترافيك بتاعك بالاسلوب الصحيح. اي سكيورتي بروفايل من السكيورتي بروفايلز المختلفه اللي هتمر علينا في المحاضره دي او في المحاضرات الجايه ان شاء الله، لازم تبقى فاهم ان انت بتعمل سكيورتي بروفايل مره واحده وممكن ان انت تطبقه على اكتر من فاير وول بولسي. يعني ممكن تعمل مثلا انتي فيروس بروفايل واحد او انتي فيروس بروفايل 2 او انتي فيروس بروفايل 3. اي بروفايل من البروفايلات اللي انت بتعملها بتاخدها وممكن تطبقها على فاير وول بولسي معين او اكتر من فاير وول بولسي، وبالتالي تقدر زي ما قلت لحضرتك تعمل كنترول للترافيك بتاع حضرتك بالاسلوب الصحيح، او ان انت تتعامل مع اي انوانتد ترافيك بالنسبه لك او اي نتورك سيرتس انت حضرتك بتعرض لها. لما نبتدي نتعامل مع السكيورتي بروفايلز المختلفه حضرات، الاساس دايما في السكيورتي بروفايل ان انت لازم تعمل فحص للداتا. يعني ايه فحص للداتا؟ انت عشان تطبق مثلا انتي فيروس سكان او عشان تقول للترافيك انها تطلع بتاع الفيسبوك او انها ما تطلعش بتاعه مثلا يوتيوب او بتاع فايل تايب معين او ايا كان تبقى الوفر اللي انت حضرتك انت بتعمله او بتكريته او بتحط السيتنج بتاعه. بكل بساطه لازم تعمل انسبكشن للداتا، تفحص الداتا، تفحص الباكت دي، تعرف الكونتنت بتاعها ايه. وبالتالي لازم تبقى فاهم ان احنا عندنا تو مودز اوف انسبكشن بنستخدمهم في الفورتجيت جوه اي سكيورتي بروفايل حضرتك انت بتطبقه. الانسبكشن مود الاولاني هو الفلو مود انسبكشن، والانسبكشن مود الثاني اللي هو البروكسي مود، وهنمر عليهم بالتفصيل ونعرف اسلوب عملهم ازاي والفلوينج بتاع الباكت في الانسبكشن مود سواء فلو بيزد او بروكسي بيزد انسبكشن مود. تمام. طيب حضرتك بتبتدي ان انت تعمل سكيورتي بروفايل بتاعك سواء فلو بيزد او بروكسي بيزد، وبتبتدي تطبق البروفايل بتاعك جوه الفاير وول بوليسي اللي حضرتك عاملها.
ولازم تبقى عارف ان كل طبعا بروفايل طبقا لنوعه وطبقا لاسلوبه او طبقا لاستخدامه، فبيظهر معاك لوجز مختلفه عن كل بروفايل. فبقى شيء طبيعي مثلا انتيفيروس، انت عامل انتيفيروس سكان، انتيفيروس سكان بيطلع لك اللوجز الخاصه باي فيروس. نفس الكلام بالنسبه للويب فلتر، بيطلع لك في اللوج بتاعها هو عمل مثلا بلوك للترافيك الخاصه بتاع الفيسبوك، وعمل الاو للترافيك الخاصه بويب سايت ثانيه او يو ار ال كاتيجوري. فاذا كل لوج مختلفة تماما عن كل سيكيورتي بروفايل، كل سيكيورتي بروفايل ليه معينة مختلفة تماما عن السيكيورتي بروفايل التاني. وبالتالي وانت بتعمل تربل شوتينج مش هتلاقي لوجز مثلا متشابهة بتوين ده او ده. زي ما قلت لحضراتكم، انا مطبق سكيورتي بروفايل لاسباب كتيره، منها مور كنترول للترافيك بتاعك، تقدر تعمل الاو، تعمل بلوك، تقدر تعمل مونيتورنج، يعني تخلي اليوزر بتاعك فعلا يعمل كونكت مثلا على فيسبوك وانت هتعمل مونيتورنج للترافيك الخاصه من هذا النوع. ممكن ان انت تعمل فلتر لكل الحاجات دي طبعا، سواء بقى الانكومينج او الاوت جوينج من عند حضرتك من النتورك، كل الكلام ده انت ممكن تعمله في تطبيق السكيورتي بروفايلز المختلفه في الفورتجيت بتاع حضرتك. تمام. طيب تعالى سريعا كده نبتدي نمر سريعا على السكيورتي بروفايلز المختلفه اللي موجوده في الفورتجيت. اول سكيورتي بروفايل احنا هنبتدي ان احنا نمر عليه النهارده هو موضوع الانتي فيروس. والانتي فيروس احنا بنعمل فيه سكاننج للترافيك اجينست اي فيروس اتاكس ممكن حضرتك تتعرض لها، والكلام ده ممكن ان احنا نعمله مثلا على الانباوند والاوتباوند. بمعنى ممكن انت تعمل انتي فيروس سكان للانباوند ترافيك بتاع حضرتك، الترافيك اللي داخل لك من بره. وخلي بال حضرتك في حته الانباوند والاوتباوند، لان ناس كتير بتتلخبط في موضوع الانباوند والاوتباوند. الانباوند حضرات هي الترافيك اللي داخل لك، اللي جاي لك مثلا من انترنت او جاي لك من بره داخله لللوكال نتورك بتاعك. الاوتباوند هي اللي خارجه من عند حضرتك لاي ترافيك تاني مثلا طلع الانترنت او رايحه لاي اتجاه. فاذا الانتي فيروس سكان ممكن ان انا اطبعه على انباوند ترافيك، اعمل بروتكشن لاي ريسورسز بالنسبه لي جوه عندي في اللوكال نتورك اجنست اي ملوير ممكن ان اتعرض لها، او ممكن اطبقها برضو على الاوتباوند على الترافيك اللي خارجه من عندي من اللوكال نتورك من عندي. اقدر ان انا اعمل سكان لاي ريكويست مثلا لاي يوزر ترافيك اجنست اي ملوير. فطبعا كل الكلام ده انا ممكن ان انا اعمله في الانتي فيروس سكان واطبقه جوه الفايروول بوليسي بتاعي. تاني سكيورتي بروفايل ممكن ان احنا نشوفه اللي هو موضوع الويب فلتر. والويب فلتر خاص حضرات بموضوع الفلترنج لليو ار ال كاتيجوري معين او يو ار ال معين او دومين معين. بمعنى انت عند حضرتك اليوزر مثلا عايز تخليهم زي ما قلت لحضرتك مثلا ان هم ياكسسوا الفيسبوك وما ياكسسوش مثلا اليوتيوب، او ياكسسوا مثلا فيسبوك وما يعملوش اكسس على الانستجرام. كل الكلام ده انت حضرتك ممكن تحدد يو ار ال معين او تحدد يو ار ال كاتيجوري معين. ممكن عايز الناس كلها مثلا ما تعملش كونكت على السوشيال ميديا، او مش عايزهم مثلا يعملوا كونكت على مثلا جامبلينج كاتيجوري ويب سايت. كل الكلام ده ممكن ان انت تحدده سواء بالدومين سواء باليو ار ال سواء باليو ار ال كاتيجوري. كل الكلام ده ممكن تعمله. الويب فلتر استخداماته اكتر طبعا بالنسبه للاوتباوند ترافيك، للترافيك اللي طالع من عندك، لكن ملهاش استخدامات للانباوند ترافيك. عشان كده دايما بنقول ان نوت يوجوالي ابلايد في الانباوند ترافيك ان انا بقدر استخدم الويب فلتر. بنخش بعد كده على موضوع الفيديو فلتر. والفيديو فلتر برضو من السكيورتي بروفايلز المستخدمه في الفورتجيت، وبطبقها برضو زي الويب على الاوتباوند ترافيك اكتر. فبقدر نعمل مونيتورنج او ريستريكت لاي يوتيوب فيديوز بيزد على الكاتيجوري او التشانلز. فانت حضرتك عايز تعمل كنترول للترافيك اللي راحه مثلا للفيديوز مثلا بتاع اليوتيوب او غيره، فانت حضرتك ممكن ان انت تعمل مونيتور او ريستريكت لهذا الكلام عن طريق تطبيق الفيديو فلتر سيكيورتي بروفايل. وزي ما قلت لحضرتك هو بيتطبق في الاوتباوند ترافيك اكتر، ملوش استخدامات في الانباوند ترافيك. بيجي بعد كده موضوع الدي ان اس فلتر. والدي ان اس فلتر سكيورتي بروفايل انا بطبقه برضو زيه، هتلاقي معظم الفلتر دايما معتمده على الاوت باوند ترافيك، اما بتطبق على الاوت باوند ترافيك او بتطبق على الاثنين. يعني نادرا ما هتلاقي حاجه بتطبق على الانباوند ترافيك وما بتطبقش على الاوت باوند، يا اما بتطبق في الاثنين او بتطبق على الاوت باوند ترافيك. فدي ان اس فلتر ممكن ان انا اطبقه في الاوت باوند ترافيك عشان اقدر اعمل كنترولنج للترافيك الخاصه بدي ان اس. بمعنى عندك يوزر معينين، اليوزر دول مثلا بيكونكتوا على بعض الكومبرومايز دومين، الدومينز المشبوهه او الدومينز اللي فيها مشاكل. يعني الحته دي مهمه جدا حضرات، انا يعني شوف ناس كتير ما بتهتمش بموضوع
الدومينز اللي هي بتكونكت بيها او الدومين ريتنج. لازم تبقى فاهم ان كل دومين سواء الدومين حضرتك او اي دومين انت بتكونكت عليه ليه نوع من انواع الريتنج التقييم بالنسبه له، طبقا هل هو مثلا بيطلع منه اتاكس او بيتعرض لبعض الاتاكس، طبقا لهذا الكلام بيقل الريتنج بتاع الدومين بتاعك. وبالتالي طبعا في الكلام ده بيسمع في حاجات كتير، ممكن انت مثلا تخلي الدومينز المختلفه تقدر انها تكونكت عليك او انت نفسك ما تقدرش تكونكت على دومينز ثانيه. فحته الدومين ريتنج دي مهمه جدا، فانت لازم يعني تكون واخد بالك منها. الناس كتير ما بتهتمش بهذا الكلام والله، وبتلاقي واقع في مشاكل كتير، بتيجي ان هو اتعرض لاتاك او لاي سبب من مكان مثلا بيطلع من عنده اتاك وهو مش حاسس، الكلام كتير احنا شفناه وبيأثر على الدومين بتاع حضرتك، وفي هذه الحالة بتتعرض لمشاكل كتير. ايا كان انت ممكن ان انت تعمل في الفورت جيت دي ان اس فلتر على الاوت باوند ترافيك، تقدر زي ما قلت لحضرتك تعمل بلوك لاي ريكويست لاي كومبرومايز دومين، او تقدر تعمل مونيتورنج لدي ان اس لوك اب او فلتر الدي ان اس لوك اب. انت عايز ان ما يحصلش دي ان اس لوك اب لدومين معين، شايف ان الريتنج بتاعه قليل او غيره، كل الكلام ده ممكن تعمله في الاوت باوند ترافيك بالنسبه للدي ان اس. تمام. طبعا موضوع دي ان اس فلتر ما بيطبقش كتير في الانباوند ترافيك، بيتطبق اكتر في الاوت باوند ترافيك. بنيجي بعد كده على الابلكيشن كنترول، والابلكيشن كنترول حضرات بنطبقه في الانباوند ترافيك. تقدر ان انت عندك ترافيك من نوع معين اس اس اتش او غيره، انت عايز ان الترافيك دي تستخدم مثلا بورت 21 بورت 22 ايا كان بقى، انت عايز مثلا نوع الترافيك اللي عايز تستخدمه على بروتوكول معين في السند، على بورت معين في السند او ريسيف، تقدر تحدد هذا الكلام في الابلكيشن كنترول. وبرده في الابلكيشن كنترول تقدر انت تعمل مونترنج وفلترنج لاي ابلكيشن ان هو يستخدم بورتات معينه، الكلام ده في الانباوند زي ما قلت لحضراتكم او في الاوت باوند. بيجي بعد كده موضوع الانتروجن بريفنشن، والانتروجن بريفنشن من المواضيع المهمه جدا وهناخد مننا برده كلام وشرح. ليه؟ لان الانتروجن بريفنشن انت بتستخدمه في موضوع البروتكشن لاي سيرفيس جنس اي اكسبلويت او اي اتاكس ممكن ان انت تتعرض لها. فطبعا يعني موضوع الانتروجن بريفنشن من المواضيع الهامه، وبتطبق في الانباوند ترافيك وفي الاوت باوند ترافيك. في الانباوند ترافيك زي ما قلت بتقدر انت تعمل بروتكت للسيرفيس بتاعك، او في الاوت باوند ترافيك ان انت تقدر تعمل بلوك لاي كونكشن طالع من عندك لاي بوت نت سايت. تمام. والحتة دي برضو هنناقشها بالتفصيل في موضوع الانتروجن بريفنشن. هنشوف برضو موضوع الفايل فلتر. ايه الفايل فلتر؟ من اسمه انا بعمل فلترنج طبقا للفايل بيزد على الفايل تايب. فانت ممكن ان انت تعمل فلترنج عن طريق تطبيق الفايل فلتر سيكيورتي بروفايل في الانباوند ترافيك وفي الاوت باوند. في الاوت باوند ترافيك، في الانباوند ترافيك تقدر تعمل بريفنت للابلودنج، يبقى في الانباوند بقدر اعمل منع او اقدر اعمل كنترول للابلودنج الخاص بالفايلز اللي عندي او الترافيك يعني بيزد على الفايل تايب. في الاوت باوند ترافيك انا بعمل بريفنشن او كنترول للداونلودنج بيزد على الفايل. طيب تمام. اتمنى تكون الامور واضحه، هي الامور كلها يعني ايه الكلام موضح نفسه زي ما احنا بنقول يعني. بنيجي بعد كده على الايميل فلتر، وفي الايميل فلتر بتقدر ان انت تعمل كنترولنج للترافيك الخاصه بالايميل. انت عند حضرتك مثلا ايميل سيرفر واخده في الكلاود، ايميل سيرفر داخلي انترنال، ايا كان الايميل سيرفر اللي انت واخده واخده فين والسيرفس بتاع الايميلات ماشي عندك ازاي، فتقدر انت تعمل يعني فلترنج للايميل ترافيك في فورتجيت وتطبقه على الانباوند والاوت باوند. وفي الانباوند انت بتقدر تعمل سكان وتقدر تعمل سبام ديتكشن وفلترنج للايميل ترافيك اللي داخل لك من بره، وبالتالي تقدر تامن كل الايميل بتاعك اجينست اي سبامز ممكن ان انت تتعرض لها مثلا في الايميلات اللي وارده لك. في الاوت باوند ترافيك تقدر ان انت تعمل بلوك لاي مسج فيها بعض الوردز، مثلا انت شايف ان بعض الكلمات المعينه مش عايزها تظهر في اي ايميل مثلا طالع من عندك لاي مثلا ايميل اخر رايح لشركه ثانيه، فانت ممكن انت تعمل الكلام ده في الايميل فلتر في الاوت باوند ترافيك في الايميل فلتر. او ان انت تقدر تعمل بريفنشن لاي بي ادرس معين او اي بي ادرس رينج معين او سبنت معين او فيلان معينه ان هي تسند او تريسيف الايميل مسج عند حضرتك في الشبكه. تمام. طيب بي في عندنا برضو موضوع الداتا ليك بريفنشن، والداتا ليك بريفنشن بيتطبق في الانباوند والاوت باوند. تقدر تعمل بريفنشن للسنسيتيف داتا سواء في الانباوند اللي جاي لك من بره او اللي خارج من عند حضرتك.
بمعنى يعني داتا ليك بريفنشن احنا دايما بنقول لحضرات كل حاجه بتعرف ان اسمها، فداتا ليك بريفنشن بتبريفنت اي ليك للداتا بتاع حضرتك، سواء مثلا داتا حساسه خاصه بالحسابات فانت مش عايزها تطلع من عندك لبره، فتيجي تطبق في الاوت باوند ترافيك البريفنشن بتاع الداتا ليك بريفنشن للترافيك الخاصه بهذا الكلام. في الان باوند ترافيك برضو انت ممكن تمنع سنسيتيف داتا من انها تخش اصلا النتورك بتاعك، يعني انت ممكن تطبق الداتا ليك بريفنشن في الان باوند والاوت باوند زي ما قلت لحضرتك. نيجي بعد كده للفويب، والفويب من المواضيع الحساسة والمهمة اللي دايما احنا يعني بنتعامل معها بنوع من انواع الحساسية والاهتمام اكتر، واي حاجة بتأثر في الفويب ترافيك. فعشان كده دايما انت حضرتك بتحاول تسيكيور الفويب ترافيك بقدر الامكان. ممكن تعمل الكلام ده عن طريق الفويب سيكيورتي بروفايل اللي ممكن تعمله في الفورتي جيت، فتقدر مثلا في الانباوند ترافيك تقدر تقلاه وتقدر تكنترول السيب والاس سي بي ترافيك الخاصة بحضرتك، تقدر تعمل بروتكشن لمثلا السيب ترافيك بتاعك اجنست اي تاكس. كل الكلام ده ممكن تعمله للانباوند ترافيك اللي جالك من بره، وممكن برضه تطبقه في الاوت باوند ترافيك. يعني انت ممكن بكل بساطه تعمل سكيور للترافيك اللي طالعه من عندك الخاصه بالفويب لاي اكسترنال سيرفر، الناس بتاع حضرتك رايحه تكونكت على اكسترنال سيرفر بره، واحد بيعمل مكالمه من السيرفر بتاعك لاكسترنال سيرفر تاني، انا عايز اقدر ان انا ابلوك او سكيور او اتحكم في هذا الكلام، فبتطبق هذا الكلام في الفويب فلتر في الاوت باوند ترافيك في السكيورتي بروفايل. عندنا الايكاب برضو، عندنا الويب ابلكيشن فايروول، والايكاب يعني بيطبق في الانباوند وبرضو في الاوت باوند خاص بموضوع فلو تاسكس لبعض السبيشالايزد سيرفر. في الويب ابلكيشن حتى الويب ابلكيشن ده ناس كتير بيتلخبط فيه بين الويب ابلكيشن فلتر وموضوع الويب فلتر. الويب فلتر حضرات احنا قلنا احنا بنطبقه على يو ار ال معين، يو ار ال كاتيجوري معين، دومين معين، ولكن في الويب ابلكيشن فلتر هو بيختص بالويب بيز ابلكيشن بتاع حضرتك. انت عندك ابلكيشن معين بيز على الويب ممكن يتعرض لبعض التكست سيكوال انجكشن غيره، كل الكلام ده كله، فانت ممكن ان انت تعمل كنترولنج وفلتر لهذا الكلام عن طريق الويب ابلكيشن فلتر، سواء بالنسبه للانباوند او طبعا في الاوت باوند هو ما بيستخدمش كتير، لكن هو في الانباوند بيستخدم اكتر اجينست اي تكست ممكن ان هو يتعرض لها الويب بيست ابلكيشن بتاع حضرتك. وانت بتطبق حضرات موضوع السكيورتي بروفايلز في الفورتي جيت، لازم حضرتك تسال نفسك ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، هو السكيورتي بروفايل اللي انا هطبقه ده فيزيبل قدامي في الجي او اي ولا لا؟ ولو مش فيزيبل في الجي او اي انا اقدر افعله ازاي واظهره في الجي او اي عشان اقدر احط السيتنج بتاعه واقدر اكريته؟ دي اول حاجه. وطبعا الكلام ده زي ما احنا شفنا قبل كده بيتم في السيستم في الفيتشر فيزيبيليتي، تخش وبتعمل له انيبل، او ان انت مثلا بتستخدم انهي ميثودولوجي، والميثودولوجي اللي هي اسلوب العمل في الفورتجيت. يعني لو يعني كنا احنا قلنا الكلام ده في محاضرات سابقه قبل كده اعتقد، ان احنا عندنا تو فورتجيت ميثودولوجي احنا بنستخدمه او بنسميه الان جي اف دبليو او نيكست جنريشن فايروول مود اللي احنا بنستخدمه، والكلام ده برضو كنا في السيتنج بنغير الان جي اف او اف دبليو مود او نيكست جنريشن فايروول مود اللي احنا بنشتغل بيه. فانت لازم برضو وانت بتطبق سيكيورتي بروفايل لازم تعرف هو فيزبل ولا لا، لازم تبقى عارف الميثودولوجي او المود بتاع الان جي اف دبليو اللي انت حضرتك بتستخدمه، تمام. ولازم تبقى عارف برضو انت شغال بانهي انسبكشن مود، انت حضرتك بتبحث الداتا بانهي اسلوب من الاساليب اللي انا قلتها لحضرتك، فلو ولا بروكسي، فالحته دي برضو لازم حضرتك تبقى عارفها. في الفيزابيلتي لازم زي ما قلنا بنخش في السيستم في الفيتشر فيزابيلتي وبتبتدي تعمل له انيبل، وبيظهر عندك السكشنز المختلفه بتاع الكور فيتشرز والسكيورتي والاديشنال، تبتدي بتخش في السيستم في الفيتشر فيزابيلتي وبتبتدي تعمل له انيبل. وخلي بالك في بعض الاحيان طبقا للموديل المعين، مثلا لو انت في اللو اند موديل، اللو اند موديل دي من الاخر اللي هي الموديلات بتبقى صغيره، تبقى الرامات بتاعتها 2 جيجا فاقل، فبتلاقي ان في بعض الاحيان بتخش في الفيتشر فيزابيلتي في حاجات ظاهره في حاجات مش ظاهره في حاجات اصلا جريد اوت، فحضرتك لازم تبقى فاهم ان برضو ايه بيختلف طبقا للموديل، فانت حضرتك بتخش وتبتدي تعمل لها انيبل. لو لقيتها جريد اوت، ومن اشهر الحاجات اللي دايما بنلاقيها جريد اوت،
موضوع البروكسي، لان موضوع الاكسبريس بروكسي ليه؟ لان في هذه الحاله انت بيبقى في اوبشنز كتيره وفيتشرز كتيره مش ظاهره معاك، وعشان تظهرها جوه السكيورتي بروفايل وتبتدي تتعامل معاها لازم تتاكد ان انت ظاهرها زي ما قلت عليك في السكيورتي في الفيتشر فيزيبيليتي. فلو لقيتها ديمد زي الاكسبريسيت بروكسي هتلاقي حاجات كتير مش ظاهره معاك، فلازم تتاكد ان انت الحاجه دي تكون ظاهره معاك وتبتدي تتعامل معاها، لان بناء على كده زي ما قلت لك هتلاقي اوبشنز كتير مش موجوده او موجوده وما انتش عارف تتعامل معاها. فبتخش في مثلا السيستم في الفيجر فيزيبيليتي، بتخش في الاكسبريس بروكسي وبتدي له كوماندين بساط جدا كونفيجر سيستم سيتنج وتقول له سيت جي او اي بروكسي انسبكشن انيبل، ويبتدي يتفعل معاك عادي ومفيش ادنى مشكله. وبعد كده تبتدي ان انت تشوف بقى الفيتشرز او الاوبشنز اللي ظهرها لك في السكيورتي بروفايل. الفورتيجيت ميثودولوجي زي ما قلت لحضرتك، ده السؤال الثاني اللي دايما لازم تسال نفسك ايه هو المود اللي حضرتك بتستخدمه. وعندنا تو مودز بنشتغل بيهم في الفورتيجيت او تو ميثودولوجيز. ايه هو؟ يا اما انت بتطبق الكلام ده على البوليسي مباشره، او بتطبق الكلام ده عن طريق البروفايل اللي احنا لسه قاعدين بنتكلم فيه. بمعنى بتبتدي حضرتك بتعمل بروفايل معين من اي نوع من انواع مثلا السكيورتي بروفايل اللي احنا بنتكلم فيه، وتبتدي تخش في السكشن بتاع البروفايل وبتبتدي تطبقه. انت بقى حاطط سيتنج معينه وحاطط انتي فيروس بروفايل، حاطط ويب بروفايل، ايا كان بقى البروفايل اللي حضرتك عامله، وبتبتدي تروح داخل في الفايروال بولسي وتحطه زي ما قلت لحضرتك. ده ميثودولوجي او طريقه عمل معينه بنسميها البروفايل بيزد مود. تمام، ده اول نوع من انواع الميثودولوجي اللي احنا بنستخدمه في الفورتيجيت. عندنا بقى ايه البوليسي بيزد نيكست جنريشن فايروال مود. والبوليسي بيزد بيعتمد اساسا على تطبيق الكلام ده مباشره في الفاير وول بوليسي. بمعنى بدل ما حضرتك تعمل البروفايل وتطبقه جوه الفاير بوليسي زي ما احنا قلنا هنا في البروفايل بيزد، لا انت بتيجي تعمل ايه؟ بتبتدي على طول تخش على البوليسي نفسها من غير ما تعمل بروفايل ولا غيره، وتبتدي تتعامل مباشره معها عن طريق الابلكيشن او اليو ار ال كاتيجوري وتبتدي تقول هذا الكلام. فهذه الحاله انت بتستخدم حاجه اسمها البوليسي بيزد مود ميثودولوجي او النيكست جنريشن فاير وول مود اللي من نوع البوليسي بيزد. فالحته دي حضرتك برضو لازم تبقى فاهمها وعارفها. تمام؟ طيب انا بقى عايز اقدر اتحكم في المود بتاعي، عايز اغيره سواء بقى من بوليسي بيز ولا بروفايل بيز نيكست جنريشن فاير وول. فلازم انت حضرتك تقدر ان انت تغير هذا الكلام. فانت ممكن تخش في السيتنج وتغير نيكست جنريشن فاير وول مود او الميثودولوجي بتاع حضرتك من بروفايل بيز لبوليسي بيز او من بوليسي بيز لبروفايل بيز. ده طبعا لو انت مش بتطبق الفيدوم. لو بتطبق الفيدوم بتخش في السيستم فيدوم وتقدر ان انت تطبق هذا الكلام. والنيكست جنريشن فاير وول مود انت ممكن تعمله يعني على الفورتيجيت بالكامل، او تعمله زي ما قلت لحضرتك بير فيدوم. وفي حاله البير فيدوم بتخش في السيستم وبيتغير. وخلي بال حضرتك برضو ان عشان تطبق في النيكست جنريشن فاير وول مود وتبتدي ان انت تطبق هذا الكلام كله جوه فيدوم، لازم تبقى فاهم ان برضو لازم انت في الانسبكشن مود لازم تكون شغال فلو بيزد مش بروكسي بيزد. تمام، الحته دي برضو ممكن زي ما قلت لحضرتك تعملها في السيتنج زي ما قلنا، او ممكن تعملها في السي ال اي عن طريق انت تخش في السي ال اي وتقول له كونفيجر سيستم سيتنج وتقول له بقى بروفايل بيزد او بوليسي بيزد وبتقول له ايه ده والموضوع انت على. بنيجي لثالث سؤال او ثالث حاجه لازم حضرتك تتاكد منها وانت بتطبق السكيورتي بروفايل، الا هو موضوع الانسبكشن مود. والانسبكشن مود عندنا قلنا عندنا طريقتين لفحص الداتا، اما الفلو بيز او البروكسي بيز، وكل طريقه بيبقى ليها اوبشن او فيتشرز. الاوبشن فيتشرز دي مربوطه بالفيزيبيليتي زي ما قلنا قبل كده، ومربوطه برضو خلي بالك بالميثودولوجي اللي انت شغال بيه، ومربوطه بنوع الانسبكشن موديل اللي انت بتختاره. فلازم تبقى فاهم برضو ان الثلاث حاجات دي ليها علاقه ببعض، وليها علاقه زي ما قلت لحضرتك بالفيتشرز والاوبشنز اللي بتظهر لحضرتك سواء فلو بيز او بروكسي بيز وانت بتبتدي تشتغل وتعمل السكيورتي بروفايل بتاعك. خلي بالك ان كل واحده من دول، كل انسبكشن مود من دول ليه طريقه معينه في التعامل بقى مع الترافيك بتاعك او فحص الداتا مختلفه تماما عن الاخرى.
الديفولت والاساس للانسبكشن مود هو الفلو بيز انسبكشن مود، وده بنقول زي ما قلت لحضرتك ده الديفولت مود، وبيعتمد اساسا في شغله على موضوع السناب شوتينج. يعني ايه موضوع السناب شوتينج؟ اقول لحضرتك، انت لو اعتبرت ان عندك مسؤول في المرور، مسؤول المرور ده مثلا يعني بيفحص عربيات معينه، فمطلوب منه ان هو يعني نقول ان هو يوقف عربيه معينه في طريق مثلا بين تو سيتيز مثلا، خلاص. فالطريق ده جاء معلومات وجات له صوره عربيه، والراجل راح على الاجهزه المتوفره بالنسبه له، اجهزه الكاميرات اللي موجوده دلوقتي في كل طريق موجود عندنا سواء في اي دوله او في مصر. طبعا الايام دي الموضوع بقى منتشر جدا. فبكل بساطة بيبتدي الراجل ده عنده معلومات العربية، عنده صورة العربية، بيبتدي يقف على الطريق، بيبتدي يقعد على الأجهزة بتاعته، وبيبتدي يعمل سناب شوتينج لكل العربيات اللي رايحة وجاية. يعني ايه؟ يبتدي يصور العربيات اللي رايحة وجاية، طيب، لحد ما يبتدي يشوف انهي عربية هتماتش مع المعلومات اللي عنده. دي نفس العربية، دي نفس اللون، دي نفس المعلومات، دي نفس رقم لوحة المرور، وبالتالي يقول ان هي فعلا العربية دي. طيب، الاسلوب ده بيحقق لي حاجتين. هو الراجل بكل بساطه ما بيوقفش الطريق عشان يعمل انسبكت، يعني هو الراجل ده ما بيوقفش العربيات، وبالتالي بيعمل ما بيعملش ازمه مروريه، بيبقى في تسهيل للفلو بتاع الترافيك نفسه على الطريق. كل الكلام ده طبعا بيحقق لي ان هو بيعمل انسبكت، وفي نفس الوقت برضه بيبتدي يمشي الدنيا وما يعملش نوع انواع البطء في مثلا الطريق اوله. بنفس الاسلوب حضرات ممكن ان انت تقول ان الفلو بيز بيشتغل بنفس الاسلوب، بمعنى بيبتدي يعمل سناب شوتنج للكونتنت بتاع الباكت، كل باكت باي باكت كده بتعدي في الترافيك بيبتدي يعمل سناب شوتنج ليها، ويبتدي يعمل ماتشنج للباترن اللي فيها اجينست اي مثلا سيجنتشر داتابيز مثلا موجود عنه. ترافيك من نوع معين، كل فايل معين بيبقى ليه حاجه اسمها باترن، الباترن ده ممكن يكون السيجنتشر بتاعه، الديجيتال سيرتيفيكت بتاعه، ممكن يكون بعض البايتس اللي موجود. يعني المهم في النهاية بيبقى فيه باترن معين، الباترن ده بتقدر ان انت تعمل له ماتش مع السيجنتشر مثلا داتابيز اللي موجوده عندك. عندك سيجنتشر داتابيز موجوده فيها كل السيجنتشر الخاصه مثلا بفايلز الماليشس فايل او الانفكت فايل، بيبتدي هو يعمل ماتشنج، يبتدي يقارنها ويشوف فعلا هل هي دي هي دي ولا لا. حصل ماتشنج يبقى خلاص، ده انفكتد فايل او ده مش فايل لاي سبب من كان، فيبتدي ان هو يتعامل معاه او بيبتدي يطلع لك وورنينج، وبناء عليه يعمل ايدنتيفاي لاي سكيورتي ثريتس ويدي وورنينج لحضرتك زي ما قلت لك في هذا الكلام. الكلام ده كله في الفلو بيز بيتم فيه عن طريق السناب شوتنج وزاوت اني بافرنج. يعني ايه وزاوت اني بافرنج؟ ما بيعملش ستور للترافيك، ما بيوقفش الترافيك لاي نوع من او لاي سبب من الاسباب، وبالتالي انت بتحافظ على ان ما بقاش في مشاكل او في بطء نتيجه السكاننج بتاعك، وفي نفس الوقت برضو انت بتنفذ نفس التاسك بتاعك ان ايه، تعمل سكاننج للترافيك او انسبكشن للترافيك بتاعك. طيب، الفلو بيز انسبكشن ما فيهوش نوع من انواع الفلكسبيليتي. يعني ايه ما فيهوش اي نوع من انواع الفلكسبيليتي؟ يعني انت بتطبق الفلو بيز انسبكشن بنفس الاسلوب حتى لو في بعض الاعراض الجانبيه نتيجه استخدامك للفلو بيز، انت ما عندكش اي اوبشن تاني تقدر تعالج بيه هذا الموضوع. لكن الموضوع ده هنشوف في البروكسي. لا برضو البروكسي ممكن يكون دقيق شويه، بطيء شويه زي ما احنا هنشوف قدام، ولكن بيبقى في بعض الاوبشنز اللي انت ممكن تختارها تسهل الامور وتعالج بيه الاعراض الجانبيه بتاع البروكسي. ولكن الفلو بيز بيتطبق زي ما هو، زي ما احنا بنقول كده، ودايما بنقول ان هو الديفولت. ليه؟ لان هو يعني بيحقق لي افضل حاجه انا دايما بهتم بيها، ان مفيش اي نوع من اي انواع البطء او التاثير على البرفورمانس بتاعي مثلا الترافيك بتاعي نتيجه استخدامي للفلو بيز انسبكشن. الفلو بيز انسبكشن بيتم في الريل تايم وزاوت اني بافرنج زي ما قلت لحضرتك، وكمان بيستخدم حاجه اسمها الدي اف اي او الدايركت فلتر ابروتش، وده ابروتش معين ممكن ان انا استخدمه في الباترن ماتشنج عشان اقدر ان انا اعمل ماتشنج للباترن بتاعي من غير ما اثر على موضوع البرفورمانس بتاعي. وبرضه بقدر اعمل اكسلريشن عن طريق استخدام البروسيسنج البروسيسورز الخاصه بالسي بي 8 والسي بي 9 في الفورت جيت عشان اعمل اكسلريشن للسكاننج او الاسبكشن بتاعي وما بطئش الدنيا معايا.
تمام. ادي برضو حته لازم تبقى فاهمها في موضوع الفلو انسبكشن مود. الفلو انسبكشن مود بيبتدي زي ما احنا قلنا بيعمل سناب شوتنج. طب هو بيوقف الداتا امتى؟ يعني هو خلاص لقى ان في انفكتد فايل، هو هيوقفه امتى؟ هو عارف ان هو موجود اهو، هو هيوقفه امتى؟ قال لك هو بيمسك في اخر باكت، بيبتدي يبص في اخر باكت ويوقف الدنيا لحد ما يبقى يحصل فيردكت. يعني ايه يحصل فيردكت؟ يطلع قرار ان فعلا في فايل معين مش مظبوط، حصل ان هو عمل ديتكت عليه، فبيبتدي ان هو يمسك في اخر باكت ويشوف هل فعلا الفيردكت او القرار اللي طلع من عندي ان في انفكتد فايل، فبيبتدي يبعت حاجه اسمها ريسيت باكت للريسيفر نفسه او اليوزر الموجود عند حضرتك ويعمل ترمينيت للكونكشن. والله لو الدنيا تمام خلاص ما فيش ريسيت باكت هتتبعت والدنيا هتمشي تمام وما فيش ادنى مشكله. دي حته برضو ازاي الفلو انسبكشن مود بيشتغل. تعالى سيدي نبص بقى على الباكيت فلو في حاله الفلو بيز انسبكشن. بص يا سيدي، لو اعتبرنا ان انت مفعل الفلو بيز انسبكشن مود، فانت بكل بساطه بيجي لك ترافيك. الترافيك عباره عن باكيتس ورا بعض، كل باكيت من دول فيها طبعا موضوع السورس وفي ديستنيشن، الماك ادريس تبع انهي فلان، طبعا المعلومات او الانفورميشن الخاصه بكل لاير من الاي او اس لاير موديل بتاعه. فيبتدي بيعمل ستريبنج. ستريبنج يعني بينزع المعلومات الخاصه بكل لاير، سواء بقى انت مثلا الفيلان الكلام ده اي بي هي جاي اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6، شغاله تي سي بي يو دي بي، طبقا لكل لاير بيبتدي يعمل ستريبنج للانفورميشن الخاص بيها لحد ما يوصل للاير 7 ابلكيشن لاير. تمام. يبتدي باللاير 7 ابلكيشن لاير، اول حاجه يعملها بيبص للباكت بتاعه، هل الباكت دي انكريبتد ولا مش انكريبتد. لو الباكت دي انكريبتد عن طريق الاس اس ال، فبيضطر ان هو يعمل لها ديكريبتد الا لو انت عامل لها اكسبشن او اكزامبل. لو انت عامل اكسبشن ان الباكت دي او الترافيك دي ما يتعمل لهاش ديكريبت، فخلاص هو بيبص بيلاقي ان انت عامل بوليسي بتعفيها من هذا الكلام، تعفيها من موضوع الديكريبتنج، فخلاص بيبتدي يحولها مباشره على طول عن طريق ان هي تتعمل عليها الماتشنج بقى في الاي بي اس سيجنتشر، كل البورس اللي انت عاملها كنترول مثلا للابلكيشن اليو ار ال فلترنج، كل الكلام ده حضرتك بيطبقه كل الكلام ده از سنجل باص ما دام ما حصلش اي نوع من انواع الديكريبشن. خلاص الكلام طبعا بمساعده الاكسلريشن بالكور بروسيسور اللي هو بي 8 وبي 9 الموجودين في ال14. خلاص طيب لو بقى حضرتك مش عامل اكسبشن لهذا الكلام، فهيبتدي ان هو يعمل ديكريبت للاس اس ال ترافيك. طيب هو بيستخدم عندنا هنا الاس اس ال ديكودر عشان يبتدي ان هو يعمل ديكريبت، ثم بعد كده لما يعمل ديكريبت بيشوف الاول هل انت عامل انيبلد للفيتشرز بتاع الاس اس ال ميرورنج ولا لا. والاس اس ال ميرورنج بكل بساطه هي خاصيه انت بتعملها، بتعمل ميرورنج للترافيك بتاع حضرتك وتبعتها على الانترفيس عشان لاغراض الانسبكشن، لاغراض المونيتورنج، لاي اغراض انت بتعملها، فبتفعل الاس اس ال ميرورنج، بياخد هو كوبي من الداتا من الاخر وبيروح حاطط لها اي بي ادرس تاني ويروح يبعتها على الانترفيس وانت هيبعتها لك على جهاز انت قاعد بقى بتراقب الدنيا. فهو بيشوف انت عامل انيبل للاس ال ميرورنج ولا لا. لو عامل انيبل للاس اس ال ميرورنج بيبتدي ان هو يبعتها على الانترفيس الخاصه بهذا الكلام. طيب خلاص بصينا وشفنا احنا عاملين اس ال ميرورنج لا، بيبتدي بعد كده بقى بيستخدم ديكودرز مختلفه، كل ديكودر خاص بنوع معين من انواع الترافيك. طيب هو بيستخدم الديكودرز ليه؟ هو بيستخدم الديكودرز حضرات عشان يبتدي يشوف انهي سكيورتي موديول هو هيتعامل معاه. يعني مثلا انت عامل اتش تي تي بي اس مثلا فلترنج، فهو لازم يعرف هو اصلا الترافيك دي من نوع الاتش تي بي ولا لا، فبيبتدي يعمل ايه؟ يستخدم الترانسبورت ديكودر يشوف هل هي اتش تي بي يروح مطبق عليها الايه؟ الفلتر الخاص بالاتش تي بي، هل دي اف تي بي، هل دي اي ماب، فيطبق عليها مثلا الايميل فلتر وهكذا. فيبتدي عن طريق الديكودرز دي كلها يبتدي يحدد هو هيشتغل ازاي، هيطبق انهي سكيورتي موديول مناسب طبقا لنوع البروتوكول المستخدم وطبق طبعا للسيتنج اللي انت حاططها في الفلتر بتاع حضرتك. خلاص بعد كده بيبتدي ان هو يبص في الكونتنت نفسها، بيبتدي خلاص انا حددت ان هو اتش تي تي بي وعشان ابتدي ان انا اتعامل معاه عن طريق مثلا السكيورتي بروفايل الخاص بالاتش تي تي بي او الاف تي بي زي ما قلت لحضرتك، يبتدي يبص في الكونتنت نفسها بتاع الباكت ويشوف الكونتنت دي ايه موقفها بالظبط، ثم يطبق بعد كده
بعد ما بيشوف الكونتنت بتاعها يطبق بقى ايه والله السيتنج اللي حضرتك حاططها في الفلتر بتاعك. السيتنج دي خاصه بقى باليو ار ال فلترنج، السيتنج خاصه بابلكيشن كنترول، ايا كان السيتنج دي ما دام هو حدد نوع الترافيك وبناء عليه يتجه لنوع الفلتر بتاعه وشاف الكونتنت بتاع الباكت نفسها، وبعد كده طبق الكلام اللي حضرتك حاطه. بعد كده بتشوف بقى انت بعد خلاص ما طبقت الكلام ده، طب انت عامل اكشن ايه؟ عامل اكشن مونيتورنج، عامل اكشن بلوك، عامل اكشن الاو، ايا كان بعد كده بيبتدي يعمل الاو او مونيتور او بلوك. لو طبعا هو كان ديكريبتد من الاس اس ال فيبتدي يعمل اللي هو انكودنج تاني او انكريبتنج تاني زي ما انا قلت لحضراتكم. وكل الكلام ده طبعا بيحصل فيه اكسلريشن عن طريق الكور بروسيسور بتاعه. يعني ده باختصار برضو ايه اللي بيحصل في موضوع الفلو بيزد انسبكشن. اهم حاجه حضرتك في الفلو بيزد انسبكشن مود ان هو زي ما قلت لحضراتكم بيستخدم ديكودرز. الديكودرز دي بيحدد فيها نوع الترافيك، بيبتدي بعد كده يعمل يبص في الكونتنت، بيبتدي يطبق، بيبتدي ان هو يشوف الاكشن بتاعك ويطبق هذا الاكشن، وفي نفس الوقت كل الكلام ده بيعمله سمالتينيسلي، يعني بيعمله ات ذا سيم تايم في سنجل باس، بيطبق بقى كل الفلترز بتاعته في سنجل باس. ادي موضوع برضو الباكيت فلو الخاص بالفلو مود، الفلو مود انسبكشن. طيب انا بستخدم الفلو انسبكشن امتى حضرات؟ اي ابلكيشن سيرفر عند حضرتك، اي ستريمينج سيرفر، اي فايل سيرفر، اي ترافيك شايف ان انت محتاج تعمل بروتورايزيشن للترافيك ثروبوت، بمعنى ان انت عايز ما فيش اي نوع من انواع الانسبكشن ياثر على سرعه الترافيك، مش عايز يبقى فيه بطء الترافيك وفي نفس الوقت عايز تعمل انسبكشن، استخدم الفلو مود وهو ده الديفولت. تمام، لازم تبقى فاهم ان هو ده الديفولت، ولازم تبقى فاهم ان هو ده افضل حاجه، حتى لو في نوع من انواع الانسبكشن ان مثلا اقل شويه في الانسبكشن من البروكسي، ولكنه افضل كثيرا ولا يؤثر عليه. طبعا الكلام ده ما بيظهرش قوي في نورمال كونديشن، يعني ما بيظهرش التاثير بتاع ان انت شغال فلو انسبكشن او بروكسي انسبكشن في النورمال كونديشن في الاوقات العاديه، لكن في الراش اور او في توقيتات العمل اللي بيبقى فيها ضغط في ترافيك كتيره بيظهر فعلا التاثير بتاع الانسبكشن مود، ان انت شغال بقى فلو ولا شغال بروكسي. لازم تفهم برضو ان الفلو بيست انسبكشن ما بيستخدمش ريسورسز كتير او ما بيستخدمش بروسيسنج كتير بالنسبه للمقارنه بتاعته مع البروكسي بيست. البروكسي بيست انسبكشن بيستخدم ريسورسز اكتر، بيعمل انسبكشن يمكن مور اكوريت اكتر من الفلو بيست، ولكن طبعا كل ده طبعا على حساب البرفورمانس بتاع حضرتك. خلاص طيب تعال نشوف بقى تاني نوع اللي هو البروكسي بيز انسبكشن مود. والبروكسي بيز انسبكشن مود قايم اساسا على ان هو لو اعتبرنا نفس المثال اللي قلناه بتاع الراجل بتاع مسؤول المرور، فمسؤول المرور بدل ما هو بيفحص عن طريق ان هو بيعمل سناب شوتنج للكونتنت بتاع الباكت اللي بتمر عليه، لا الراجل ده بيروح موقف لك الباكت كلها، يعني بيروح موقف الطريق ويبتدي يعمل انسبكت لكل الترافيك وكل الباكت. طبعا الكلام ده بيأثر على البرفورمانس بتاعك. طيب هو بيعمل الكلام ده ازاي في الفورتيجيت؟ قالك بيعمل بافرنج للترافيك وبناء عليه بيبتدي يعمل اكزامين لكل حاجة في الباكت بتاعك. لو الدنيا تمام خلاص بعد ما هو يتأكد الدنيا تمام يمشي الترافيك في كله، يبتدي الراجل ده يفتح الطريق ويطلع كل الترافيك بتاعته من البفرنج بتاعه ويبتدي يوجه الترافيك للديستنيشن. طبعا زي ما قلت لحضرتك ده بيأثر على البرفورمانس بتاعك، ممكن يبقى مور اكوريت شويه في البروكسي بيزد ولكنه بيأثر على البرفورمانس بتاعك. فانت بقى اختار، هل بتختار اللي بيقوله لك فورتجيت وبيقول لك ريكومند ان نشتغل بالديفولت الفلو بيزد عشان تحافظ على البرفورمانس بتاعك، ولا بتختار ان انت تبقى مور اكوريت عن طريق ان تستخدم البروكسي بيزد؟ وفي هذه الحاله لازم تتاكد ان هو بيأثر على البرفورمانس بتاعك. تمام، ده نفس الكلام حضرات برضو ان زي ان احنا البروكسي انسبكشن مود بيشتغل، نفس الكلام بنقول ان احنا بنعمل بافرنج للترافيك بتاعنا، بيبتدي يعمل انسبكشن للترافيك كلها، سواء بقى الترافيك مثلا خاصه بايميل مسج، مثلا خاصه ببيج معين، ايا كان انت بتطبق ازاي. وبعدين بعد كده بعد ما اتاكد ان الدنيا تمام، الدنيا سكيور بالنسبه له، ما فيش اي نوع من انواع الفيوليشن او اي نوع من انواع الانفكتد او مليشيس فايلز، خلاص
بكل بساطه بيبتدي يعمل الاو ان الترافيك انها باص للديستنيشن بتاعها. لو شاف اي حاجه وخلاص بيبتدي نعمل دروب للترافيك اللي من هذا النوع، وبيطلع لك حاجه اسمها ريبليسمنت مسج ياكد لك فيها نوع الفيوليشن اللي حضرتك اطرت. لو جينا بقى حضرتك نبص على الباكيت فلو في حاله البروكسي بيز انسبكشن، فيعني هتلاقي ان الموضوع يعني في نوع من انواع الاختلافات، وفي نفس الوقت الموضوع نوع من انواع التشابه مع الفلو بيز انسبكشن مود. بمعنى قال لك لو انا بختار البروكسي بيز لحضرتك هو ما بيشتغلش بروكسي بيز صراحه. يعني ايه؟ يعني هو برضو بيتبع نفس الاسلوب بتاع الفلو بيز في بعض الاحيان طبقا لنوع السكيورتي بروفايل، وفي احيان اخرى بيتبع البروكسي بيز. حتى لو انت مختار بروكسي بيز، فانت لو مختار بروكسي بيز هتلاقيه بيشتغل بنفس اسلوب البروكسي بيز اللي انا بشرحه دلوقتي في حاله الايه السكيورتي بروفايل المعينه، وفي سكيورتي بروفايل ثانيه هتلاقيه بيشتغل برضو بنفس اسلوب الفلو بيز حتى لو انت مختار بروكسي بيز. ازاي؟ عشان كده بنقول ان نوع من انواع الايه الميكشر، هو ما بيستخدمش بروكسي بيز صراحه، هو خليط من الفلو بيز انسبكشن والبروكسي بيز انسبكشن. طيب احنا قلنا الكلام ده بيختلف طبقا للنوع السكيورتي بروفايل. بمعنى والله انت حضرتك مثلا بتطبق ابلكيشن كنترول او بتطبق انتروجن بريفنشن. طيب الانتروجن بريفنشن وابلكيشن كنترول بيشتغل زيه زي الفلو بيست خلاص. طب ما البروكسي بيست، لكن البروكسي بيست انا بطبقه او ذا بروكسي بيست صراحه لو انا بطبق انتي فيروس سكاننج او ويب فلتر او دي ال بي او الفويب انسبكشن، كل الكلام ده لو انا مختار بروكسي فهو بيشتغل فعلا بنفس اسلوب البروكسي اللي انا بقول لحضرتك عليه دلوقتي. خلاص يبقى لازم تفهم ان انت حتى مع اختيار للبروكسي بيزد انسبكشن فهو بيتعامل مع البروكسي بيزد بنفس الاسلوب اللي انا هقول لحضرتك عليه ده في حاله الانتي فيروس والويب فلترنج والدي ال بي والانتي سبام والفويب. طيب اخترت انتروجن بروتكشن ابلكيشن كنترول بيشتغل بنفس اسلوب الفلو بيزد. خلاص طيب في حاله البروكسي بيزد ايه اللي بيحصل؟ قال لك بيجي لك الباكت طبعا بيحصل لها ستريمنج زي ما قلنا، وبيبتدي يستقبلها اول حاجه الاي بي اس انجن بتاعي، وبيشوف هل هي اس اس ال انكريبتد ولا لا. لو اس اس ال انكريبتد بيبتدي ان هو يعمل لها ديكريبتد. طيب هي اصلا مش انكريبتد، لو مش انكريبتد على طول بيروح باصص في البروكسي بتاعه، بص في الانتي فيروس الويب فلتر الانتي سباب الفويب انسبكشن كل الكلام ده، بيبتدي يبص في السيتنج بتاع البوليسي وبيبتدي ان هو بعد كده على طول يطبق هذا الكلام. خلاص يشوف بقى والله انت مثلا مطبق عايز مطبق ايه في الانتي فيروس، مطبق ايه في الويب فلتر، مطبق ايه في الكلام ده كله في السكيورتي بروفايل، يبتدي ان هو يطبقه. طب لو هي انكريبتد، انكريبتد خلاص فيبتدي يعمل لها ديكريبت، ثم بعد ما يبتدي يعمل لها ديكريبت يروح بس ماسكها بقى الاي بي اس انجن ويبتدي يطبق عليها برضو نفس الكلام اللي احنا ايه شفناه هنا، سواء بقى بالنسبه للانتي فيروس او الويب فلتر او الدي ال بي، المهم يعني في النهايه السكيورتي بروفايل بتاعها. خلاص وبعد كده بيبتدي يعمل لها انكريبت ويطلع كل الكلام ده بيحصل له اكسلريشن عن طريق السي بي 8 والسي بي 9. خلاص يعني ده بكل بساطه برضو الباكيت فلو في حال البروكسي بيت. يبقى برضو عشان الدنيا بتبقى واضحه شويه، بكل بساطه في البروكسي مود انا ممكن ان انا اشتغل بروكسي مود صراحه او اشتغل فلو بيت صراحه حتى لو انت مختار بروكسي مود. امتى بشتغل بروكسي مود صراحه؟ لو انت بتطبق انتي فيروس او فلتر او دي ال بي او انتي سبام او فويب. طيب لو انت بتشتغل برضو بروكسي بس بتطبقه في الانتروجن بريفنشن او بالابلكيشن كنترول، لا في هذه الحاله هو بيشتغل بنفس اسلوب الفلو بيز. طب هو ايه اصلا بروكسي بيز اللي انا بطبقه صراحه في الانتي فيروس والويب فلتر والكلام ده؟ قال لك اول حاجه الباكت بتخش على الاي بي اس، وبعد كده بتخش اعمل لها ديكريبتنج وابص عليها واطبق، وبعد ما اطبق اروح اعمل لها انكريبت تاني. والله لو هي مش اصلا انكريبتد خلاص ريحت نفسها وريحتني وخلاص جايه اصلا ديكريبتد، اطبق عليها والموضوع انتهى. ادي برضو موضوع الباكيت فلو في البروكسي بيز انسبكشن. يعني اتمنى ان المعلومات دي تكون واضحه لحضراتكم. كنا قلنا حضرات في الفلو مود انسبكشن ان احنا ما عندناش نوع من انواع الفلكسبيليتي، لكن البروكسي مود عندنا نوع من انواع الفلكسبيليتي لاي اعراض جانبيه ممكن تحصل. بمعنى الفلو مود سريع بطبعه، وبالتالي ما دام هو سريع بطبعه فاي حاجه ثانيه ممكن ايه نتقبلها بعيوبها. يعني خلاص هو في عيب او غيره بس هو بيعمل لي انسبكشن والدنيا سريعه برفورمانس تمام ما بيأثرش على البرفورمانس، فخلاص انا هشتغل بالفلو مود وهو قال لي الفورت جيت ان ده الافضل وده الديفولت فبشتغل عليه. لكن انا
انا رحت البروكسي مود وانا عايز ان انا ايه اعمل استخدم البروكسي مود. قال لك ما فيش ادنى مشكله، بس خلي بالك ان هو اثر على البرفورمانس. طب اديني بعض الحاجات اللي اقدر اعالج بيها التاخير او التاثير على البرفورمانس في حاله استخدام البروكسي. قال لك بص، لو انت بتستخدم سكاننج عن طريق البروكسي مود في اللارج فايل شويه او البعض الفايلز اللي بتكسيد سيرتن سايز معينه، ممكن اديك الفلكسبيليتي ان انت تعمل لها بلوك او تجنور اصلا الفايلز اللي كبيره او الاوفر سايز فايلز دي، وما تظهرش معاك او تعمل لها اجنور في الانسبكشن عشان ما تاثرش عليك الملفات الكبيره دي في حاله الانسبكشن عن طريق البروكسي مود. قال لك كمان ممكن ان انا امنع موضوع التايم اوت. ايه موضوع التايم اوت؟ كل ترافيك حضرات ليها تايم اوت معين للسند والريسيف طبعا، وبالتالي بكل بساطه في حاله ان انت بتستخدم الانسبكشن عن طريق البروكسي مود وبتاخد بعض الوقت في موضوع الانسبكشن، ممكن يحصل تايم اوت للريسيفنج داتا للاند يوزر ده، فيدي له ريكوست تايم اوت مثلا، وبالتالي بيبتدي يطلبها تاني. طيب عشان ما يحصلش الكلام ده، بيبقى عندنا لو تفتكروا في حاجه بروتوكول اوبشن اسمه الكلاينت كومفورت او كلاينت كومفورتنج. كلاينت كومفورتنج ده موجود في البروتوكول اوبشن، وممكن احنا مرينا عليه قبل كده في شرح البروتوكول اوبشن. الكلاينت كومفورتنج ده بيسمح ان انت جزء معين صغير من البيلود او من الداتا بتاعتك او الترافيك بتاعك يقدر ان هو يوصل للديستنيشن بتاعه لحد ما انت حضرتك تقدر تخلص الانسبكشن بتاعه. في هذه الحاله برضو بالنسبه للكلام ده ما بيحصلش تايم اوت طالما ان في داتا فعلا او جزء من داتا ان هو يعني استقبل في اليوزر. وبالتالي لازم برضو تبقى عارف ان انت لو بتستخدم بروكسي مود يفضل ان انت تفعل معاه الكلاينت كونفورت. خلاص. طيب انا بستخدم امتى البروكسي مود يا حضرات؟ انا بستخدم بروكسي مود في حاله انت مثلا لو عايز تعمل مور سكيور او مور انسبكشن للترافيك بتاعك، انت شايف ان الداتا بتاعتك حساسه، شايف ان الداتا بتاعتك محتاج ان انت تعمل لها انسبكشن باسلوب افضل شويه من الفلو بيست، خلاص ما فيش ادنى مشكله، تواجه ممكن ان انت تتوجه للبروكسي مود وانت بتدي تستخدم البروكسي مود. بس خلي بالك برضو انه يعني هياثر على البرفورمانس شويه خصيصا وهيظهر معاك في حاله الراش اور او مثلا في حاله بعض الظروف اللي بيكون فيها استخدام عالي للداتا او في ترافيك زياده شويه عندك. خلاص. ادي برضو موضوع الانسبكشن مود. طيب انا عايز اعمل كنترولينج او اغير الانسبكشن مود بتاعي. قالك بص، في 48 فيرجن 6 كان ممكن ان انت تغير السيتنج الخاصه بالانسبكشن مود من جوه السيتنج. في الانسبكشن مود بتلاقي الفلو مود والبروكسي مود، تقدر ان انت تغير الاثنين ده في جي اي، او ممكن ان انت عن طريق السي اي بتخش في الكونفيجر سيستم سيتنج وتقول له سيت انسبكشن مود وتحدد له بقى في سواء هو فلو او بروكسي. تمام. طيب قال لك من اول فيرجن 6.2 لحد 7، تمام، قال لك كل الكلام ده حوله من ان هو يبقى موجود في السيتنج حطه في البوليسي نفسها. فانت في البوليسي نفسها ممكن تقول ان الانسبكشن مود اللي انت هتستخدمه اما فلو بيز او بروكسي بيز، وتطبق هذا الكلام جوه جي اي جوه الفايرول بوليسي، او ان انت في السي ال اي بتخش في الكونفيجر فايرول بوليسي وتحدد له انهي بوليسي بالظبط وبتقول له جواها سيت انسبكشن مود وبتقول له استخدم بقى البروكسي او الفلو انسبكشن مود. فالحته دي برضو لازم تبقى عارفها. في ال 7.2.4 يعني برضو سابه زي ما هو في الفايرول بوليسي، ولكن يعني اما ان انت تلاقيها، تلاقي الاختيار بتاعك في الانسبكشن مود موجود، الاوبشن بتاعك اختيار انسبكشن مود بتوين الفلو بيزد والفلو بيزد والبروكسي بيزد، او ان الاوبشن بتلاقيه مش موجود فبتضطر ان انت تفعله عشان يظهر. وفي هذه الحاله طبعا بيبقى الديفولت ان هو شغال على الفلو بيزد. طيب انا عايز اغيره واغير البروكسي بيز، بتخش الاول في السي ال اي بتقول له كونفيجر فايرول بوليسي وبتحدد له البوليسي وبتقول له سيت انسبكشن مود وتقول له مثلا انها بروكسي. في هذه الحاله بيحولها لك لبروكسي وبيظهر معاك الاوبشن معاك بعد كده في الجي يو اي. فالحته دي برضو لازم حضرتك تبقى عارف. خلاص. طيب في حاله بقى تغيير بتوين فلو مود والبروكسي مود، هل بيبقى فيه تاثير؟ قال لك طبعا بيبقى فيه تاثير، بس طبعا بيختلف التاثير لو انت بتشينج من الفلو انسبكشن مود للبروكسي او بتشينج من البروكسي للفلو. طيب لو انا عملت
تشينج من الفلو انسبكشن مود للبروكسي مود. قال لك بص، لو انت عملت تشينج من الفلو مود للبروكسي مود، يعني بيحصل انكريزنج لليوسج بتاع الريسورس بتاع حضرتك، إيه مثلا الميموري، السي بي يوسج، كل الكلام ده بيبتدي انكريز شويه، ولكن ما مش بالطريقه زي ما قلت لحضرتك المؤثره قوي، الا لو كان عندك ترافيك عالي او شغال في راش اور او غيره، مش في النورمال كونديشن. لكن بقى لو انت عملت تشينج من البروكسي مود للفلو مود، بكل بساطه لازم تبقى فاهم ان هيحصل لك حاجتين. قال لك اول حاجه، اي سكيورتي بروفايلز انت عاملها على البروكسي مود كلها هتتغير للفلو مود خلاص، واي سيتنج خاصه بالبروكسي طبعا هتتشال، فانت اصلا اشتغلت خلاص فلو مود اوتوماتيكلي ما دام انت غيرت من البروكسي للفلو مود خلاص. دي نمره واحد. نمره اتنين، اي فيتشرز خاصه بالبروكسي شيء طبيعي انها برضو هتتشال من عند حضرتك، او اي سكيورتي بروفايل بتشتغل بروكسي في البروكسي زي مثلا ويب ابلكيشن بروفايل او غيره هتبتدي تتشال معاك من الجي يو اي. يبقى حاجتين هتاثر عليهم، ان انت كل حاجه هتتحول من بروكسي مود لفلو مود، دي نمره واحد. اي فيتشرز برضو هتبقى انت حاصل ان انت حاطط فيها سيتنج معينه خاصه بالبروكسي هتتشال. في نفس الوقت برضو لو انت عندك سكيورتي بروفايل مطبقها بالبروكسي مود زي مثلا ويب ابلكيشن بروفايل هتتشال اصلا من الجي او اي، مش هتبقى موجود خلاص. طيب نقطه ثانيه برضو لازم حضرتك تبقى عارفها في موضوع الانسبكشن مود، ايه هو الفيتشرز المختلفه والتطبيقات اللي انت تقدر تعملها سواء على الجي يو اي او السي ال اي بتختلف طبقا للسكيورتي بروفايل. يعني كمان مش انسبكشن مود بس اللي هو بيختلف، قال لك كمان التطبيق نفسه بيختلف في السكيورتي بروفايل سواء بالجي يو اي او السي ال اي طبقا لانت شغال بانهي انسبكشن مود. طيب حتة تانية برضو حضرتك لازم تبقى عارفها في تطبيق السكيورتي بروفايلز مع تغيير الانسبكشن مود. قال لك برضو في السكيورتي بروفايل طالما انت شغال في فلو مود انسبكشن مود او بروكسي مود انسبكشن مود، ممكن تطبق الكلام ده في جي او اي او في سي ال اي في بعض السكيورتي بروفايلز، وفي بعض الاحيان في السكيورتي بروفايلز تانية ما بتقدرش ان انت تطبق هذا الكلام في الجي او اي او في سي ال اي او في الاثنين مع. بمعنى خلينا نبص كده. طيب في مثلا الانتي فيروس بروفايل، الانتي فيروس بروفايل لو انت شغال فلو بيز او بروكسي بيز ما بتفرقش كتير، ممكن تطبق الكلام ده في الجي او اي او في السي ال اي ما فيش ادنى مشكله. الويب فلترنج نفس الكلام، الدي ان اس فلترنج نفس الكلام، الابلكيشن كنترول، كل الكلام ده اللي بتيجي مثلا الداتا لينك بريفنشن، الداتا لينك بريفنشن لازم تطبقه في السي ال اي، ما ينفعش ان انت تطبقه في الجي او اي سواء بالنسبه للفلو او بالنسبه للبروكسي. تمام، الفويب نفس الكلام ممكن تطبقه سواء في الجي او اي او سي ال اي. اي كاب ما بيطبقش في الفلو بيزد اساسا، تمام، ولكن بيطبق في البروكسي بيزد. وبرده الويب ابلكيشن فاير وول ما بيطبقش في الفلو وبيطبق في البروكسي. وبالتالي طبعا حضرتك لو انت غيرت من البروكسي زي ما قلت لحضرتك للفلو، فانت حضرتك مش هتلاقي الويب ابلكيشن فاير وول سكيورتي بروفايل موجود اصلا عشان تطبقه خلاص. طيب الاس اس ال والاس اس انسبكشن ممكن انت تعمله سواء في الفلو مود او في الانسبكشن. طبعا زي ما قلت لحضرتك الفيتشرز بيختلف، وطبعا يعني ايه احنا انا حطيت لك كذا سلايد كل الكومباريزون بقى بتوين كل فيتشرز مختلفه ظاهره امتى في مثلا الفلو مود وظاهره امتى في الانسبكشن مود، ولكن خلينا نهتم بالسلايد دي لان هي بتوضح لك بس الايه الكومباريزون الفيتشرز اللي بتظهر معاك في الانتي فايروس بروفايل، وده اللي احنا هنطبقه النهارده. فبكل بساطه في الانتي فيروس بروفايل لو انت مثلا بتعمل عندك فيتشرز اسمها الكونتنت ديس ار او الموبايل ميلوير او الفيروس اوت بريك او الساند بوكس انسبكشن او الكارانتين، كل الكلام ده ممكن تلاقيه موجود في البروكسي. طيب هل الكلام ده موجود برضو لو انا شغلت الانتي فيروس بروفايل بتاعي في الفلو مود؟ قال لك بص، الريبليسمنت ماجز موجوده، كونتينرز ار مش هتبقى موجوده في الفلو، لكن الموبايل ميلوير موجود، الفيروس اوت بريك موجوده ولكن ليميتد شويه في موضوع الفلو مود. نفس الكلام بقى في حاجه اسمها الايميليتور والكلاينت كومفورتنج. كلاينت كومفورتنج احنا قلنا بنشتغل في البروكسي ما بيشتغلش في الفلو. الكارانتين يعني برضو التريت الاكزي فايل في الايميل از فيروس هتلاقيها موجوده في الاثنين. فاذا الفيتشرز يا حضرات في كل سكيورتي بروفايل ممكن انها تلاقيها موجوده في الفروق في الفلو مود او تلاقيها في البروكسي مود او تلاقيها في الاثنين مع بعض طبقا لهذا الكلام.
طبعا يعني ايه هتلاقي كل سلايدز اللي جايه كومباريزون بسيط، ولكن طبعا انا عشان اشرح لك الكلام ده بالفيتشرز اصلا لازم اشرح لك اصلا البروفايل، فيعني ايه انا حطيته لك برضو نوع انواع الكومباريزون في حاله مراجعتك لهذا الكلام، وهنبتدي نشوف كل سلايد خاصه بسكيورتي بروفايل طبقا لايه لهذا الكلام. خلاص يعني كل مرة احنا هنبتدي نشوف مثلا البروفايل الجاي مثلا خاص بالويب، فهنبتدي اقول لك برضو الكومباريزون الخاص بالفيتشرز اللي بيظهر فيه في حالة الفلو وفي حالة البروكسي سواء في جي واي او في السي ال اي. تعال نخش بقى على الموضوع الاساسي بتاعنا النهاردة اللي هو الانتي فيروس سيكيورتي بروفايل. وتعالى حضرات نبتدي من اول ايه في الحروف بتاعنا، بمعنى تعال نبتدي من اول يعني ايه فيروس ويعني ايه انتي فيروس. الفيروس حضرات ما هو الا شيء حضرتك بتصاب بيه مثلا كشخص، لو احنا اتكلمنا في الحياه العمليه علينا احنا كاشخاص، ممكن حضرتك مثلا رايح مهام عملك اليوميه نازل الدوام بتاعك، او رايح في مهمه نازل لمشوار بتخلص حاجه شخصيه، كل الكلام ده حضرات انت ممكن تتعرض لاي فيروس. الفيروس ده بيبتدي ليه بعض الاعراض، ممكن مثلا حضرتك بتتعب بعض الالام، بتحتاج بترتاح، بتحس بالدوخه، كل ده سندرومز او اعراض نتيجة اصابة حضرتك بفيروس. طبعا حضرتك مجرد ما انت بتتعب بتبتدي تعرض نفسك على طبيب، الطبيب بيبعت لك او بيرسل لك او مثلا بيكتب لك على ادوية معينة، كل الادوية دي حضرتك بتبتدي تاخدها عشان تعالج الفيروس اللي حضرتك مثلا اصبت بيه. نفس الكلام حضرات اللي احنا بنشوفه كاشخاص في الحياة العملية بكل بساطة برضو بيحصل للاوبريتنج سيستم بتاع حضرتك، بيحصل للكمبيوتر بتاع حضرتك، ايا كان برضو ممكن يصاب بفيروس. ولكن طبعا الفيروس بتاعك اسمه هو ايه؟ بيولوجيكال فيروس. لكن الفيروس بتاع حضرتك اللي بيصاب بيه في الكمبيوتر بنسميه ديجيتال فيروس. الديجيتال فيروس ده حضرتك ممكن يكون ابلكيشن، ممكن يكون بروجرام، ممكن يكون كود معين، المهم في النهايه سواء بقى هو كان كود وسواء ابلكيشن او غيره بيبتدي ياثر على البرفورمانس بتاع الجهاز، بياثر على الاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز، على جهازك نفسه، يعني طبعا طبقا لنوع الفيروس اللي الكمبيوتر او الاوبريتنج سيستم بتاع حضرتك بيصاب بيه. يمكن احنا برضو في الحياه العمليه لو انت اصبت بفيروس وجيت حضرتك تعبت شويه، فبكل بساطه بيبقى الكلام ده نتيجه الملامسه، نتيجه الانتقال عن طريق الهواء، نتيجة بعض التعاملات او مثلا الاستخدامات السيئة او غير الصحيحة. كل الكلام ده احنا لما تفتكروا بقى في المرحلة الاعدادية والثانوية كنا الكلام ده بيقعدوا يعلمه لنا، والكلام ده نفس الكلام برضو عندنا. انت حضرتك عشان الاوبريتنج سيستم بتاعك يصاب بالفيروس ما بيصابش مع نفسه، بيصاب عن طريق انه مثلا عند حضرتك فايل، ابتدي الفايل ده خدته، عملت شير للفايل ده مع بعض الزملاء او بعض مثلا الاصحاب او غيره، طبعا الفايل ده انبروتكتد، ابتدى يحصل انفكشن للفايل ده مثلا بفيروس معين، الفيروس ده اصلا شيرد بتوين اكتر من واحد، وبالتالي اصبح الانفكتد فايل ده ممكن هو يبقى موجود مع اكتر من شخص ويعمل نوع من انواع الاصابه لاكتر من جهاز او اكتر من اوبريتنج سيستم. طبعا معظم الموظفين اللي عندنا برضو بيتبعوا الاسلوب غير الصحيح، وده من يعني ريكومند ان حضرتك تربع الموظفين اللي عندك في قصه استخدام الايميلات دي، فهتلاقي الموظفين معظمهم بيجي لهم موضوع الفيروس والكلام ده كله بيجي عن طريق الاستخدامات بتاع الايميل. بتلاقي واحد مثلا فتح ايميل، في ايميل ده جاي من جهه غير معلومه، وهو يعني بدون قصد ابتدى ان هو يفتح الايميل، ابتدى يضغط على لينك او اتاتشمنت مثلا موجود في الايميل، في هايبر لينك، في واحد يقول له ميديا، في مش عارف روح فوز بحاجه، اضغط على اللينك ده. المهم يعني في النهايه بيبتدي هو يضغط بدون قصد ومش عايز اقول بجاه، وفي النهايه بيوصل الكلام ده ان بيحصل له بأي فيروس موجود، وبالتالي بيأثر على الجهاز بتاعك، وبتلاقيه داخل لك بقى بالجهاز از اي تي ويقول لك انا عندي مشكله في الجهاز، تعالى عالجها لي وتعالى شوف فيه ايه. طبعا دي احدى المهام الاساسيه، ويركومند دايما ان انت يبقى عندك تعليمات معينه از اي تي بتقولها للموظفين بتوعك، بتحدد فيها ازاي يقدر ان هو يستخدم الايميل او يقدر يستخدم اوبريتنج سيستم اللي هو بيستخدمه عشان يؤدي المهام الوظيفيه بتاعته. طبعا قصه ان انت يعمل داونلودنج برضو لبعض الفايلز من بعض الانريلابل سورس، هو مثلا عايز ينزل مثلا ويندوز، عايز ينزل ابلكيشن، فراح على موقع مشبوه ما يعرفش عنه حاجه، ابتدى ينزل، قال له ده مثلا الملف حجمه صغير، ده فيه مميزات، ده 2024 وهكذا، فابتدى ان هو يعمل داونلودنج لهذا الكلام، ويفاجئ في النهايه ان هو اصيب بفيروس ايا كان نوع الفيروس. طبعا بقى جاب مثلا ابلكيشن من اي حد، كلم واحد صاحبه فاداله مثلا ابلكيشن معين
معين، جه هو يعمل انستول الابلكيشن ده، ففوق ان هو الابلكيشن بتاعه ده اصلا عمل انفكشن للاوبريتنج سيستم بتاعه بنوع من انواع الفيروس. كل الحاجات دي حضرات احنا شفناها از اي تي في مراحل عملنا اليوميه كل يوم وتعاملنا مع اليوزرز في معظم الاورجنايزيشن. فطبعا الحاجات دي كلها حضرات لازم يبقى ليك سيستم معين، نظام معين، ريجوليشن معين بتبتدي توعي الموظفين اللي عندك عشان تخف الحمل عليك از اي تي من الاستخدامات غير الصحيحه للموظفين، خصوصا الموظف برضه هو في النهايه عايز يؤدي مهمه عمله، وفي نفس الوقت برضه هو مش راجل متخصص، ما عندوش معلومات فنيه او تكنيكال كافيه، فبيبتدي يتعامل زي ما نقول بدون قصد، او مش عايز اقول بسذاجه ولكن بدون قصد. طيب عندنا كمبيوتر فيروس حضرات انواعه كتيرة، ابسطهم او اساسياتهم او من الحاجات الاساسية اللي احنا دايما بنتكلم فيها او بنقسم فيها الكمبيوتر فيروس. عندنا الورم، عندنا التروجن، عندنا الرانسام وير. الورم قلنا ان الورم لو تفتكروا الكلام ده كنا بناخده حاجة مع من ايام السي سي ان ايه، الورم ان هو ممكن ان انت ينتقل من سيستم لسيستم نتيجة بعض الخلل في اجراءات السيكيورتي بتاع اللي موجودة عند حضرتك مثلا في الاوبريتنج سيستم، وبالتالي في بعض الاحيان بتلاقي ان الورم ده ممكن ينتقل من جهاز لجهاز، من سيستم لسيستم، وحضرتك طبعا بتفاجئ ان بعض الاجهزه اصيبت بنفس الورم من نتيجه الانتقال للفايل مثلا من جهاز الى جهاز اخر. تمام، بنلاقي بعد كده بقى التروجن فيروس. والتروجن دايما كنا بنقول زي موضوع طرواده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وكان الهدف الاساسي ان هو مثلا حاجه معينه بتخش بشكل رسمي زي حاجه كويسه هديه زي ما احنا شفنا في الفيلم بتاع حصان طرواده، وفي النهايه وتفاجأ ان جواها حاجة مش مظبوطة، عشان كده برضو سموها تروجن فيروس. والتروجن فيروس بكل بساطة هو فايل بحضرتك ممكن تنزله وممكن تستخدمه، انت شايف ان هو فايل قانوني ما فيهوش مشكلة، فايل بتاع ابليكيشن، ولمجرد ما انت بتبتدي تستطبه بتفاجأ ان هو بيؤدي مهمة تانية خالص، بيبتدي ان هو مثلا حاجات تأثر على البرفورمانس بتاعك، بتارجت حاجة معينة في السيستم بتاعك ايا كان، بيبتدي يعمل مونيتورنج للاكتيفيتي بتاعتك، كل الكلام ده طبعا بيعملوا تروجن فيروس. تمام، الرانسام وير. والرانسام وير ده طبعا يعني احنا يعني زهقنا زي ما احنا بنقول من الكلام فيه، ان طبعا قصه ان انت تعمل بيحصل لك انكريبشن للفايل، وشفنا حضرات في موضوع الرانسام وير ده يعني حاجات مش عايز اقول لك، ناس وقعت في مشاكل كتيره جدا نتيجه عدم استخدام انتي فيروس، نتيجه اصابتها بالرانسام وير، ابتدى لقى كل الفايلز او كل ملفات الشركه بتاعه سواء حسابات او غيره، كل الكلام ده بقى انكريبتد، وفي النهايه بقى هو قاعد ضعيف مش عارف يعمل ايه، عايز يحل الموضوع باي طريقه ان كانت ومش قادر، نتيجه ان هو خلاص بقى الدنيا بالنسبه له انكريبتد، كل الفايلز انكريبتد، والشركه كلها واقفه فوق دماغه عايزه تقول له شوف لي حل، وهو مش لاقي حل نتيجه اصابته بالرانسام وير، وفي النهايه بيرضخ لاي اتاكر اصابه بالرانسام وير. يعني دي الحاجات الاساسيه الخاصه بموضوع الفيروس. طبعا نتيجه اصابتك بالفيروس لازم تبقى عندك بريكوشنز للفيروس. طبعا الكلام ده يعني ايه، احنا بنعمله كاشخاص مش از اورجانيزيشن. انت حضرتك شاري مثلا لابتوب حاطط عليه اوبريتنج سيستم، تبتدي ان انت تشتري انتي فيروس معين وتبتدي تحطه على اجهزه ومع الجهاز بتاع حضرتك، يعني تحط تسطبه، وطبعا كل الكلام ده عشان تقي حضرتك او يحصل لك بروتكشن اجينست اي كمبيوتر فيروس او اي سباي وير او اي تروجن او اي ورم او اي حاجه ممكن انت تتعرض لها تبتدي تاثر على الجهاز بتاعك او على البرفورمانس بتاع الاوبريتنج سيستم بتاع حضرتك. تمام، طيب انت اي انتي فيروس حضرتك بتشتري بيبتدي ان حضرتك بتعمل له انستول وبيبتدي هو بيشتغل سواء بقى في الباك جراوند لو انت حضرتك محدد له هذا الكلام، او انت بتخش تفتحه مثلا عايز تعمل اي سبب من اسكان مثلا لو حسيت ان في اي حاجه في السيستم بتاعك، لكن عامه هو دايما بيشتغل في الباك جراوند من غير ما حضرتك تحس، وبيبتدي يعمل مونيتورنج لكل الاكتيفيتي اللي حضرتك بتعملها على الكمبيوتر بتاعك. طيب بيبتدي الانتي فيروس بيعمل ثلاث حاجات اساسيه، بيبتدي اي انتي فيروس
يعمل سيرشنج، بيبتدي يعمل ديتكتنج لاي فيروس. وطبعا في اساليب كتيره ان كل انتي فيروس طبقا لنوعه لسوق عمله بيعمل ديتكتنج للفيروس. هنبتدي نشوف الاساليب المختلفه في هذا الكلام. ثم بعد كده مجرد ما هو عمل ديتكتنج لاي فيروس بيبتدي ياخد الاكشن، والاكشن ده ممكن حضرتك بيبقى اكشن مانيوال، انت بتقول له والله لما تلاقي حاجه انا اللي هتدخل، انت بس اديني الورنينج بتاعك، وبعد كده بتبتدي انت تتدخل از يوزر وبتبتدي مثلا تعمل ريموف، بتبتدي تعمل كارانتين، اي كان حضرتك عايز هذا كده. ممكن في ناس بتعمل المونيتور والاو، يعني طبقا طبعا لرؤيه حضرتك في هذا الكلام. تمام. وبعض الاحيان انت بتسيب بتظبط مثلا الانتي فيروس بتاعك ان هو اوتوماتيكلي يبتدي ياخد الاكشن بالكارانتين او بالريموف او غيره. طبعا قصه ما فيش حاجه اسمها يعني فيروس بنعمل له لا، ولكن يعني بعض الاحيان انت مش عايز اقول مثلا بتاكتف الويندوز ولا غيره، فانت عايز تعمل لا وخليه مونيتور عشان انت بالاخر عايز تاكتف الويندوز، ولكن الكلام ده طبعا يعني مش مظبوط. طيب لو جينا اتكلمنا حضرات في ازاي احنا بنعمل ديتكشن للفيروس بتاعي، احنا عندنا اكتر من طريقه او اكتر من ميثود بعمل بيها ديتكشن للفيروس بتاعي. يمكن من اشهر الطرق او الموست كومن يوز هو السيجنتشر بيز ديتكشن. وفي السيجنتشر بيز ديتكشن انت عندك الانتي فيروس بيبقى شغال مثلا في الباك جراوند، وكل فتره زمنيه بيبتدي بيعمل سكان زي ما احنا قلنا لحضراتكم وبيبتدي يعمل ديتكت. طيب هو لما بيبتدي يعمل سكان وديتكت بيدور على ايه بالظبط في السيجنتشر بيز ديتكشن؟ فالسيجنتشر بيز ديتكشن هو بيبص على السيجنتشر بتاع الفايل. يعني ايه بيبص على السيجنتشر بتاع الفايل؟ قال لك يعني بكل بساطه بيبتدي ان هو يشوف الفايل بتاعك ده بيبقى فيه بعض البايس، بعض في باترن معين، جزء من الفايل ممكن يكون الجزء ده ديجيتال سيرتيفيكيت، ممكن يكون اي حاجه مثلا باترن خاص بالفايل. بيبتدي هو بيسيرش هذا الكلام وبيقارنه بسيجنتشر داتابيز موجوده عنه. بيبتدي عنده مثلا كل انتي فيروس، مثلا انت شاري انتي فيروس من كاسبريسكي، شاري من اي فيندور، بيبقى بيجي معاه او بيكونكت على سيجنتشر داتابيز. السيجنتشر داتابيز دي فيها ال بكل بساطه السيرتيفيكت، فيها السيجنتشر بتاع الفايلز، فيها الهاشنج بتاع الفايل. يعني المهم في النهايه بيبتدي هو يقارن كل السيجنتشر الخاصه باي فايل مثلا بتعدي عليه او هو بيعمل عليها سكاننج، ويبتدي يعمل ماتشنج منه. لو حصل ماتشنج بتوين السيجنتشر اللي هو موجوده في الداتابيز واللي بتقول اصلا ان الفايل ده انفكتد مع اي فايل من الفايلات اللي هو بيعمل لها سكان، فخلاص هو بيديتكت ان ده بكل بساطه انفكتد فايل، وهيبقى فايل هيعمل لك مشكله. بكل بساطه انت ممكن تخش في الاوبريتنج سيستم مثلا، خلينا نبص هنا كده، ممكن تخش في الاوبريتنج سيستم بتاع الويندوز مثلا لو انت عايز تشوف مثلا السيجنتشر بتاعك. وطبعا موست كومن يوزد في موضوع السيجنتشر هو الديجيتال سيرتيفيكت طبعا، فبتلاقي الديجيتال سيرتيفيكت بتاعك وتخش في الويندوز تقف على الفايل بتاعك و كليك يمين بروبرتيز، بتخش في الديجيتال سيجنتشر وتبتدي بتشوف السيرتيفيكت او السيجنتشر بتاع الجهاز بتاع الفايل. تمام. فيعني ايه ده بكل بساطه برضو السيجنتشر بيز ديتكشن، وده من اشهر الطرق اللي انا بعمل بيها ديتكت لي المشهد فايل بتاعي اللي مثلا ممكن ان حضرتك مثلا بدون قصد انت تستخدمه، او يعني ايه يعني بيمر عندك مثلا او بيبقى موجود عندك في الاوبريتنج سيستم. يعني ريكومندد طبعا ان حضرتك الانتي فيروس دايما بيبقى شغال ودايما بتعمل اكتر من سكان خلال الفترات استخدام بتاع الجهاز بتاعك او الاوبريتنج سيستم بتاعك عشان تقي نفسك من اي نوع من انواع الاصابه باي فيروس معين او اي مثلا ورم او اي رانسوم وير. طبعا حضرات كل انتي فيروس انت بتستخدمه، انت مثلا بتستخدم انتي فيروس اكس، انتي فيروس واي، ده فيندور معين، ده فيندور معين، اللي بيختلف من انتي فيروس للتاني حضرات هو حجم السيجنتشر داتابيز بتاعه. وكل ما كبر السيجنتشر داتابيز اللي موجود مع
الانتي فيروس بتاع حضرتك كل ما هو بكل بساطه عرف يديتكت الفيروس الموجود عند حضرتك، وكل ما كان السيجنتشر داتابيز دي ابديتد كل ما كان افضل، وكل ما كان ان حضرتك بتعمل كل شويه سكان كل ما كان افضل. فاذا ريكومند ان انت حضرتك بتشوف افضل سولوشن ممكن ان انت تستخدمه في الانتي فيروس سوفت وير وتبتدي ان انت تستخدمه. ولكن زي ما بقول لك الفرق بين كل انتي فيروس سولوشن والتاني هو حجم الداتابيز. كل ما كبرت حجم الداتابيز الخاصه بالسيجنتشر كل ما كان افضل. او ممكن خلي بالك هو ممكن بيبقى معاه السيجنتشر داتابيز بتاعه، او ممكن في بعض الاحيان هو بيكونكت اصلا على داتابيز تانيه، او بيكونكت مثلا على داتابيز بتاعته بتاع كاسبريسكي بتاع بالديفندر بتاع ايا كان طبعا الفندور اللي حضرتك بتشتغل عليه. تمام، ادي موضوع السيجنتشر بيز ديتكشن. عندنا نوع تاني برضو ومن الحاجات برضو الكومن يوز هو الهيرستيك بيز ديتكشن. ولو اتكلمنا في سيجنتشر داتابيز ديتكشن حضرات كان دايما بيقوم الاساسي ان احنا بنعمل ماتشنج بتوين السيجنتشر بتاع الفايل اللي عندنا والداتابيز اللي موجود عندنا. بس خلي بال حضرتك الداتابيز دي جايه منين. الداتابيز دي جايه من اصلا فايل حصل له ديتكشن قبل كده، سواء بقى من انتي فيروس تاني او من استخدامات بعض اليوزر التانيين، ولكن هو موجود في الداتابيز. لكن انا عندي في الهوريستيك بيز ديتكشن انا اصلا ما ببصش لقصه السيجنيشن، امال ببص لايه؟ ببص للسورس كود بتاع الفايل. بمعنى بكل بساطه انا بستخدم الجوريزم معين عشان ابص في السورس كود بتاع الفايل بتاعي اللي بيمر عندي على نتيجه الاستخدامات بتاعتي، بيمر عندي على الانتي فيروس مثلا لما بيعمل سكان او بيعمل مونتر او غيره. تمام، وبيبتدي يمر ببتدي ابص في السورس كود بتاعه، وبناء عليه في السورس كود ده انا بقدر اقول او بحكم هو اصلا الفايل ده مالشيس فايل ولا مش مالشيس فايل، وبالتالي اقدر ان انا اخد بعد كده الاكشن بتاعي. طبعا الهوريستيك بيز ديتكشن ما دام هو ما بيستخدمش السيجنتشر داتابيز ديتكشن، فبكل بساطه انا ممكن استخدمه في حالتين. الحاله الاولى ان انت مثلا لو عندك انون او حاجات جديده من الماليشس فايل، يعني انت عندك فايل الفايل ده لسه ظاهر جديد، عندك فيروس الفيروس لسه جديد او حصل له موديفاي. تمام، كل الكلام ده كله حضرتك انت مش موجود في السيجنتشر داتابيز. فاذا بكل بساطه ما دام هو مش موجود في السيجنتشر هعمله ديتكت ازاي؟ هعمله ديتكت لو انت بتستخدم هيرستيك بيز ديتكشن، لان الهيرستيك اصلا بيبص في السورس كود ملوش دعوه بموضوع السيجنتشر. يبقى احنا بكل بساطه الموست كومن يوز عندنا سيجنتشر بيز ديتكشن. سيجنتشر داتابيز بيز ديتكشن بيقوم اساس عمله على ان عندك سيجنتشر داتابيز بيعمل ماتشنج فيه. طب السيجنتشر داتابيز لازم يكون عنده موجود في الداتابيز عشان يقدر ان هو يتعامل معاه. طب هو مش موجود عنده في الداتابيز مش هعمله ديتكت، صح؟ طيب الهوريستيك قال لك لا، الهوريستيك ده انا هستخدمه اكتر في الفايلات المشس فايل الجديده، عندك بعض الفيروس لسه طالع، عندك حصل موديفاينج لبعض الفيروس المعروفه، كل الكلام ده فمش موجود اصلا في الداتابيز، فمش هينفع ان يحصل له ديتكت عن طريق السيجنتشر داتابيز. طيب في هذه الحاله بيجي بقى دور الهوريستيك ايه؟ بيز ديتكشن، هو اللي بيبتدي ان هو يعمل ديتكت للفيروس اللي من هذا النوع. ليه؟ لان هو بيبص في السورس كود. عشان كده دايما حضراتكم الهوريستيك بيز ديتكشن يمكن في بعض الاحيان بيبتدي يعمل فولس الارم فولس وورنينج، ممكن بيبقى اصلا الفايل ده سيف ما فيهوش ادنى مشكله، ولكن هو في بعض الاحيان بيطلع وورنينج نتيجه ان هو بيبتدي يبص في السورس كود ويحصل مثلا ان هو ايه بيشوف ان الفايل ده مثلا مالشس فايل او غيره. لكن يعني الكلام ده في بعض الاحيان ما بيطلعش مظبوط وبيبقى فعلا الفايل بتاعك سيف ما فيهوش ادنى مشكله. عشان كده دايما بنقول لحضرات انت بالرغم ان الهوريستيك بيز ديتكشن حلو ان هو بيكشف لك بعض الانون او بعض النيو فيروس، لكن هو في بعض الاحيان بيعمل لك فولس الارم، ولكن هو في الاخر بيديك الاوبتيمم بروتكشن اجينست اي انون او حتى نون فيروس. تمام خلاص. طيب اخر حاجه بقى موضوع الساند بوكس ديكشن. والساند بوكس ديكشن بيقوم اساس عمله حضرات يعني انت بتاخد الفايل بتاعك، بتاخد الابلكيشن بتاعك، الابلكيشن فايل مثلا انت منزل ابلكيشن معين فانت عايز تضمن الابلكيشن ده تمام او الفايل ده تمام، فبتبتدي تاخده وبتعمل له ران في فيرتشوال انفايرمنت. يعني ايه؟ انت بكل بساطه انت هتاخد اصلا الفايل ده وتحطه على الجهاز بتاعك وتشغله، الابلكيشن ده هتحطه على الجهاز بتاعك وتشغله. طيب ما انا هاخده واروح ابتدي انا اعمل له ران في
فيرتشوال انفايرمنت تاني في حته تانية كده فيرتشوال خالص، وابتدي اراقب بقى ايه الفايل او الابلكيشن ده بيعمل ايه، ايه البيهافير بتاعه، ايه التاثيرات بتاعته على الاوبريتنج سيستم، بيتارجت ايه في السيستم، بيشتغل ازاي. بتبتدي تعمل انالايز لهذا الكلام. هل انا بعمل انالايز؟ والله حضرتك هو اصلا لما بتبتدي تشتغل في الساند بوكس ديتكشن هو اوتوماتيكلي بيبتدي يعمل انالايز لهذا الكلام وبيطلع لك ريبورت نتيجه الران. يعني كل اللي انت بتعمله في اي ساند بوكس سولوشن ان انت بس بتعمل ران للفايل بتاعك او الابلكيشن بتاعك، وبيبتدي ان هو يعمل بقى ايه ران لهذا الكلام ويراقب هذا الكلام، وفي الاخر يروح مطلع لحضرتك ريبورت جميل كده في كل حاجه، هو الراجل ده بيشتغل ازاي، بيتارجت ايه، بيعمل ايه، يبتدي يعمل لك اناليسيس كامل، طلع ريبورت كامل. الريبورت ده فيه مش عايز اقول لك ديتيلت انفورميشن عن الفايل من كل حاجه خاصه بيه. طبعا الكلام ده مهم جدا حضرات، عشان كده هتلاقي دايما ناس كتير بتستخدم الساند بوكس سولوشنز في الديتكشن بتاع الفيروس، تمام، لان ساند بوكس ديتكشن سولوشن مثلا او الفيتشر او الاوبشن ده لو هو موجود في الانتي فيروس بتاعك مهم جدا، لان هو بيديك صوره كامله عن الابلكيشن بتاعك اللي انت منزله ده بيشتغل ازاي وبيتارجت ازاي، ولو في مشكله فيه او ما فيش مشكله فيه، يعني بيديك صوره كامله، بيديك رؤيه كامله لهذا الكلام، تمام. تعال نشوف بقى الانتي فيروس بروفايل في الفورتيجيت. تعال نخش على الجهاز بتاعنا وتعال نبص على هذا الكلام، وتعال نشوف بقى ازاي هنعمل هذا الكلام سواء في الفلو بيزد او في البروكسي بيزد. تعال مثلا نخش على اي مثلا، خلينا نشوف ده المفتوح معانا ده ونشوف هو فيرجن كام ونبتدي نشرح عليه، تمام. ده فورتيجيت اهوت، ده فيرجن 7.2.4. تعالى مثلا نخش هنا في سكيورتي بروفايل. اول حاجه طبعا ده كل اللي احنا شرحناه لحضراتكم الخاص بالبروفايلز المختلفه، تمام. بتخش في الانتي فيروس، بتلاقي بقى بتلاقي اتنين حاجه اسمها ديفولت والواي فاي ديفولت. خلينا نفتح اي واحد فيهم كده ونبتدي نتكلم فيه. طيب الانتي فيروس بروفايل حضرات في الفورتي جيت هو امكانيه موجوده في الفورتي جيت ديفايس بتاع حضرتك ان هو يقوم بمهام الانتي فيروس، بيحمي حضرتك اجينست اي فيروس، تمام. طيب بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيعمل الكلام ده عن طريق الانسبكشن لاي بوتنشالي انوتد او اي مليشيس فايل ممكن حضرتك ان انت تتعرض ليه، او ان الكلام ده نتيجه مثلا الترافيك مثلا لاي يوزر موجود جوه في اللوكال نتورك بتاع حضرتك، فالترافيك دي بتمر على الفورتي جيت، انت عامل انيبل لي انتي فيروس بروفايل وحاططها في الفايروال بوليسي، فبكل بساطه بيبتدي هو يقوم بمهامه از انتي فيروس بروفايل ويعمل بقى سكاننج والكلام ده كله. طيب هو بيعمل ايه؟ بيعمل سكاننج زي اي دي الوظيفه الاساسيه بتاع اي انتي فيروس، بتبتدي يعمل سكاننج للفايل بتاع حضرتك بيزد على الفيروس سيجنتشرز، بيبتدي يعمل سكاننج لحاجه اسمها الاي بي تي او بنسميها الادفانسد بيرزيستنت ثريتس، بيبتدي مثلا طبعا تبقى لي السيستم حضرتك حاطه سواء بقى بالمونيتور او بالبلوك، بيبتدي طبعا بيدي ورنينج لحضرتك، ده شيء اساسي طبعا عشان تبتدي تاخد الاكشن بتاعك سواء زي ما قلنا بالمونيتور او بالبلوك. بيبتدي يستعين برضه ببعض السولوشن الخاصه بالفورتينيت عشان يبص مثلا في السيجنتشر داتابيس بتاعه او يستعين بامكانيتها عشان يقدر يعمل ديتكت للفيروس مثلا اللي موجود في بعض الفايلات نتيجه استخدام بعض اليوزرز ونتيجه ان مرور الترافيك من خلال الفورتينيت، تمام. طبعا حضرات الانتي فيروس محتاج سبسكريبشن، فانت لازم يكون عندك اصلا سبسكريبشن للانتي فيروس عشان تقدر ان انت تستخدم خاصيه الانتي فيروس او تعمل انتي فيروس بروفايل في الفورتي جيت بتاع حضرتك. طبعا الانتي فيروس زي ما احنا قلنا زيه زي اي سكيورتي بروفايل، ممكن ان انت تعمله فلو بيزد او بروكسي بيزد، وخلي بال حضرتك زي ما احنا قلنا ان انت طالما حطيت هنا فلو بيزد او بروكسي بيزد اخترت اي فيتشر سيت هنا لازم برضو بتخش هنا في مثلا بورسن اوبجكت في الفايروال بوليسي، وانت بتكريت الفايروال بوليسي بتاع حضرتك لازم تكون الانسبكشن مود مطابقة للفيتشر سيت. يعني لو هناك حطيت فلو بيست يبقى هنا فلو بيست، هنا بروكسي بيست يبقى هناك برضو نفس كلام بروكسي بيست. دي حته برضو لازم حضرتك اكيد تكون متاكد منها في السيتنج او في الكونفيجريشن اللي حضرتك بتعمله، خلاص. طيب بتبتدي مثلا لما بتفتح بتبتدي تكريت واحده جديده او بتعمل اديت لهذا الكلام، فبتبتدي تدي له النيم، بتبتدي
دي له كومنت. طبعا يعني ريكومند دايما ان انت تحط كومنت، بتبتدي تفعل الانتي فيروس سكان، فمن هنا بتبتدي تعمل انيبل لاي مثلا انتي فيروس سكان، وبعد كده بتحدد الفيتشر سيت او اللي هو بيشتغل فلو بيست او بروكسي بيست. طيب بص بقى حضرتك، عشان تبتدي تعمل انيبل الانتي فيروس سكان، فانت لما بتخش بتنزل هنا وتبتدي ان انت مثلا تبتدي تختار بعض البروتوكولز، وبناء عليه بتبتدي يفتح معاك الانتي فيروس سكان وتحدد بقى بالبروك او بالمونيتور. خلاص. طيب الانتي فيروس سكان في الفورتيجيت بيعتمد على السكاننج للبروتوكولات معينه زي الاتش تي بي، الاس ام تي بي، الحاجات اللي انت هتلاقيها موجوده هنا في السكشن الخاص بالانسبكت بروتوكول. فانت دول البروتوكولات اللي هو بيبتدي بيشغل الانتي فيروس عليهم، ولو عملت طبعا ديسيبل لاي بروتوكول فيهم فهو طبعا مش هيعمل له سكان. طبعا نقطه ثانيه لازم تفهمها، ان الفورتيجيت هو اصلا بيعمل انتي فيروس سكان لاي فايل طلعه ودخله منه من الانترفيس بتاعته، يعني فهمني لازم يكون اصلا الترافيك شيء طبيعي انها داخله مثلا من بورت وطالعه من بورت، طالعه من اللان للوان، طالعه داخله من اللوان للان ايا كان، عشان يبتدي يطبق الانتي فيروس كان ويبتدي انت تحطه في الفايروال بورتي، يعني مش من لان للان مثلا وكده. فلازم انت لازم تكون داخله من بورت معين وطالعه من بورت معين، يعني يبقى فيها وسيط الفورتيجيت عشان يبتدي ان هو يعني يقوم بمهمته ويبتدي يعمل الانتي فيروس سكان بتاعه. هتلاقي هنا في الانتي فيروس حضرات بعض الحاجات اللي انت ممكن تعملها عن طريق جي اي، وبعض الحاجات اللي انت ممكن تعملها عن طريق سي ال اي، وبعض الحاجات زي مثلا ان انت عايز تستخدم ساند بوكس، عايز تستخدم مثلا الفي او اس او غيره، هتلاقي الفي او اس اللي هو الفيروس اوت بريك بريفنشن سيرفيس. تمام، اي حاجه من الحاجات دي برده جوه الانتي فيروس، بالرغم ان انت واخد اللايسنس بتاع الانتي فيروس لازم يكون معاك لايسنس عشان تقدر تستخدم بعض فيتشرز او بعض الاوبشنز اللي خاصه بالانتي فيروس سكان. الحته دي برضو لازم حضرتك تبقى فاهمها وانت بتتعامل مع الانتي فيروس سكان، سواء حضرتك في البروكسي مود او في البروكسي، سوري البروكسي بيزد او في الفلو بيز. بكل بساطه هنا الاسبكت بروتوكولز بتبقى موجوده حضرتك ان انت ممكن تفعلها زي ما قلت لحضرتك، ولكن الانسبكت بروتوكولز دي في الفلو بيز من البروكسي بيز بتختلف. تمام، زي ما احنا شايفين اهو الانسبكت بروتوكولز اللي موجوده في البروكسي بتبقى ازيد شويه من الفلو بيز. الفلو بيز بيبقى اغلى السي اي اف اس او الكومن انترنت فايل بروتوكول. تمام، وهنا في البروكسي بيز بيزيد فيها المابي وفيها الاس اس اتش، والعلامه اللي عليها بي دي معناها انها بتظهر مع حضرتك في البروكسي، فبتبقى موجوده از بروكسي فيتشرز. تمام، لكن حضرتك لازم تبقى فاهم انهي بروتوكولز معينه هو بيبتدي يطبقها طبقا للفيتشر سيت او هو بيشتغل فلو بيز ولا بروكسي بيز. تمام، ادي برضو حته الانسبكتد بروتوكول. خلي بال حضرتك الفلو بيز دي هنا مثلا عنده الاتش تي بي، اس ام تي بي، البوب، الاي ماب، الاف تي بي، السي اي اف اس، والسي اف اس يعني بيحصل له سكان ولكن خلي بالك برضو السي اف اس في السكاننج عن طريق الانتي فيروس الموجود في الفورتيجيت بعض الاحيان يعني بيبقى في مشاكل في موضوع الديتكشن لاي انفكشن للاركايف فايل او لاي اوفر سايز فايل، بيبقى يعني ما يقدرش يعمل ديتكت ليها بالاسلوب الصحيح. لكن عامة يعني بقية البروتوكولز بيتعامل معاها عادي، مفيش قد مشكلة، وبيبتدي يعمل سكان دون اي مشاكل، وبيعمل ديتكت لاي ماليشيس فايل في هذا الكلام. ادي برضو حتة لازم تبقى حضرتك فاهمها في الانسبكتد بروتوكول اللي بيبتدي يشتغل بيها. طيب الفورتيجيت حضرات عشان يبتدي يعمل انتي فيروس سكان زي ما قلنا هو بيشتغل مثلا بالسيجنتشر داتابيز ديتكشن. طيب هو عشان يبتدي يستخدم السيجنتشر داتابيز ديتكشن فلازم يكون عنده اصلا سيجنتشر داتابيز، والفورتيجيت بيستخدم الانتي فيروس سيجنتشر داتابيز اللي موجود معاه او الموجود فيه، وبيبقى ده حضرات عنده اكتر من سيجنتشر داتابيز، بيختلف طبقا للموديل، بيختلف طبقا لحضرتك بتستخدم في ايه. فيعني ايه، خلينا كده مثلا ممكن نبص على اكتر من داتابيز. خلينا ممكن نرجع نشرحها لكم افضل من الباوربوينت. طيب بص حضرات السيجنتشر داتابيز اللي موجود عندي في الفورتيجيت عندي اكتر من سيجنتشر داتابيز.
سيجنتشر داتابيس ده بيبقى موجود معاه، موجود فيه زي ما قلنا السيجنتشرز بتاع الفايلز، وهو بيسجل فيه كمان اي اتريبيوت باي انفكشن حصل عنده، يعني هو بيسجل هذا الكلام برضو معاه. يعني هو سيجنتشر داتابيس بيبقى شامل الاثنين، موجود فيه وبيضاف اليه برضو نفس هذا الكلام، وبيختلف نوع السيجنتشر داتابيس اللي حضرتك بتستخدمه طبقا للموديل بتاع حضرتك، طبقا للسكيورتي نيدز بتاعتك، يعني طبقا برضو حجم النتورك بتاعك. كل الكلام ده بيختلف في السيجنتشر داتابيز المستخدم. الفورتجيت عنده ثلاثة سيجنتشر داتابيز، عنده حاجه اسمها نورمال، عنده حاجه اسمها اكستندد، وعنده حاجه تانية اسمها اكستريم. تمام، الثلاثة دول موجودين. النورمال ده يعني مش سبورتد من اول فيرجن 7 من اول فيرجن 6.4، ودايما الديفولت بتاعنا هو الاكستندد. والاكستندد داتابيز بما ان هو الديفولت فهو دايما اللي بتلاقيه كل المودلز طبعا، لان هو طبعا هو ده الديفولت، فلازم يكون موجود في كل الايه المودلز. خلاص، طيب الاكستندد داتابيز بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كل المعلومات الخاصة بالسيجنيتشرز للفيروس، سواء بقى السبريدنج الكرنتلي سبريدنج فيروس، وطبعا الكرنتلي سبريدنج فيروس هو بيعرفها عن طريق الايه الفورتي جارد جلوبال سيكيورتي ريسيرش تيم. والفورتي جارد جلوبال سيكيورتي ريسيرش تيم ده تيم خاص في الفورتي نت، خاص بقى بموضوع الايه الريسيرشنج والديتكشن الخاص بكل الفيروس، وموضوع الابديتنج لاي سيجنتشر داتابيس مثلا خاص بفورتي جيت او اي اجهزه من اجهزه فورتي نت اللي بتبتدي ان انت مثلا بتشتغل فيها موضوع الانتي فيروس. خلاص، فاذا عندنا الداتابيز اللي هو الاكستندد، عندنا في الكرنتلي اوبريتنج الكرنتلي سبريدنج فيروس، وعندنا كمان الريسنت فيروس اللي ما بقتش اكتف. بيجي بعد كده الاكستريم داتابيز. والاكستريم داتابيز بيبقى موجود فيه نفس الداتابيز الخاصه بالاكستندد داتابيز، ويضاف عليها حاجه اسمها الداتابيز بتاع السيجنتشر بتاع الزو فيروس. والزو فيروس دي هي بعض الفيروسز اللي بتبقى ظهرت مع حضرتك مثلا من فتره طويله، مش ريسنت مثلا فيروس ولا غيره، بتبقى خامله زي ما احنا بنقول او بتبقى ساكنه. فبيبقى عندك زي مثلا لما بيبقى انت حضرتك انت از شخص مثلا عندك فيروس بس الفيروس ده كامن، طيب نفس الكلام. فانت حضرتك برضو في الداتابيز دي بتلاقي المعلومات الخاصه بالفيروس، الفيروس ده موجود من فتره طويله بس خامن، ملوش يعني تأثير، ولكن في النهايه هو موجود. فممكن في يوم من الايام بدل ما يبقى خامل يبقى فيه اكتف، واحد يعمل له ابديت بتاعه الكلام ده كله. فطبعا بتلاقي في الاكستريم داتابيس فور مور سكيور موجود في الاكستند داتابيس، وموجود معاه كمان المعلومات بتاع الزو فيروس اللي خاصه زي ما قلنا باي فيروس بقاله فتره وخامل. تمام، ادي برضو التلات انواع من انواع الداتابيس اللي بيتعامل معاها الفورتيجيت. طيب لو انا بكل بساطه عايز اغير نوع مثلا الداتابيز اللي انا بتعامل معاه في الانتي فيروس بتاعي، بكل بساطه بتخش على جهاز، طالما الجهاز بتاع حضرتك في اصلا الاكستريم داتابيز. تمام، فلازم تبقى عارف الجهاز بتاعك اصلا في اكستريم وفي اكستندد ولا لا، عشان تبتدي ان انت تتعامل مع هذا الكلمة. فانت بتتاكد الاول ان عندك اكستندد وعندك الاكستريم عشان تبتدي ان انت عايز تغير من الاثنين. وعامه حضرات لازم تبقى عارف ان زي ما قلنا الاكستندد موجود في كل الاجهزه عامه، لكن الاكستريم موجود في المودلز اللي هي ايه من اول مثلا زي ما بيقولوا 48300 دي ممكن تلاقي الاكستريم دي. كل الفي ام موجود فيها الاكستريم داتابيز ما فيش ادنى مشكله، لكن كل الانتري ليفل والسم ميد رينج بيبقى موجود فيها الاكستندد فقط ومش موجود فيها الاكستريم. فانت لازم برضو تبقى عارف انت عندك اصلا اكستندد ولا اكستريم طبقا لموديل الجهاز وطبقا لمواصفاته. طيب بغيره ازاي؟ بغيره بكل بساطه، بقول له كونفيجر انتي فيروس سيتنج، وابتدي اقول له مثلا سيت يوز مثلا اكستريم داتابيز، وتقول له انيبل او ديسيبل طالما اصلا عندك الاكستريم داتابيز زي ما قلت لحضرتك. تمام، طيب موضوع بقى الانتي فيروس الفلو بتاعي سواء بقى في الفلو بيزد او في البروكسي بيز، فخلينا نشرحه من على الجهاز افضل. خلينا نرجع للجهاز بتاعنا كده سريعا.
طيب احنا قلنا هنا بنحط النيم، هنا بنحط الكومنت، هنا طبعا لازم الاول بتبتدي حضرتك تعمل انيبل لبعض البروتوكولز عشان تفتح الانتي فايروس كان هنا وتختار بلوك او مولوتوف. طيب في لو اتكلمنا ان احنا هنخلينا مثلا نخش على الفلوبيست الاول، وتعالى نشرح ازاي نقدر نعمل انتي فايروس بروفايل في الفلوبيست، وبعد كده هنبتدي هنخش على البروكسي بيست. طيب في الفلوبيست ده حضرات زي ما انتم شايفين بيبقى فيه انتي فايروس كان وفي فيتشر سيت. طيب خلي بال حضرتك ان بيبقى في اوبشن هنا، بس هو حضرتك هنا مش شايفه، بنسميه حاجه اسمها سكان مود اوبشن. والسكان مود اوبشن ده كان موجود في الفلو، لو انت شغال فلو يعني، لو شغال فلو بيزد مود بكل بساطه كان موجود لحد فيرجن 6.4. كنت بتلاقي هنا اهو خانه تانية كده او اختيار تاني خاص بحاجه اسمها سكان مود اوبشن. والسكان مود اوبشن ده كان فيه تو اوبشن، حاجه اسمها الديفولت وحاجه اسمها الليجاسي. الكلام ده اتشال من الفلو بيزد مود، يعني طالما انت شغال هنا في الفلو بيزد مود اتشال هنا الاوبشن بتاع حضرتك ده بكل بساطه. ليه؟ لان هو بكل بساطه في الفلو بيز من اول فيرجن 6.4 ابتدى يستخدم حاجه اسمها الهايبرد. هايبرد يعني ايه؟ يعني هو بيستخدم التو سكان مود الديفولت والليجاسي اللي انا لسه قايلهم لحضرتك، بيعمل هايبرد ما بين الاثنين، ممكن مزيج من الاثنين، في بعض الاحيان يستخدم الديفولت، بعض الاحيان يستخدم الليجاسي. تبقى لايه؟ تبقى ان الاي بي اس انجن الجوريزم اللي موجود بتاعك، تبقى لنوع الفايل بتاع حضرتك والاي بي اس بتاعي هيبتدي يتعامل معاه ازاي عشان يبتدي ان هو يبتدي يعمل ديتكت للفيروس بتاعي. فطبعا لازم عارف ان الاوبشن ده كان موجود قبل كده ولكن اختفى في الفلو، لكن هو لسه موجود في البروكسي. حتى انت لو عملت هنا في البروكسي مش هتلاقيه، لكن انت ممكن ان انت تفعله عن طريق السي ال اي، وهنشوف هذا الكلام. تمام، ادي موضوع الفلو. طيب انت بيجي بعد كده الانتي فايروس كان، قلنا زي ما احنا نقول بلوك والمونيتور والفيتشرز بتختار فيها، وهنا الانسبكتد بروتوكولز المختلفه دي الخاصه بالانتي فايروس بروفايل اللي نشوفها في السكشن ده. تمام، بنشوف بعد كده بقى حضرات الاي بي تي بروتكشن اوبشن. والاي بي تي اختصار لحاجه اسمها ادفانس بيرزيستنت ثريت، وده الاوبشن الخاص بيها. والاي بي تي هي بعض الاتاكس اللي بتبقى فايل بيزد اتاك، يعني ايه؟ بعض الاتاكس بناء على نوع الفايل مثلا نفسه. تمام، فبكل بساطه هنا ببتدي احط السيتنج اللي بتخليني اتعامل مع كل الاتاكس اللي جايه على الفايل بيزد اتاك اللي من نوع الفايل بيزد اتاك، فابتدي ان انا اشوف هذا كده. عشان كده هتلاقي دايما الاوبشن بتاعها او الاختيار بتاعها كلها خاصه بايه؟ بانواع الفايل. تمام، فبتلاقي حاجه اسمها كونتنت ديسارب اند ريكونستراكشن، بتلاقي حاجه اسمها تريت للويندوز اكسكيوتبل فايل، هو هنا بيشوف مثلا الاكزي فايل الخاصه بالويندوز، بيشوفها في الايميل از فايروس، يبتدي كل هذا الكلام. فانا بتلاحظوا ان كل الكلام ده تبقى لايه؟ تبقى لنوع الفايل نفسه. عشان كده بنقول ان الاي بي تي، خلينا في الفلو بيز تاني، بنقول ان الاي بي تي ده خاص بالفايل بيزد اتاك. طيب في الفلو مود في الفايل بيزد اتاك، اول حاجه بنلاقي تريت ويندوز اكسكيوتبل ان ايميل اتاتشمنت از ا فايروس، فانت بتعمل انيبل هنا. بتعمل انيبل هنا معناه ان هو هيتعامل مع اي اكزي فايل موجود اتاش في اي ايميل ان هو فايروس، ويبتدي يتعامل معاه على هذا الاساس. طيب بتلاقي بعد كده حاجه اسمها سند فايل تو 40 سند بوكس فور انسبكشن. بمعنى بكل بساطة انت عندك الامكانية هنا، واحنا قلنا هذا الكلام، ان هتلاقي بعض الحاجات محتاجة اللايسنس جوه الانتي فيروس بروفايل، يعني انت محتاج لايسنس جوه الانتي فيروس بروفايل، ومحتاج بعض الاحيان عشان تستخدم اوبشن معين موجود جوه الانتي فيروس ان يبقى عندك لايسنس معين. طيب بعض الاوبشنز دي مثلا موضوع الفورتي سند بوكس، فالفورتي سند بوكس انت ممكن ان انت تعمل اوبشن من هنا اهو. وبص خلينا نبص كده، بقول لك ماست هاف فورتي سند بوكس كونفيجر، يعني انت اصلا يبقى لازم يكون عندك فورتي سند بوكس، والفورتي سند بوكس ده يبقى شغال فعال وموصله وربطه بالفورتي جيت، ولازم يبقى على الاقل عامل انيبل طبعا لاي بروتوكول من البروتوكولات دي. فبتبتدي مثلا تعمل انيبل من هنا. في هذه الحاله هو بيبتدي ان هو يعمل كوميونيكيت او يبتدي يعمل كونكت مع الفورتي سند بوكس اللي حضرتك معرفه وحاطط له هنا، وهنشوف الكلام ده بنعمله ازاي، مزوده هنا في السكيورتي فابريك عشان يبتدي ان هو يعمل كونكت مع الفورتي سند بوكس ويبعت له الفايلز فور سكان. طيب عشان نعمل هذا الكلام حضرات لازم بكل بساطه لازم يبقى زي ما احنا قلنا عندنا فورتي سند بوكس ومزودينه، وفي نفس الوقت بيبتدي ان هو يكونكت ويعمل هذا الكلام. طيب بكل بساطه
الفورت جيت لما يبتدي يعمل كونكت ويبعت الفايز الفورت ساند بوكس فور انسبكشن بيبقى عنده بعض الاختيارات المعينه ان بيعملها في الاتصال مع الفورت ساند بوكس. اول حاجه حضرتك ممكن تحدد السكان استراتيجي، والسكان استراتيجي ده هو الاستراتيجي اللي هيبتدي الفورت ساند بوكس بيتعامل معاه. يعني خلينا نقرا كده مع بعض، قال لك فايلز ويل بي سنت تو فورت ساند بوكس بات ويل نوت ويت فور ريزلت تو كومبليت ذا ترانسفير. ده ايه؟ خاص بالبوست ترانسفير. هنا السكان استراتيجي هو الاستراتيجي بتاع السكان زي ما قلت لحضراتكم، وبيبقى عندنا تو استراتيجي، اهم حاجه اسمها ان لاين او بوست ترانسفير. في الفلو بيز يعني احنا لو هنا في البروكسي هتلاقي ايه؟ ان لاين وبوست ترانسفير. في الفلو بيز هنا بتلاقي هو اختيار واحد فقط اللي هو البوست ترانسفير. طيب ايه البوست ترانسفير؟ قال لك انا دلوقتي از فورت جيت هبتدي ابعت الفايل بتاعي عشان اخويا الساند بوكس ده يساعدني ويعمل لي سكان ويقول لي فعلا الفايل ده مش فايل ولا غيره. طيب الكلام ده اعمله لما يجي يعمل الفورت ساند بوكس، هيبتدي ابعت له الفايل، ايه الفايل ده الفورت ساند بوكس يتعامل معاه، بس انا مش هوقف الفايل زي ما احنا مثلا كنا بنعمل مثلا في البروكسي مود، لا انا بكل بساطه الفايل ده هبتدي ابعته للكلاينت، يروح للكلاينت يمشي الداتا بتاعته الترافيك بتاعه يمشي، ومش هستنى الريزلت او الاكشن او الفيرديكت الخاص بالفورت ساند بوكس وهبتدي ابعت الفايل. لكن انا برضو عندي الامكانيه في النهايه ان انا اوقفه زي ما احنا قلنا احنا بنعمل هذا الكلام او بنتعامل مع الكلام ده ازاي قبل كده. فاذا البوست ترانسفير الفايل هيروح للفورت ساند بوكس، والفورت ساند بوكس هيبتدي يتعامل معاه، قراره سواء ان هو ماليشس او مش ماليشس بتاعت الفورت ساند بوكس عبال ما يبعت الفورت جيت، انا مش هستنى هذا الكلام، انا هبعت الفايل للديستنيشن بتاعه خلاص. الانلاين مش كده، الانلاين حضرتك الفايل هيروح للفورت ساند بوكس وهيتعمل له سكان بس هيفضل الفايل انا مش قادر ان انا ابعته للديستنيشن بتاعه او للكلاينت او اليوزر بتاعه الا ما يجيني الفيرديكت او القرار بتاع ان هو ماليشس او مش ماليشس من الفورتي ساند بوكس خلاص. ادي برضو موضوع السكان استراتيجي. طيب بيديك اوبشن تانية وانت بتتواصل مع الفورتي ساند بوكس عشان تبعت له الفايلز عشان سكان، ايه هو؟ والله انا هبعت لك السسبيشس فايل الملفات اللي انا شاكك فيها، والاول سبورتد فايل هو كل الملفات بتاع البروتوكولات اللي انا شغال معاه خلاص. فهنا حضرتك ممكن ان انت تبعت له بس الايه سسبيشس فايل او تقول له الاول سبورتد فايل. بعد كده بتلاقي اوبشن تاني اسمه دونت سبميت فايل ماتشنج تايم. يعني ايه؟ انت شايف ان بعض الفايلات انت مش عايز تبعتها للفورت ساند بوكس، يعني الفايلات مثلا من هذا النوع من الاركايف من مش عارف من ايه من الاكزي من ايا كان بقى الاكستنشن بتاع البي دي اف، انت شايف ان البي دي اف دول انا مش عايز اديهم للفورت ساند بوكس عشان سكان خلاص، ولا الضالين امين بتقول له هنا البي دي اف وعايز البي ان جي وعايز مثلا الام بي جي، يعني ايا كان بقى حضرتك دول بقى هيحصل لهم اكسكلود مش هيبعتهم. فبالتالي طبعا انا في الاول سبورتد فايل بقول له ما تبعتش الحاجات دي، الحاجات دي لا كويسه ما تروحش تدور عليها هناك في الفورتي ساند بوكس خلاص، او تبعتها للفورتي ساند بوكس سوري. خلاص بعد كده بتلاقي دونت سبميت فايلز ماتشنج فايل نيم باترن، نفس الكلام برضو بتعمل اكسكلود بدل هنا ما كنا بنعمل اكسكلود تبقى للاكستنشن وتبقى لنوع الفايل معين، هنا انت بتعمل اكسكلود تبقى للباترن. الباترن بتاع الفايل ده ممكن يبقى مثلا حرفين من الفايل، ممكن يبقى الاكستنشن بتاع الفايل، ممكن يبقى اسم الفايل نفسه، ايا كان اللي حضرتك شايفه. فانت حضرتك بتقول له دونت سبميت فايل ماتشنج وبتبتدي ان انت تضيف هنا الباترن اللي هيشتغل عليها او اللي هيعمل عليها ماتش. بنلاقي بعد كده اوبشن اسمه يوز فورتي ساند بوكس داتابيز، ويوز فورتي ساند بوكس داتابيز بيمكنك ان انت تستخدم الساندي بوكس سيجنتشر داتابيز. يعني بكل بساطه هو قال لك يوز سيجنتشر داتابيز فروم ساندي بوكس تو سبلمنت ذا انتي فيروس سيجنتشر داتابيز. انت عندك فورتي جيت، الفورتي جيت عنده سيجنتشر داتابيز بتاع الانتي فيروس بتاعه، طب انا عايز اسبلمنت يعني ادعم السيجنتشر داتابيز بتاع الانتي فيروس بتاعي عن طريق المعلومات اللي جايه لي من السيجنتشر داتابيز بتاع الفورتي ساندي بوكس، فبتعمل له انيبل من هنا تمام خلاص. ادي اوبشن تاني موجود برضو بحاله رابطه مع الفورتي ساند بوكس. بعد كده بتلاقي حاجه اسمها انكلود موبايل ميل وير ديتكشن، والانكلود موبايل ميل وير ديتكشن ده بيخليك تقدر تستخدم الموبايل ميل وير داتابيز الخاصه مش بالفورتي ساند بوكس، الخاصه بالفورتي جارد في الكونتنت سكان. فانت مثلا عايز تعمل سكاننج لبعض الكونتنت وما عندكش موبايل ميل وير بروتكشن داتابيز كافيه، فبيبتدي ان هو بيشوف البروتكشن داتابيز الخاصه بالموبايل ميلوير اللي موجوده في الفورتي جارد.
بنلاقي بعد كده حضرات موضوع الكارانتين، ومن هنا بتعمل له انيبل، فانت هنا بتقدر تعمل انيبل ان انت تعمل كارانتين للانفكتد فايل. خلاص ادي برضو موضوع الكارانتين، ولازم تقف هنا على الاي وتبتدي تقرا اللي فيها. قال لك هو ماست بي انسبكتنج ات ليست وان بروتوكول، لازم تبقى معلم على وان بروتوكول عشان تبتدي تتعامل مع هذا الكلام. لازم تعمل انيبل الانتي فايروس سكان اللي فوق، تمام، والاوت بريك بريفنشن او الاكسترنال ميلوير بلوك ليست عشان تقدر ان يستخدم الموضوع الكارانتين. ادي موضوع السكشن الخاص بالاي بي تي بروتكشن اوبشن. وتاني عشان نرجع مع بعض، قلنا ان هنا اول حاجه بيتعامل بتديله انيبل ان هو يتعامل مع اي اكزي فايل موجود في الايميل اتاتشمنت از ا فايروس. هنا بيستعين بالفورتي ساند بوكس ويبعت له الفايلات عشان سكان، وعنده سكان استراتيجي واحده ان هو يبعت وما يستناش البوست، يبعت وما يستناش، هيبوست على طول، تمام، يبعته في البوست على طول. خلاص الفايل تايب هنا بكل بساطه بتقول له الفايل تايب ده انا هبعت كل الفايلات او الفايلات المشكوك فيها، او لو انت عايز تعمل اكسكلود بتعمل اكسكلود تبقى للباترن او تبقى للفايل تايب. ومن هنا تقدر ان انت تستعين بالفورتي نت ساند بوكس، ومن هنا بتقدر ان انت تستعين بالموبايل ميلوير بروتكشن خاص بالفورتي جارد، وهنا الكارانتين لو انت عايز تعمل ايبول الكارانتين. بيجي بعد كده السكشن خاص بالفيروس اوت بريك بريفنشن، او بنسميه الفي او اس، لو اختصار حاجه اسمها فيروس اوت بريك بريفنشن سيرفيس، تمام. والفيروس اوت بريك بريفنشن سيرفيس ده اولا مبدئيا هو لازم يكون معاك لايسنس خاصه بالفيروس عشان تبتدي ان انت تتعامل معاه. خلاص طيب الفي او اس بيعمل ايه اصلا؟ الفي او اس بيخلي الفورتي جيت انتي فيروس داتابيز بتاعك ممكن ان هو يتعامل او يحصل له دعم او عن طريق الربط مع اي ثيرد بارتي ميل وير سيجنتشر تاني. وطبعا الاساس في هذا الكلام هو طبعا الفورتي جارد جلوبال ثريت انتليجنت داتابيز اللي بيعمله الجلوبال ثريت انتليجنت تيم. مش احنا قلنا ان احنا الفورتي نت عندها تيم خاص بنسميه الفورتي جارد جلوبال ثريت انتليجنت تيم داتابيز، بيبقى في داتابيز بقى خاصه بالسيجنتشر وبتاعه والكلام ده كله. هو ممكن يحصل له ابديت، ممكن يدعم الداتابيز بتاعه از فورتي جيت عن طريق الربط مع الفورتي جارد جلوبال ثريت انتليجنت داتابيز. خلاص فانت عشان تعمل هذا الكلام بتبتدي ان انت تتعامل مع السكشن بتاع الفيروس اوت بريك بريفنشن، وابتدي في هذه الحالة هو هيبتدي يروح للانتي فيروس داتابيز الخاصة بالفورتيجارد ويبتدي يشوف الهاشنج او السيجنتشر بتاع السكان فايل. فبتعمل له من هنا مثلا، يعني انت لو عايز تخلي مثلا هو يستخدم الفورتيجارد او بريك بريفيشن داتابيز بتعمل له انيبل من هنا. فهذه الحالة بيديك تو اوبشن، بلوك او مونيتور. وانا عايز اقول لك بقى موضوع البلوك والمونيتور ده حضرات، ده القرار اللي انت بتحطه هنا في السيتنج الخاص بهذا الكلام. لكن هو حتة ان هو يروح بقى الفورتي ساند بوكس او غيره او اي مكان تاني، هو بيروح هناك عشان بس يديتكت، يساعده ان هو يعمل ديتكت. لكن القرار في النهايه قرارك انت كاز ادمنستريتور طبقا للسيتنج اللي انت بتحطها هنا بالبلوك او بالمونيتور. بيجي بعد كده بقى قصه اليوز اكسترنال ميل وير بلوك ليست. طيب نعمل له انيبل من هنا. في هذه الحاله بتقول للفورتي جيت بتاع حضرتك ان هو ممكن يستعين برضو بميل وير بلوك ليست. ايه الميل وير بلوك ليست؟ قالك بص انت ممكن تعمل تكست فايل، التكست فايل ده تحط فيه الهاشنج بتاع اي فايل معين انت شايف ان الفايل ده انفكتد، تمام، وبناء عليه بتحط الهاشنج فايل. يعني انت ممكن مثلا خلينا ممكن اشوف لكم، خلينا نبص كده، ادي مثلا فايل اهو، تمام، ادي تكست فايل عادي وانت بتبتدي تحط الهاشنج بتاع الفايل اهو، تمام، زي ما احنا شايفين بنفس الاسلوب ده كله اهو، بنفس الاسلوب. خلاص تحط الهاشنج بتاعك وتبتدي تحط الفايل ده في سيرفر، في ويب سيرفر، تمام، في ويب سيرفر، وبعدين بيبتدي تشاور له عليه. فخلينا مثلا نرجع تاني كده، تبتدي تشاور له عليه وتقول له مثلا هنا يوز اكسترنال، تقول له انيبل، تقول له سبيسيفاي، وتبتدي تختار الفايل. الفايل ده عشان يسمع معاه لازم يكون انت مزوده، وهنشوف احنا بنزوده ازاي، هوريك كل الكلام ده ازاي. خلاص تمام، ويبقى عندك هنا external malware block list يبتدي هو يبص فيها كمان عشان يبتدي يعرف هل فعلا الهاشنج ده ممكن هو يستخدمه ويعمل بيه ديتكت، ياخده ويعمل بيه ديتكت لاي فايل تاني ويبص في الهاشنج ويبتدي يعمل ماتشنج او مش ماتشنج، تمام. ومن هنا specify بتختار لو انت عندك اكتر من واحد، او all هنا بتختار كل اللي موجودين عندك من malware block list، تمام. طيب use EMS threat feed. ايه موضوع الاي ام اس ثريت فيد ده؟
قال لك لما بتبتدي تقول له انيبل لليوز بتاع الاي ام اس ريد فيد من هنا وتعالى نبص كده، قال لك ماست بي انسبكتنج ات ليست ون بروتوكول، يعني لازم بكل بساطه ان انت تختار انسبكشن بروتوكول واحد وده شيء طبيعي، ولازم تعمل انيبل انتي فيروس سكان وده برضو شيء طبيعي، ما انا جاي من فوق عامل اصلا انيبل لهذا الكلام. طيب لما بتعمل انيبل لهذا الكلام بيبتدي هو لازم يكون طبعا انت عامل كونكت الفورت جيت مع الفورت كلاينت اي ام اس بتاعك، واحنا شفنا قصه الفورت كلاينت اي ام اس دي في الزد تي ان اي، فاحنا يعني ايه قتلنا الموضوع ده احسن في الزد تي ان اي. الزد تي ان اي انا بشوف ان هي من المحاضرات المهمه جدا اللي مش هتلاقيها والله صدقني لا عربي ولا انجليزي ولا اي مكان، ولو لقيتها مش هتلاقي بنفس المعلومات الموجوده فيها ايا كان يعني بدون الدخول في هذه المواضيع. فانا بقول لك بس الكلام ده عشان تبتدي تراجع المعلومات اللي موجوده في المحاضرات بتاعتنا وتستفيد بيها، فيها معلومات صدقني كافيه ووافيه جدا. خلاص طيب لما بتعمل هنا انيبل للاي ام اس ريد فيد، فبكل بساطه بتبتدي تكونكت مع الفورت كلاينت اي ام اس بتاعك، والفورت كلاينت اي ام اس هو اصلا بيعمل مانج للفورت كلاينت اللي حضرتك مسطبه وفين موجود على كل ديفايس، وبالتالي بيبتدي يعمل سكان برضه وبيبتدي يجمع لك، ما كانك انت مثلا كشخص عادي جايب مثلا انتي فيروس وحطه على الجهاز بتاعك، الفورت كلاينت برضه اللي موجود عندك بيعمل نفس الكلام. طيب ومين اللي بيمانج الدنيا دي لو عندك اكتر من فورت كلاينت؟ هو الاي ام اس. طب يبقى اذا الفورت كلاينت اي ام اس ده عنده بعض المعلومات الخاصه بالهاشنج او السيجنتشر الخاصه ببعض المالشس فايل، طب ما انا ممكن اكونكت بيه واخد المعلومات دي، ممتاز، يبقى خلاص اروح واتواصل معاه واستفيد بالمعلومات اللي عنده. طب عشان اعمل هذا الكلام لازم اكون ضايفه وفي نفس الوقت اعمل له انيبل، برده نفس الكلام بالنسبه للفورت كلاينت لازم تكون ضايفه وتعمل له انيبل عشان يبتدي يستفيد بهذا الكلام. ده اللي بيظهر مع حضرتك وانت بتشتغل از افلو بيست. طيب تعال نشوف بقى البروكسي بيست، تعال نبص هنا في البروكسي بيست كده وتعال نشوف لو انت بتعمل في حاله البروكسي انتي فيروس بروفايل ايه اللي بيظهر معاك. بكل بساطه النيم واحنا قلنا ده شيء طبيعي، الكومنت ده شيء طبيعي، الانتي فيروس سكان برضو قلنا ده شيء طبيعي ان سواء بقى بالبلوك او بالمونيتور، وهنا الفلو بيز والبروكسي بيز. طب يا باشمهندس انت قلت لنا بكل بساطه ان بيبقى فيه هنا اوبشن تاني. الاوبشن تاني ده اللي كان في الفلو بيز واتلغى من بعد 6.4 ممكن ان انت حضرتك تفعله من هنا عن طريق السي ال اي، فتخش هنا في السي ال اي وتقول له الاتي، هتقول له كونفيجر، سوري هنقول له كونفيجر، ممتاز، وهنقول له مثلا انتي فيروس، تمام، وبعد الانتي فيروس تقول له بروفايل، حلو كده، ممتاز، دخلت اهو. طيب تقول له اديت ومثلا تروح قايل له النيم، لو انت مكريت واحده كان بيها مش مكريت واحده هنقول له الديفولت مثلا، حلو كده، ممتاز. طيب ايه اللي هيحصل بعد ما انت تعمل هذا الكلام؟ هتقول له سيت فيتشر، خلي بالك من النقطه دي، سيت فيتشر، لازم تقول له الاول الكلام ده، وبعدين الفيتشر سيت بتاعك اقول له فلو ولا بروكسي عشان يظهر لي الكلام ده، فاقول له بروكسي، حلو كده، ممتاز، قلت له ان انت بروكسي، وبعدين اقول له سيت سكان مود بقى، خلاص. والسيت سكان مود احنا قلنا كان عندنا ايه، اتنين، تعال نشوفهم كده اهو، ادي الديفولت وادي الليجاسي. الديفولت قال لك ايه، اون ذا فلاي، اون ذا فلاي يعني ايه، يعني بيمر عليا، تمام، اون ذا فلاي دي كومبريشن اند سكاننج فور سيرتن اركايف فايل. الليجاسي قال سكان اركايف فايل اونلي افتر ذا انتاير فايل از ريسيف، بعد ما هو بيستقبل الفايل نفسه بيبتدي يعمل سكان للاركايف فايل، خلاص. طيب ادي الديفولت وادي الليجاسي، بتبتدي تقول له بقى انا هشتغل ديفولت ولا هشتغل ليجاسي، فممكن اقول له مثلا انا هشتغل ديفولت، حلو كده، وبعدين شكرا يا عم مش عايز منك حاجه تاني، السلام عليكم، ممتاز كده. يبقى انت كده ايه، غيرت السكان مود بتاع حضرتك، وبالتالي بكل بساطه انت كده ظبطت السكان مود طبقا اللي انت عايزه عن طريق السي ال اي. نقطه تانية برضو في الفيتشر سيت هنا، عشان تبتدي ان انت تختار بروكسي بيز في بعض الاحيان انت ما بتشوفش الفيتشر سيت ده، يعني ايه، يعني بكل بساطه لو انت مش مفعل البروكسي طب هتشوف هنا ازاي؟ فانت لازم حضرتك تكون متاكد تماما ان انت هنا اهو، يعني خلينا نرجع كده، هنا فين في السيستم في الفيتشر فيزابيليتي، لازم تكون انت مفعل من هنا الاكسبليسيت بروكسي، بمعنى ايه مفعله؟ بمعنى بكل بساطه حضرات ان يكون ظاهر معاك هنا مش ديمد، فهمني انت ازاي؟ يعني لو هو ديمد اساسا مش هيظهر معاك هذا الكلام، يعني احنا خلينا مثلا في السي ال اي كده نخش كده وتعالى مثلا نقول له الاتي، هنقول له كونفيجر سيستم، ممتاز، وهنقول له كونفيجر سيستم سيتنج، ممتاز، وهنبتدي هنقول له الاتي، نقول له سيت جي يو اي، لا سيت جي يو اي داش بروكسي، بروكسي
سيت قلنا تاني سيت جي يو اي داش بروكسي ممتاز داش انسبكشن تمام دي سيبر. طبعا حضرات ما يعني ما حدش بيحفظ كوماندات تمام، هو بالتاب وانت بتكمل، لان طبعا كوماندات انت از اي تي بقى هتحفظ كوماندات سيسكو ولا هتحفظ كوماندات فورتي ولا هتحفظ كوماندات لينكس، لكن طبعا مع كتر استخدامك لحاجه معينه مثلا فبتحفظ معظم الحاجات، ابسط حاجه تقدر ان انت تخش وتعرف الكلام ده وممكن بعد كده تساعد نفسك بالتاب. خلاص طب احنا قلنا له ديسيبل وهنقول له ايه ممتاز خلاص، وتعالى نعمل ريفريش ماشي. هو هنا بالنسبه له ايه بقى ديمد صح. طيب تعال نخش هنا في السكيورتي بروفايل انتي فايروس كرييت نيو تمام. في حاجه هنا اهو مفيش خفالك قصه البروكسي والبروكسي مود والفلو بيزد مود، خلاص ما بقاش في بروكسي بيزد ولا في فلو بيزد، خلاص الموضوع انتهى على كده. فاذا لو انت مش لاقي الفلو بيزد والبروكسي بيزد فتحت انتي فايروس ما لقيتش الكلام ده، ارجع بكل بساطه هنا اهو وخش في السيستم فيتشر فيزابيليتي وابتدي فعل هذا الكلام. ديمد ماشي ادنى مشكله ما فيش ادنى مشكله، فهتبتدي ان انت تخش في السي ال اي. احنا قفلنا السي ال اي، هنبتدي ان احنا نقول له نفس الكلام تاني، هنقول له كونفيجر سيستم سيتنج وهنقول له سيت جي او اي داش بروكسي داس انسبكشن انيبل تمام، نقول له اند شكرا، نعمل له ريفريش ونفعل له بقى اي حاجه تانية ممتاز. طيب خلاص قول له ابلاي، وتعالى نرجع تاني سكيورتي بروفايل انتي فايروس ظاهر معاك اهو خلاص. فالحته دي برضو ايه لازم حضرتك تبقى عارفها خلاص. طيب زي ما احنا قلنا بنحط النيم، بتحط الكومنت، بتحط الانتي فايروس سكان انيبل، تعمل له انيبل وتقول له بقى هو بلوك او منتور زي ما حضرتك عايز. طبعا معظم الناس بتشتغل على البلوك يعني تمام. طب في بعض الاحيان محتاج انت تعمل مونيتور خلاص، ما انت بتعمل انتي فايروس بروفايل واحد واثنين وثلاثه وتطبق ده فورتي فايرول بوليسي واحد وفايرول بوليسي اثنين ايا كان يعني، فانت طبعا بيختلف طبقا لانت بتعمل ايه. الفيتشر سيت احنا بنظبطه على البروكسي، وهنا في البروكسي زي ما قلنا حضرات بيظهر معاك المابي بروتوكول والاس اس اتش هنا اهو، هما الاثنين ممكن تعمل لهم انيبل او مش ممكن تعمل لهم انيبل، والبي دي اهو الاكسس ابروكسي فيتشرز، يعني بقول لك البي دي اللي معامل لك علامه البي ده بروكسي فيتشرز مش هيشتغل غير مع البروكسي ومش هيشتغل مع الفلو بيس. فالحته دي برضو حضرتك تبقى عارف ان البي دي عباره عن ايه، ودايما حضرات ان انت تقف على حاجه وتقرا اللي فيها بيساعدك كتير في هذا الكلام. طيب تعال نشوف بقى الاي بي تي ايه اللي ظهر فيه وايه اللي ما ظهرش. بص يا سيدي، اول حاجه في الاي بي تي بتلاقي اوبشن ظهر لك جديد اسمه كونتنت ديس ارم اند ريكونستراكشن. طيب الديس ارم يعني ايه؟ الارم يعني واحد مسلح، والديس ارم يعني واحد منزوع السلاح صح كده. طيب كونتنت ديس ارم يعني ايه؟ هو بينزع اي ارم او اي حاجه موجوده في الكونتنت. طيب الكونتنت ديس ارم اند ريكونستراكشن ده ايه اصلا؟ قال لك الكونتنت ديس ارم او ريكونستراكشن هو اصلا بيشتغل فيه الفورتي جيت مع الدوكمنت فايل. يعني ايه الدوكمنت فايل؟ المايكروسوفت اوفيس دوكمنت بي دي فايل حتى لو كان زيب اركايد مفيش ادنى مشكله بالنسبه له، هو بيتعامل معاه في الدوكمنت فايل سواء زي ما قلنا المايكروسوفت مثلا او البي دي اف. طيب بيبتدي يعمل ديس ارم. يعني ايه ديس ارم؟ قال لك بص، هو الفايل ده مش ممكن يكون فيه هايبر لينك مش مظبوط، ممكن يكون فيه ميديا مش مظبوطه، ممكن يكون في لينك يوديك لحته مش كويسه. طيب ما بكل بساطه انا ممكن اخش انا اذا فورت جيت واشوف الفايل ده واعمل لك ديس ارم، اشيل لك كل اللي بنسميه الاكتيف لينك او الهايبر لينك اللي موجود في الدوكيمنت ده او في البي دي اف ده. طيب عشان استخدم الكونتنت ديس ار لازم اروح واقف هنا وبرده نقرا. فقال لك ايه؟ ماست بي انسبكتنج ات ليست وان بروتوكول، لازم تكون انت عامل انسبكت على الاقل بروتوكول واحد تمام. قال لك اند انيبل انتي فايروس سكان، اللي احنا الاثنين لسه جايين من فوق فاحنا عاملين لهم كده كده فما فيش ادنى مشكله. فانت زي ما بقول لك كده اقف كده وتبقى دايما تقرا هذا الكلام. طيب لو ترانسميشن وين ايرور اكيور، ايه بقى لو ترانسميشن وين ايرور اكيور؟ لو ترانسميشن وين ايرور اكيور بيقول لك بكل بساطه الترافيك بتاعك لو حصل انسبكشن ايرور لاي سبب من اسباب وانا بعمل انسبكشن حصل ايرور، في هذه الحاله انا هتعامل مع الترافيك ازاي؟ والله بص
انا لو عملت هنا الاو فانا هعمل الاو للترافيك بتاعي انه يباص ويشتغل عادي طالما حصل ايرور، هو ملوش ذنب. طب لو عملت له ديسيبل من هنا اهو، في هذه الحاله هو هيبلوك اي ترافيك في حاله لو حصل انسبكشن ايرور. يبقى احنا من هنا عملت ديسيبل يبقى هنا هيعمل بلوك، عملت انيبل هيعمل الاو اهو، تمام. هو من اسمه الاو ترانسميشن وين ايرور اكيور. بتلاقي بعد كده بقى اوريجينال فايل ديستنيشن. ايه الاوريجينال فايل ديستنيشن؟ اقول لك بكل بساطه، هو مديك 3 اوبشن، 40 سند بوكس، ومديك فايل كارانتين، ومديك ديسكارد. الاوريجينال فايل ديستنيشن ده انت عملت هنا في الكونتنت ديس ارم اند ريكونستراكشن، عملت فيه سكاننج للدوكيمنت فايل والبي دي اف فايل وايفن لو كانت اركايف. خلاص خلاص. طيب بكل بساطه احنا شفنا فيها هو عمل سكان وشال الهايبر لينك والكلام اللي احنا قلناه، هو شاف ان الفايل ده ميليشس فايل خلاص، فهيبتدي يعمل له كارانتين. طب هو يعمل له كارانتين فين بقى؟ في الفورتي سند بوكس ولا في الفايل كارانتين ولا في الديسكارد؟ ما يعملوش كارانتين. يبقى اذا هنا لو مثلا عملته هنا 40 سند بوكس هيبتدي يعمل كارانتين للفايل في ال 40 سند بوكس، ولازم طبعا يبقى انت عندك اصلا 40 سند بوكس تمام وربطه. طيب والفايل كارانتين؟ لا، الفايل كارانتين هنا بيبتدي ان هو يعمل كارانتين للفايل لل 40 جيت نفسه لو الموديل بتاع حضرتك في هارد ديسك، لو الموديل بتاع حضرتك في هارد ديسك تمام. هنا ديسكارد هو خلاص بيديسكارد للسسبشس فايل خلاص. تريت ويندوز اكسكيوتابل ان ايميل اتاتشمنت، نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك في الفلو خلاص. طيب سند فايل تو 40 سند بوكس فور انسبكشن، قلنا هنا انيبل، وبيظهر عندنا الاثنين اهو. يعني لو تفتكروا كان عندنا في الفلو بيست بيظهر واحد بس صح اهو بوست، لا هنا البروكسي بيظهر معاك الاثنين، الان لاين والبوست ترانسفير. طيب البوست ترانسفير قلنا الفايل هنبعته لل 40 سند بوكس فور سكاننج، بس مش هنستنى الريزلت او الفيردكت بتاعه عشان نقدر ان احنا نكمل الترانسفير بتاع كلاينت. ببعت من الاخر الفايل للكلاينت بتاعي او باليوزر بتاعي وما استناش القرار بتاع الفورت ساند بوكس ان هو مليشس ولا مش مليشس خلاص. طيب الان لاين قال لك لا الان لاين استنى بقى، الان لاين بكل بساطه هبعته للساند بوكس والساند بوكس هو اللي يقول لي الاول وبعد كده افكر ابعته ولا ما ابعتوش. يبقى اذا الفايل في حاله الان لاين هيتبعت للفورت ساند بوكس وهيستنى الريزلت بتاعه لحد ما يقرر اصلا الفورت ساند بوكس ان هو كويس ولا وحش. الساند بوكس قال ان هو خلاص ما فيهوش حاجه والدنيا كلين، هيبتدي كومبليت ويعمل فايل ترانسفير. شاف ان هو مش كلين وان في مشكله هيبتدي ان هو ما يبعتوش خلاص. ادي الفرق بكل بساطه من اللاين وبوست ترانسفير، وان لسه في كلام فانت لازم تبقى فاهم يعني ايه اللاين. قلنا زي ما حضرتك زي ما لسه قايل لحضرتك ان انت بتنتظر لحد الريزلت خلاص. ده موضوع الانلاين او تعريف الانلاين يعني خلاص. بنلاقي بعد كده الفايل تايب، والفايل تايب عندنا سسبيشس وول سبورتد، وقلنا هذا الكلام من هنا للحاجات بس اللي هو فيها تشكك فيها هيبعتها او اول سبورتد فايل طبقا للبروتوكول اللي انت حضرتك مستخدمه. دونت سبميت فايل طبقا للتايب وقلنا هذا الكلام. دونت سبميت فايل طبقا للباترن وقلنا هذا الكلام. يوز فورت سند بوكس وقلنا هذا الكلام ان هو يقدر يستغل الفورت سند بوكس داتابيز. وبعد كده بتلاقي حاجه اسمها سند فايل تو 40 ان دي ار. 40 ان دي ار ده برضو ديفايس اداه الفورتنيت برودكتس، وطبعا طالما هو عامل لك بيه هنا معناها انه ايه بروكسي فيتشرز يعني بيبقى موجود في البروكسي فقط، الفلو مود مش هيظهر معاك خلاص. طيب السند فايل تو 40 ان دي ار فور انسبكشن، ايه اللي بيحصل؟ تقف هنا على الاي دي، قال لك ماست هاف 40 ان دي ار كونفيجر، يعني لازم تكون رابط مع 40 ان دي ار اند انسبكشن ات ليست وان بروتوكول، ولازم بيبقى انت ايه عامل وان انسبكشن بروتوكول عامل له انيبل. حلو حلو. طيب انا ببعت ال 40 ان دي ار ايه زي ما بعمل ال 40 سند بوكس، وببعت نفس الكلام برضو بعمله لل 40 ان دي ار، بس ال 40 ان دي ار بعمله ايه للهاي ريسك. انت شايف ان الفايل بتاعك الريسك بتاعه هاي ليفل خلاص، مفيش ادنى مشكله في هذه الحاله انت هتعمل انيبل وتبعت لل 40 ان دي ار. بس ال 40 ان دي ار لازم يبقى اصلا موجود معاك وانت مزوده عشان يبتدي يشتغل ويعمل انيبل معاك. ادي برضو موضوع ال 40 ان دي ار خلاص. طيب نيجي بعد كده بموضوع ال 40 ان دي ار، بنشوف الاوبشن اللي بعده. بعد ال 40 ان دي ار بتلاقي ايه؟ بتلاقي انكلود موبايل ميل وير، وبرضو احنا قلنا موضوع انكلود موبايل ميل وير، وقلنا برضو موضوع الكارانتين، يعني برضو دول الاثنين دول كانوا موجودين. فاذا حضرات الاوبشن الخاص بالفلو او الاوبشن الخاص بالبروكسي الاثنين هتلاقي فيه حاجات مختلفة، في حاجات هنا وفي حاجات مش هنا، وفي حاجات هنا وفي حاجات مش هنا، وفي حاجات متشابهة هتلاقيها موجودة في الاثنين. فانت حضرتك برضو لازم تبقى فاهم هذا
الموضوع. بنيجي بعد كده بقى للسكشن الخاص بالفيروس اوت بريك بريفنشن، عندنا نفس برضو الحاجات الخاصه باخونا الفلو، نفس الكلام يوز فورتي جارد اوت بريك بريفنشن داتابيس، ونفس الكلام قالوا انيبل وبلوك ومنتور، وقلنا يعني ايه موضوع الفورتي جارد اوت بريك بريفنشن داتابيس ده احنا فهمناه وعملنا برضو الانيبل وتسيبل وبلوك ومنتور، قلنا كل هذا كلام في الفلو. طيب يوز اكسترنال بلوك ليست، وقلنا برضو نفس الكلام بلوك او مونيتور وتقول له اول او سبيسيفاي وتديله، ماشي ادي اهو خلاص ادي الليست اهو، نفس الكلام الاي ام اس، يعني برضو حته الايه الفي او اس هنا مفيش اختلاف كتير في الفلو وفي البروكسي. خلاص مثلا ادي خلاص خلينا نخلص من الكلام ده ونقول له ايه اوكي مفيش ادنى مشكله. طبعا انت من هنا بتلاقي ايديت، تلاقي كلون، تلاقي ديليت، تعمل كرييت من هنا تمام، وتبتدي ان انت تعمل واحده جديده لو حضرتك عايز. طيب تعال نشوف الاوبشنز الخاص بكل حاجه من دول، نبتدي نخش فيه ديبلي شويه ونبتدي نتكلم فيه بعمق ونبتدي نعرف بعض التفاصيل الخاصه ببعض الاوبشن. طيب اول اوبشن الموجود في الانتي فايروس بروفايل هيقابلنا حضرات هو موضوع الاونلاين، وموضوع الاونلاين سكاننج ممكن انت تطبقه في كذا حاجه، في حاجه اسمها الفورتي ساند بوكس زي ما احنا لسه شايفين، في حاجه اسمها الفورتي ان دي ار، وفي حاجه اسمها الاف اي اس. الثلاثه دول ثلاثه اوبشن انت ممكن تطبق فيهم قصه الاونلاين. خلاص خلينا انا بروكسي، ولازم اختار حضرات وان سنجل لاين اونلاين سكاننج فقط لا غير، يا اما مع الفورتي ساند بوكس يا اما مع الفورتي ان دي ار او مع الاف اي اس، اي واحد فيهم لازم بفعل اللاين واحد فقط، مش بفعل اللاين سكاننج مع اكتر من اتجاه. طيب اول اتجاه ممكن ان انا افعل فيه اللاين زي الفورتي ساند بوكس اللي احنا ايه شايفينه هنا تمام. طيب لو لاحظت حاجه هنا في السكان استراتيجي مع البروكسي بالنسبه للفورتي ساند بوكس اللاين سكاننج، طيب هنا الانلاين سكاننج ايه موجود في البروكسي ولكنه ديمد، ولكنه ديمد. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا عايز افعله بس هو ديمد، هخش انا في السي ال اي وهتقول له الاتي. اول حاجه طبعا لازم يكون عندك فورتي ساند بوكس ايه حضرتك مزوده، وبعدين هتقول له الاتي، هتقول له كونفيجر سيستم، وخلينا نبص بقى ايه فورت كده، نقول له فورت بس انا عايز اوريك حاجه. تمام بص بقى يا سيدي، عندك الفورتي جارد وعندك الفورتي ان دي ار وعندك الفورتي ساند بوكس، دول الثلاثه اللي حضرتك ممكن تتعامل معاهم. طيب حلو هنعمل الكلام ده ازاي؟ اقول لك يا سيدي هنقول له مثلا فورتي ساند بوكس، فهنقول له فورتي ساند بوكس، حلو كده ممتاز. وبعدين هتقول له سيت ستيتس انيبل عشان عايز اشيل الديمد ده واتعامل معاه، هنقول له سيت ستيتس انيبل. خلاص قال لك انا كانوت انيبل فورتي ساند بوكس ابلاين اند فورتي ساند بوكس كلاود ات ذا سيم تايم، ودي النقطه بقى اللي انا دايما بتعمد ان انا اظهرها عشان حضرتك تفهم الكلام اللي انا لسه بقوله، ان انت لازم يكون معاك واحد انلاين سكاننج زي ما انا لسه قايل لك. النقطه الثانيه مش هيفعل لك موضوع الفورتي ساند بوكس غير لما الفورتي ساند بوكس كلاود يتقفل اللي هو الخصم بتاع الاف اي اس، فانت لازم تقفل هذا الكلام الاول. طيب نرجع كده سريعا وننزل في السكيورتي فابريك، في خلينا في الفورتي ماشي اهو، انا عشان هنا مفعل الكلاود ساند بوكسنج فهو عشان كده مش عايز يفعل لي الكلام تمام، فانا محتاج ان انا ايه اشيل ده خالص، فهنبتدي اقول له ديسيبل اهو من هنا ماشي، ونبتدي نرجع عليه كده سريعا تمام خلاص كده اتشال. طيب وتعالى نرجع هنا اهو للسي ال اي بتاعنا خلاص، ونرجع تاني نقول له سيت ستيتس انيبل، هيقبلها معايا بقى خلاص تمام. طيب بعد ما اقول له سيت ستيتس انيبل هتقول له سيت ان لاين ان لاين تمام سكان، وبعدين اقول له انيبل برضه، حلو كده. طب نكتفي بهذا الكلام؟ لا، اقول له لا سيت سيرفر، واقول له الاي بي بتاع الفورتي ساند بوكس الديفايس نفسه. الفورتي ساند بوكس حضرات ممكن يبقى كلاود سيرفيس او ممكن يكون عندك ديفايس، فانت بكل بساطه بتقول له هنا الاي بي بتاع هذا الكلام، فتقول له سيت سيرفر وتدي له الاي بي بتاع الايه الفورتي ساند بوكس، هنقول له مثلا 192.168.50.60 مثلا، خلاص انت ممتاز خلاص. طيب تعالى بقى ايه نعمل كده تمام، ادي الفورتي ساند بوكس اهو تمام، ده الكلام اللي انا حطيته، عمل انيبل وعمل ساند بوكس وعمل سيرفر نفس الكلام، وممكن تقول له من هنا تيست كونكتيفيتي وتعمل انيبل من هنا اللاين سكان خلاص اوكي، انت كده ايه ضفت الفورتي ساند بوكس. تعالى نرجع بقى بكل بساطه للسوري فين السكيورتي بروفايل انتي فايروس، خش على اي واحد كده
يبقى انا هنا عشان اعمل انلاين سكاننج واربط بالفورت ساند بوكس بكل بساطه في البوست ترانسفير مش هيفرق في الانلاين هنا، واحنا قلنا ان احنا عندنا اكتر من انلاين سكاننج اولهم الفورتي ساند بوكس. لازم هنا عشان اخليه مش ديمد واتفاعل معاه واتعامل معاه لازم اخش في سي ال اي افعله، ولازم ما يكونش عندي نوع تاني من انواع الانلاين. يعني احنا قلنا عندنا ثلاث انواع من انلاين سكاننج، واحده للفورتي ان دي ار، واحده للفورت ساند بوكس، واحده للكلاود. طيب بكل بساطه انا هنا لو مفعل واحد فيهم مش هينفع افعل التاني، لازم تفصل واحد عشان تشغل التاني. فخلاص احنا كده فعلنا الفورتي ساند بوكس ديفايس واديناه له الاي بي وشغلنا من هنا، وابتدي هو خلاص هياخد السكان ستارج بتاع الانلاين ان هو يبعت ويستنى الرد عشان ان هو يكمل ترانسفير للفايل ويوديه لليوزر بتاعه ولا لا. خلاص دي حته برضو لازم تبقى فاهمها في موضوع الانلاين سكاننج عن طريق الفورتي ساند بوكس فايل. خلاص طيب بعد كده بقى ايه؟ بعد كده عادي ممكن انت تبعت ولا تودي فايل، وهتبتدي تشوف بقى هو بيظهر لك الريبليسمنت مسج وبيظهر معاك عادي وبيقول لك ان هو عن طريق الفورت ساند بوكس. خلاص فالحته دي برضو يعني ايه حضرتك لازم تفهمها، بس طبعا الحته دي ما عندناش فورت ساند بوكس عشان نكمل هذا الكلام. طيب نقطتين برضو حضرتك لازم تبقى فاهمهم في قصه الانلاين سكاننج مع الفورت ساند بوكس. اولهم ان انت ريكومند ان انت تشغل الكلاينت كومفورتنج، وانتوا لو تفتكروا الكلاينت كومفورتنج ده كان موجود معانا في البروتوكول اوبشن هنا، كان في حاجه اسمها الكلاينت كومفورتنج. فين الكلاينت كومفورتنج؟ اهو كومفورت كلاينت اهو. تمام يفضل وانت شغال في الانتي فيروس كان ان انت تعمل كلاينت كومفورتنج، والكلاينت كومفورتنج ده ايه بيديني الاو، لما اعمله هنا انيبل بيديني الاو ان ابعت ايه يعني جزء معين من الداتا عشان ما يحصلش تايم اوت نتيجه اي حاجه. فانت في الانتي فيروس كان مثلا ممكن تاخد وقت عشان تستنى ريبلاي بتاع الفورت ساند بوكس او غيره، فيفضل ان انت تفعل الكومفورت كلاينت عشان ما يحصلش تايم اوت للترافيك. خلاص طيب نرجع تاني فين سكيورتي بروفايل انتي فيروس، تعال نفتح تاني. طيب النقطه الثانيه لو حضرتك وانت بتشتغل مع الفورت ساند بوكس وعامل انيبل، خلي بالك ان انت باي ديفولت ليك 50 ثانيه. ايه ال 50 ثانيه؟ ال 50 ثانيه دي الفتره الزمنيه او قبل ما بيحصل تايم اوت للترافيك بتاعك. طيب بعد ال 50 ثانيه، بعد ال 50 ثانيه بيبقى عندك القرار ان انت تباص او تبلوك او تلوج اي حاجه خاصه بالفايل اللي انت بعته للفورتي ساند بوكس فور سكاننج طبقا لي انت محدد ايه في الكونفيجريشن بتاعك. فانت مثلا في الفور دي بوكس سكاننج هنا انت محدد مثلا يحصل له بلوك ما يحصل له الاو، طبقا للكونفيجريشن اللي انت عامله على الفورتي جيت والقرار اللي انت واخده سواء بالنسبه للايرور او بالنسبه للتايم اوت. واحنا لو يعني برضو بيبقى ليك ثلاث قرارات في موضوع الفورتي ساند بوكس لو انت مثلا رابط مع الفورتي ساند بوكس، اما انت تعمل حاجه اسمها اجنور او حاجه اسمها لوج اونلي او حاجه اسمها البلوك، دي ثلاث قرارات اللي بناء عليه. فهو لو حصل تايم اوت انت بيرجع لقى القرار اللي انت حاطه في الفورتي جيت. طب القرار ده انا احطه ازاي؟ اقول لك برضو ايه، اقول لك الحته دي كده سريعا. طيب هنقول مثلا كونفيجر، ممكن نقول انتي فيروس بروفايل، وهنقول له ايديت وهنقول له الديفولت. حلو كده ممتاز. طيب بعد ما قلت له ايديت والديفولت واديته النيم بتاعه، بص يا سيدي هتقول له سيت فورتي ساند بوكس. تمام فورتي ساند بوكس مود ماشي، هنقول له ايه خلينا كده نشوف المودز ايه برضو. طيب المودز هنا بص بقى الفورتي ساند بوكس لما تيجي تربط معاه بيبقى ليه اكتر من مود، يا اما ان هو اللاين زي ما احنا قلنا، او ان هو حاجه اسمها اناليتيك سسبيشس او اناليتيك ايفليسنج. تمام طيب المهم ان في النهايه كنا بنختار مثلا اللاين، فخلينا اللاين، مش احنا اصلا في الانلاين. تمام يبقى هو كده خد الانلاين خلاص دون الدخول في تفاصيل الباقي. خلاص طيب انا بقى انا يهمني ان انا احط ازاي الاكشن، انا عايز اوريك احط ازاي الاكشن. هتقول له سيت 40 حلو بالظبط كده 40 ساند بوكس ايرور اكشن. تمام 40 ساند بوكس ايرور اكشن، وتقول له بقى ايه الايرور اكشن ايه. بص يا سيدي لما يحصل ايرور والله انت هتعمل ايه؟ هتعمل له بلوك ولا هتعمل اجنور وتباص ولا هتعمل لوج؟ تمام دي الاكشن اللي حضرتك بتحددها له عشان لما تربط مع الفورتي ساند بوكس ويحصل ايرور، لما يحصل ايرور هعمل ايه؟ ده ولا ده ولا ده؟ تمام طيب هقول له برده سيت 40 ساند بوكس ساند بوكس. تمام وبدل ما اقول له ايرور اقول له تايم اوت تايم اوت تايم اوت. تمام اهو تايم اوت صح كده 40 ساند بوكس تايم اوت. طب ما انت مش عايز تقبلها ليه؟
اهو تايم اوت اكشن، ممتاز. وبعد كده تقول له ايه التايم اوت اكشن، لوج ولا بلوك ولا اجنور، نفس الكلام. انت هنا بتحدد حضرات الكونفيجريشن اللي مثلا بيحصل في هذا الكلام. يبقى اذا الحته دي عشان نبقى فاهمينها كويس جدا، بكل بساطه وانت بتربط مع الفورتي ساند بوكس عشان تبعت الفايلات يحصل لها سكاننج عن طريق الفورتي ساند بوكس، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انت ممكن يحصل ايرور للسكاننج في الفورتي ساند بوكس. في هذه الحاله ايه اللي هيحصل؟ قال لك انت ليك ديفولت 50 ثانيه، بعد الديفولت 50 ثانيه بيرجع يشوف انت حاطط له ايه. ماشي، ده في حاله ايه؟ في حاله التايم اوت اللي هو ال 50 ثانيه. طيب لو انت حصل ايرور يبقى نفس الكلام، هيبتدي يبص بعد ال 50 ثانيه برضو ايه الاكشن اللي انت حاططه له، سواء بقى بالنسبه للايرور. يبقى اذا عندك تايم اوت يبقى ليه اكشن معين، وعندك الايرور برضو تايم ليه اكشن معين، والاثنين بعد ال 50 ثانيه. تمام، اتمنى يكون الموضوع واضح. بنيجي بقى حضرات لتاني نوع من انواع الاونلاين سكاننج اللي هو الفورتي جاد اي اي بيزد ساند بوكس سيرفيس، وده الخاص بالكلاود ساند بوكسنج. يعني احنا عندنا دلوقتي الاونلاين سكاننج قلنا هنعمله في الفورتي ان دي ار في الفورت ساند بوكس، وفي عندنا الفورتي ان دي ار، وعندنا برضو في نفس الوقت عندنا الاف اي اي اس. اف اي اس اللي هو الفورتي جارد اي اي بيزد سيرفيس، بيز اونلاين سكاننج سيرفيس، وده الخاص زي ما قلت لحضراتكم بالكلاود ساند بوكس. طيب عشان افعل الكلاود ساند بوكسنج واشغل الاف اي اس اعمل ايه؟ انا بص، اول حاجه لازم يكون عندك اللايسنس بتاع الاف اي اس، دي نمره واحد. نمره اتنين الاف اي اس، خلينا برضو ايه نرجع للبرزنتيشن بتاعنا كده، خلينا نبص ان الحته دي تتضح معانا شويه. خلينا سريعا كده نخش على الاف اي اس. تمام، ادي الاف اي اس. بص حضرات، زي ما قلنا الاف اي اس لازم يكون معاك اللايسنس بتاع الاف اي اس، دي نمره واحد. نمره اتنين بيشتغل زيه زي الساند بوكس، معنى برضو نفس الكلام 50 ثانيه للايرور 50 ثانيه للتايم اوت، وبعد كده ممكن بيشوف بقى الاكشن بتاعه عامل ازاي. احنا قلنا هذا الكلام، وياخد طبعا 50 ثانيه دول عشان يعمل اونلاين سكاننج، وحضرتك بتبعت له نفس الكلام للفايل ليه عشان الكلاود ساند بوكسنج عشان يبتدي ان هو يشتغل عليه ويسكان. خلاص، يعني نفس الكلام برضو التايم اوت سكاننج والكلام ده، في البلوك في اللوج في الاجنور، طبعا الكلام ده كله زي ما قلنا بتحطه في الكونفيجريشن بتاعك زي ما احنا شفنا. خلاص، طيب عشان اعمل الكلام ده لازم افعل يبقى معايا اللايسنس بتاع الاف اي اس، ولازم يكون افعل الكلاود ساند بوكسنج. وعشان افعل الكلاود ساند بوكسنج هفعله بنفس الاسلوب ده، فخلينا نخش سريعا. طبعا انا مديك كل حاجه وحطيت لك كل المعلومات في السلايدز اللي قدامنا، خلينا نرجع للجهاز بتاعنا ونشوف احنا بنفعل الاف اي اس ازاي. فخلينا سريعا كده، طبعا احنا ما معناش اللايسنس لكن احنا ممكن نتكلم. خلينا نفتح كده ونقول اول حاجه عشان اشغل اف اي اس فلازم افعل الفورتي كلاود ساند بوكسنج، فهتبتدي تخش وتقول له الاتي. هنقول له مثلا اكسكيوت 40، تمام، 40 ساند بوكس 40، تمام احنا محتاجين 40 كلاود ساند بوكس. خلاص، فهنقول له اكسكيوت 40 كلاود ساند بوكس، وبعدين نقول له كده برضو نفس الكلام، نقول له ريجن. تمام، طيب ريجن، تمام 40 كلاود ريجن، تمام ساند بوكس ريجن كانوت بي انيبلد وان يوزنج. تمام، دي احدى النقط برضو اللي ايه اللي انا لسه قايلها لحضراتكم، ان انا ما ينفعش اعمل اكتر من انلاين سكاننج، لازم انلاين واحد. فانا عندي اصلا ال40 ابلاينس نفسه، انا ال40 ساند بوكس انا حاطه ولسه شارع عليه، فلازم اشيله. فهتبتدي تعمل ايه حضرتك؟ هتبتدي تخش هنا في نرجع تاني سريعا، ادي عندنا سكيورتي فابريك، وعندنا نخش على الفابريك كونكتور، ونيجي نوقف ده كده، نوقف عليه ونقول له ديسيبل. خلاص، ممتاز. وتعالى نرجع للسي ال اي بتاعنا، وهنبتدي نقول له ريجن، تمام، قبل اهو. هنقول له مثلا الريجن بتاعي خلينا في الزيرو جلوبال، تمام، ممتاز. خلاص كده، طيب بعد ما قلت له جلوبال كونفيجر فور كونفيجر سيستم 40 جارد، كونفيجر سيستم 40 جارد، ممتاز. خلاص، وهقول له سيت، تمام، ده كتير، فهنقول له انا ماشي، هنقول له سيت ساند بوكس، ساند بوكس نقول له ساند بوكس ان لاين، المفروض ساند بوكس ان لاين، حلو صح كده، ان لاين سكان انيبل. تمام، طيب
تعال نشوف ساند بوكس ذيس فور جيتر داز نوت هاف ابل. اه بالظبط. طيب هو طبعا محتاج اللايسنس واحنا ما عندناش اللايسنس الخاصه بالاي اي تمام او الاف اي اس، وبالتالي خلاص هو انا مش هقدر افعل الان لاين سكاننج. بس عامه ايه، انا وريتك هنا انت تقدر ازاي تعمل انيبل للان لاين سكان. طيب تعال كده سريعا نبتدي نخش تاني تمام ونقف تمام. ادي اهوت الساند بوكس اهو تمام، وبتقول له بس انيبل اللاين طالما معاك اللايسنس وبيدي الجلوبال تمام. ويعني ادي الموضوع طبعا ايه، انت لو عايز تحول الفورد ساند بوكس هنا انت ايه على الفورد ساند بوكس كلاود خلاص. ادي حته برضو الاف اي اس ازاي ان انت تبتدي حضرتك يكون تظبط له الريجون، ازاي تظبط له الاونلاين سكاننج، وهي موضوع برضو نفس الكلام بالكوماندات يعني هتلاقيها متشابهه الخاصه بموضوع الايرور وموضوع التايم اوت، يعني فيش ادنى مشكله في هذا الكلام. طبعا انت بترجع تاني طبعا للسكيورتي بروفايل والانتي فيروس سكان، وبتخش على الديفولت وتبتدي ان انت بتفعل الفورت ساند بوكس عادي، مفيش ادنى مشكله في هذا الكلام خلاص. طبعا بعد كده بقى عايز تجرب الكلام ده وتنزل مثلا انفكتد فايل، الكلام ده كله يعني ممكن ان انت تعمله وتجرب بيه بقى، او ان انت مثلا تشوفه لو انت حصل مثلا معاك موضوع انفكتد فايل او مليشيس فايل ظهر معاك خلاص. حتى كمان عايزك تعرفها ان انت بكل بساطه وانت شغال مع الفورتي ساند بوكس مثلا عايز بتبعت له الفايلز فور سكاننج والكلام ده كله، انت عارف ان هو اصلا الاول بيعمل سكاننج عن طريق الانتي فيروس داتابيز اللي موجود عنده، الانتي فيروس انجن اللي موجود في الفورتي جيت، وبعد كده بيبعت للفورتي ساند بوكس عشان يشوف القرار بتاعه في هذا الكلام تمام. ادي برضو تاني نوع من الانلاين سكاننج. معانا انلاين سكاننج تاني الخاص بالفورتي ان دي ار، والفورتي ان دي ار احنا شايفينه اهو، وقلنا ان ده في بيظهر معاك في البروكسي، وفي نفس الوقت برضو لازم تبقى انيبلد لي اتليست وان بروتوكول عشان تبتدي تفعل الكلام. وخلينا نرجع للحته بتاع الفورتي ان دي ار دي لان يعني ما لناش كلام فيها كتير على الجهاز، فخلينا ممكن ان احنا نرجع لها هنا على البرزنتيشن تبقى واضحه معاك اكتر تمام. طيب بص سيدي، الفورتي ان دي ار طبعا ان دي ار بتصير حاجه اسمها نتورك ديتكشن اند ريسبونس، ودي احدى الفورتي نت برودكتس اللي ممكن ان انت تشتغل عليها في موضوع السكاننج او تربطها مع الفورتي جيت عشان موضوع السكاننج للميليشيس فايل وانت بتفعل الانتي فايروس بروفايل. طيب الكلام ده مش سبورتد في لو مود، هو سبورتد في البروكسي مود زي ما احنا شفنا على الجهاز بتاعنا. طيب خلي بالك الفورتي ان دي ار بيختص زي ما قلت لك بالهاي ريسك ليفل فايلز، بعض الفايلز اللي انت شايف ان فيها هاي ريسك تمام، وبناء على هذا الكلام بيشتغل نفس الكلام، بيبتدي ان انت تبعته ويحصل بقى فيردكت او بياخد القرار بتاعه، وبناء عليه بيبتدي يبعت للفاير وول، وسواء بقى ممكن ان انت تعمل بلوك، تعمل اجنور، تعمل مونيتور زي ما انت عايز. وطبعا لازم بيبقى في لايسنس فورتي ان دي ار، ولازم يبقى الفورتي ان دي ار ابلاينس معاك مع فيرجن 1.5.1 او بعد كده عشان تبتدي تشغل هذا الكلام. طبعا ده يعني ايه الرسمه اللي قدامنا دي موضحه نفسها سوري، ده ازاي ان الترافيك بتاعك بيبتدي يخش وبيبتدي بيروح الفورتي جيت، الفورتي جيت بيبعته عشان يسكان هذا الكلام او يعملوا انسبكشن تمام، وبعد كده طبعا بيرجع الفيرديكت او القرار بتاع الفورتي ساند بوكس. سوري خلينا كده نظبط بس الحته دي تمام، وبعد كده بيرجع القرار مع حضرتك فيما يخص هذا الكلام من الفورتي ان دي ار للفورتي جيت، وبناء عليه بقى احنا بنعمل بلوك او بنقول باص لهذا الكلام. ده برضو الاونلاين سكاننج الخاص ب الاونلاين سكاننج الخاص بالفورتي ان دي ار. تعال نرجع لجهازنا كده سريعا تمام. طيب خلينا نقفل السي ال اي ده ملوش لازمه دلوقتي خلاص، احنا كده شفنا انواع الانلاين سكاننج عندنا. طيب خلينا نشوف بقى طبعا الكونتنت ديس ارم ده احنا اتكلمنا فيه وقلنا فيه بما فيه الكفايه، واتكلمنا ازاي ان هو بيشتغل على الدوكمنت فايل او البي دي اف فايل، شفنا هذا الكلام ازاي. طيب قلنا برضو خلينا نشوف تاني ايه عندنا
طيب الموبايل مالوير خلاص قلنا الفورتي ان دي ار فورتي ساند بوكسنج. تعال نخش في السكشن الخاص بالفيروس اوت بريك بريفنشن، وقلنا ان لازم يكون مع حضرتك لايسنس عشان موضوع الفي او اس او الفيروس اوت بريك بريفنشن. دي اول حاجه عشان تعملها، وقلنا ان احنا بنعمل هنا انيبل عشان ان حضرتك ممكن ان انت تعمل سكاننج للفايلز عن طريق الفورتي جيت اند فيروس داتابيز، وتقدر ان انت تربط باي ثيرد بارتي سيجنتشر داتابيز، وطبعا هي اللي هي الفورتي جارد انتي فيروس داتابيز الخاصه بالتيم بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه. خلاص طبعا الفي او اس ممكن تشوفه في البروكسي بيز زي ما احنا شفنا، وممكن تشوفه برده في الفلو بيز ما فيش ادنى مشكله، وبيشتغل على السبورت البروتوكولز اللي بيبقوا موجودين عندك سواء في الفورتي سواء في الفلو او سواء في البروكسي. خلاص يعني ادي برده موضوع الفي او اس، ما اعتقدش ان ايه في كلام جديد از اوبشن او از فيتشرز. انت بس ممكن ان انت تتاكد انت معاك اصلا اللايسنس بتاع الفي او اس ولا لا عن طريق ان انت بتخش في اللايسنس وتشوف هذا الكلام. فانت ممكن ترجع لللايسنس، ممكن نخش في السيستم فورتي جارد بيبقى معاك اهو اوت بريك بريفنشن لايسنس، وبتبتدي تشوف اللايسنس بتاعك فين بالظبط عشان تبتدي ان انت تشتغل عليه. خلاص طيب ممكن برضه اشوف الكلام عن طريق السي ال اي، ممكن تشوفه عن طريق السي ال اي، ممكن تقول له دايجنوز ممكن تقول له ديباج ريتنج. تمام كده تمام. دايجنوز ديباج ريتنج بيديك السيرفيس بتاعك وبيديك الاستيتس بتاعها، وبتشوف هذا الكلام برضه عن طريق السي ال اي. ده موضوع الفي او اس يعني ده برضو. طيب ما فاضل لنا ايه تاني؟ خلينا نرجع كده سكيورتي بروفايل انتي فايروس ماشي فورتي جارد داتابيز الاكسترنال ميلوير بلوك. طيب بص بقى احنا قلنا يا جماعه في الميلوير بلوك ليست انت بيبقى عندك ليست بتعمل تكست دوكيمنت، وريتك التكست دوكيمنت ازاي وتحطه على ويب سيرفر ويبتدي تربطه. طب وانا الكلام ده اعمله ازاي برضو عشان نبقى يعني اسئله كتير في بعض الحاجات هجاوب حضرتك حاضر على عيني. بكل بساطه انت بتبتدي تحط الكلام ده على ويب سيرفر. احطه ازاي؟ تعالى كده نقوم اي ويب سيرفر، اعتقد كان في واحد كنا احنا بنجرب عليه كان 2012، خلينا نشوفه كده اهو ده باين، خلينا نشوفه. تمام خلينا نفتحه كده، ده ويندوز سيرفر 2012 عادي، مش لازم بقى يبقى في دومين ولا غيره، انت بس منزل ايه الاي اي اس. تعالى نفتح الاي اي اس بتاعنا. ممتاز فين الاي اس اهوت، خلينا سايتس بتاعنا ديفولت. ممتاز نقول له لا مش هنقول له البايندنج، محتاجين نشوف الاكسبلور. طيب بص يا سيدي ادي البلوك ليست بتاع حضرتك اهي، بتفتحها تكست فايل عادي جدا وتبتدي تحط فيه الهاشنج بتاع الفايلز بتاعك. طيب وانا هعرف الهاشنج ده اجيبه منين؟ ما حضرتك عندك فايل وحضرتك قلنا ممكن ان انت توصل الهاشنج بكذا طريقه، خلينا برضو اوريك احدى الطرق الممتازه وحطيت لك اعتقد اللينك ده. بص يا سيدي انت ممكن تخش على حاجه اسمها فيروس توتال. تمام فيروس توتال. تمام فيروس توتال ده اهو خلاص، وتقول له تشوز فايل واديله اي فايل من عند حضرتك. اديله فايل اهو. تمام خلاص الفايل ده بيعمل ايه؟ بيبتدي هو يشوف الهاشنج الخاص بالفايل، ادي الهاشنج اهو، وبيقول لك بقى هو ديتكت اصلا في اي نوع من انواع الانتي فايروس، بيعمل لك اناليسيس كده ان هو يعني ميل وير ماليشيس فايل ولا غيره، اهو undetected سواء بقى عندك هو الاي في جي عندك الافاست كل الكلام ده طبعا. فطبعا موضوع الفيروس توتال ده يعني ممكن يساعد حضرتك في هذا الكلام. تعال نرجع لل 2012 بتاعنا، فانت بتعمل التكست فايل بتاعك تحط فيه هذا الكلام وتحطه جوه اهو مع الفايلات الخاصه بالاي اس مثلا بتاعك او الويب سيرفر بتاعك. خلاص طيب بتعمل ايه بقى بعد كده؟ خلي بالك من نقطه بس انا عايز اقولها لك برده في حته التكست فايل ده. لو انت مثلا بتعمل عندك اكتر من بلوك ليست، بتعمل اكتر من فايل
وممكن تحط في الفايلات مثلا الشال لوحدها والام دي 5 لوحدها والشال 256 لوحدها، يعني تعمل ايه فايل لكل هاشنج لوحده، لان طبعا كل ما كان انت حاطط يعني الدنيا كده الام دي 5 والاشاء والترام تنسى كل الكلام ده حاطه في فايل واحد، انت بتعمل بروسيسنج زياده، كل ما كان الفايل بيبقى فيه نفس الهاشنج كل ما كان افضل بالنسبه لك من غير ما يعمل بروسيسنج زياده في هذا الكلام. يعني الحته دي برضو حبيت اقولها لحضرتك. طبعا الميلوير بلوك ليست ممكن يشتغل في بروكسي بيز وممكن يشتغل في الفلو بيز، ما فيش ادنى مشكله في هذا الكلام. طيب خلاص انت عملته، حطيته فين؟ حطيته في الويب سيرفر بتاعك. بتعمل ايه تاني؟ اقول لك بكل بساطه، بترجع تاني بقى للفورتي جيت بتاعنا. خلينا نرجع للفورتي جيت بتاعنا، وبتخش هنا في سكيورتي فابريك، وبعد ما تخش في سكيورتي فابريك بتخش على الاكسترنال كونكتور، تمام، وبتقول له كرييت نيو، تمام، وبتنزل هنا وبتقول له مالوير هاش، تمام، وتبتدي تحط ايه؟ تحط المعلومات الخاصه بالويب سيرفر بتاعك. ياهو احنا عاملين واحد اهو، ده اللي احنا شغالين عليه، تمام. بتقول له ايه بقى؟ الويب سيرفر بتاعه اهو، مش هو الويب سيرفر بتاعي اتش تي تي بي واخد الاي بي 5050 مثلا، تمام، وكل الموضوع ان انت بتحط له اسم الفايل بتاعك بس، اسم الفايل بالاكستنشن بتاعه، خلاص مفيش اي حاجه تانية ممكن تعملها. تحط النيم، تقول له انيبل، وتدي له اللينك بتاعه. اللينك بتاعه عباره عن الاي بي وبعدين اسم الفايل بتاعك بالاكستنشن دوت تي اكس تي، تدي له الريفرش ريت مثلا 5 او زي ما انت حضرتك عايز. طبعا ايه لو انت بيبقى فيه اوثنتيكيشن بتقول له بيزك اوثنتيكيشن، وبتقول له اليوزر نيم والباسورد، خلاص اوكي والموضوع انتهى على كده. طيب ترجع بقى للانتي فيروس بروفايل بتاعك، سكيورتي بروفايل انتي فيروس، وتبتدي من هنا تختار الايه، خلينا نخش فين بقى البلوك ليست اهو، تبتدي تختار تقول له بلوك او مونيتور، ده القرار بتاعك انت، هو كل الموضوع ان انت ايه بيعمل ديتكت تبقى للميل وير بلوك ليست اهو اهو، تمام. سبيسيفاي بتقول له اول، بيشوف اي حاجه بقى بياخدها تبقى للويب سيرفر اللي انت حاطه بروح واخد منه، خلاص. وخلي بالك عشان برضو الحته دي تبقى واضحه بالنسبه لك، سكيورتي فابريك، وتتاكد ان هو مسمع. خلينا نشوف كده view enters، تمام، ادي لما تقول له view enters بيظهر معاك بقى كل الايه الهاشنج اللي حضرتك حاطه في الفايل بتاعك، خلاص. ادي برضو موضوع البلوك ليست فايل اللي انت ممكن ان انت تعمله، طبعا يعني ايه ده لو عندك الهاشنج ممكن ان انت تعمله. ايه تاني؟ تعالى نرجع كده سريعا عشان بس ما نطيرش عليكم اكتر من كده. انتي فيروس ديفولت، ايه تاني؟ خلاص فضلنا الام اس، وطبعا الام اس ده كل موضوع ان انت لازم بتبقى ضايف الام اس عندك، فانت لازم المفروض تخش في السكيورتي فابريك. فين تاني؟ في الفابريك كونكتور بتلاقي الفورت كلاينت دي ام اس من هنا، تقول له انيبل وبتدي له الاي بي بتاعه، ولازم يبقى رابط عشان ان هو يشتغل معاك. ادي برضو موضوع الفورت كلاينت ام اس. طيب هو انا حضرات لو انا عندي مثلا حاطط اكسترنال ميل وير بوك ليست، وعامل انيبل للفي او اس، وعندي طبعا الانتي فيروس لوكال داتابيز، كل الكلام ده انا مفعله، هو بياخد انهي اوردر في التشيك؟ يعني جاله فايل بقى هيعمل تشيك اوردر ازاي؟ قال لك بص، هو بيبص الاول في الانتي فيروس لوكال داتابيز بتاعته، وبعدين يبص في الاي ام اس، ما الاي ام اس ده هو بيجمع من الايه الاجهزه اللي عندك، فيبتدي يبص تاني حاجه للاي ام اس، ثم يبص على الاكسترنال ميل وير بلوك ليست، ثم يبص في الفي او اس داتابيز عشان يبتدي ان هو يعمل يعني يديتكت الماليشس فايل بتاع حضرتك. ادي برضو موضوع الاوردرنج اللي هو بيمشي بيه. اتمنى برضو ان المعلومه دي تبقى مفيده بالنسبه لكم في هذا الكلام، خلاص. طيب تعالى نبتدي نشوف حاجة تانية بقى، وهي ازاي بعد ما خلصنا كل هذا الكلام ان احنا نطبقه بقى في اكزامبل مثلا. فعندنا مثلا ممكن اكزامبل نشوف هذا الكلام، ان انت ايه تبتدي ان انت، خلينا مثلا ممكن نشتغل هنا اهو، خلينا بس اوريك هنا الاجراءات وبعد كده ممكن نجرب في اتجاه تاني. طيب اول حاجة طبعا هنعملها، هنعمل الفايروال بوليسي، فخلينا نخش في الفايروال بوليسي بتاعتنا اهو، ماشي، تقول له كرييت نيو، هنقول له مثلا ايه اي حاجه، لو انترنت هنقول له مثلا من اللان عندنا اللي هي
اهي ده اللين، خلينا نقول ان هي لين عشان تبقى واضحة معانا اهي، تمام. وهنقول ادي اللين اهيت، ومفعلين فيها دي اتش سي بي خلاص. وهنيجي هنا ونقول ديوان، اعتقد ده الوان، تمام اهو. خلينا نقول ان هو وان برضو، اوكي خلاص. طيب من لين للوان سورس اول ديستنيشن اول سيرفيس اول، وهتيجي كل الموضوع ان تعمله نيتنج. وهنا في الانتي فايروس بتقوله طبعا هو مش واضح معاه الديفولت، خلينا نرجع تاني كده نشوف بس الديفولت بتاعنا فين. الديفولت بتاعنا فين؟ السكيورتي بروفايل انتي فايروس، طبعا هو عشان بروكسي فطبعا مش ظاهر معانا. لان بص خلي بالك طول ما هو بروكسي، يعني احنا لو رجعنا هنا في بوليسي ان اوبجكت فاير وول بوليسي، تمام، كرييت نيو، خلاص لو انا عملت هنا بروكسي ونزلت هنا اهو في الانتي فايروس اهو ظهر الديفولت. طيب بكل بساطه لو انا هنا عملت فلو بيست خلاص هنا مش شايف غير الواي فاي. ليه؟ لان انا اصلا عاملها بروكسي. فانا بكل بساطه هرجع هنا للسكيورتي بروفايل انتي فايروس ونقول له هنا دي هتشتغل فلو، خلاص اوكي. ونرجع تاني البورتن اوبجكت فايروال بوليسي، قول له الاو، وخلينا سريعا نحط كده الكلام اللي احنا كنا حاطينه، خلاص. هنا هنقول هنا ملان الوان سورس اول ديستنيشن اول سيرفيس اول، خلاص نيت. والانتي فايروس هنا ديفولت. وهنا خلي بالك بقى في الاس اس ال انسبكشن لازم يكون ديب، ديب انسبكشن، خلاص اوكي تمام اوكي. وهنقول له بس نشوف هو شايف نت ولا لا. ماشي ده شايف نت. وخلينا نرجع كده نبص في اي جهاز من عندنا، خلينا نبص في اي جهاز كده ويندوز اي تي، ماشي تمام. خلينا نخش كده سريعا نشوف هالباسورد بتاعنا، ممتاز. تعال نشوف هو فاتح نت الاخ ده ولا لا، يعني وصل له نت ولا لا، تمام. بينج بتاعه طيب، هو ده اعتقد ان هو عيب الفيرجن. خلينا طيب نشتغل، طيب خلينا نجرب على حاجة تانية، خلينا نقفل ده مش محتاجينه، ماشي. وخلينا نقفل ده برضو مش محتاجينه خلاص، خلينا برضو نقفل ده. وخلينا نخش على الاي في، نشتغل على الاي في. طيب جاست باور اوف، ماشي، واخد 852. خلينا نفتحه كده سريعا 192.168.8.100.152، ممتاز. فتح معانا اهو، ممتاز. وخلينا نفتح التوبولوجي بتاعتنا، وخلينا نعمل وايب. خلينا نشوف بس هو انهي فيرجن ده، هنعمل ريفرش كتير، ماشي. وبعدين تعالى نشوف هو انهي فيرجن ده، 7.0.11، ماشي. خلينا نشوف 7.0.11 وخلينا نعمل له ستارت، تمام. وتعالى نفتحه كده سريعا، تمام. ونديله بس الايه الادمن، ونديله الادمن، ادي الادمن، تمام. هنقول له شو سيستم انترفيس، تمام. هو واخد كله ستاتيك، خلينا كده سريعا نعمل له كونفيجريشن، كونفيجر سيستم انترفيس، تمام. هنقول له اديت مثلا بورت 1، تمام. سيت الاو اكسس بينج و اتش تي تي بي، تمام. وهنقول له سيت مود دي اتش سي بي، نقول له نيكست، هنقول له اديت بورت 2، هنقول له سيت مود دي اتش سي بي، وهنقول له برضو سيت الاو اكسس، وبعدين هنقول له نيكست، هنقول له اديت بورت 3 بالمرة،
تمام، هنقول له سيت مود دي اس بي وسيت الاو اكسس برضو. هنقول له نيكست وهنقول له ايديت بورت 4. تمام، هنقول له برضو سيت مود دي اس بي وهنقول له برضو سيت الاو اكسس ونكتفي بهذا الكلام. شكرا، خلينا نعمل له ريبوت عشان احنا اديناه كذا حاجة. وخلينا برضو نشغل السويتش ده ونشغل الجهاز ده، ماشي، ونشغل السويتش ده ونشغل برضو الجهاز ده. ممتاز، خلينا نخش كده سريعا. ادي الادمن بتاعنا، هنقول له شو سيستم انترفيس. طيب هو واخد هنا هو 172.14.67، فهنقول له 172.14.14.67. تمام، وهنفتح كده سريعا. طيب مش محتاجين ده، مش عايزين نشوف حاجة. ماشي، ده 7.0.11 وفي اللايسنس اهي. طيب خلينا نشوف بس سريعا كده نظبط الانترفيس بتاعنا. طيب 1.55 ده سيبه مانجمنت مش مشكلة. وخلينا 172 ده الوان، ماشي، بس مش هنديله اي كونفجريشن دلوقتي اكتر من كده. تمام، وخلينا نرجع كده للتوبولوجي بتاعتنا. طيب ده واحد اعتقد، ده اتنين، ماشي، هو في واحد مانجمنت طبعا. طيب ده 7 يبقى ده 6 6 و7. ممتاز، خلينا في بورت 6 وبورت 7، بورت 6 و7. ممتاز، طيب بورت 6 و7 خلينا هنفعل فيه الكلام ده وهنديله مثلا يا سيدي 60.60.60.1 على 24. ممتاز، وهنديله undefined وهنقول له بس ده دي ام زي مثلا. ممتاز، مش محتاجين حاجه تاني، مش محتاجين دي اتش سي بي لان هو اصلا اعتقد ان ده عليه دي اتش سي بي اهو، ده السويتش ده عليه دي اتش سي بي. خلاص، هنحتاج بس البورت التاني برضو نشغل عليه الكلام ده. فين البورت التاني؟ بورت 5 اعتقد، بورت 5 ده يبقى بورت 4 مش 6، صح كده، ده بورت 5، ده 7 بقى 6 وده 5 بقى 4. ماشي، ده بس عشان عندنا بورت مانجمنت، فدايما ايه في الاي في لازم بتنقص منه بورت، يعني بورت واحد هنا، بورت ده مش واحد اصلا، انت فاهمني انت ازاي؟ بورت 3 ده بورت 2، وبورت 8 ده بورت 7 وهكذا. ليه؟ لان انا عندي مانجمنت انترفيس، فهو بيشوف المانجمنت انترفيس از بورت 1. تمام، فخلينا نرجع كده سريعا. ايه تاني؟ هنقول هنا بورت 5 ده خلاص، ده هنقول ان هو لان، خلينا نسميه لان 2 مثلا. خلاص، وهنديله 100.100 او خلينا مثلا نديله 192.168.100.1 على 24. تمام، وهنشغل برضو ال HTTP وال SSH والكلام ده والبنج. تمام، وهنديله DHCP، نشغل على DHCP وهنديله بس كده specify ونقول له هنا مثلا 8.8.8.8. محتاجين حاجة تاني؟ لا شكرا. محتاجين برضو بس نظبط الستين، خلينا الستين كده شغالين على البنج اهوت ومش محتاجين عليه دي اتش سي بي. خلاص، طيب خلينا نرجع تاني للتوبولوجي بتاعتنا. احنا شغلنا الاتنين دول سريعا كده، نتأكد برضو من حاجة، نتأكد ان في عندنا دي اتش سي بي هنا. شو ران، خلينا نشوف هل في عندنا دي اس بي ولا ما عندناش دي اس بي. عندنا هو دي اس بي. تمام، ممتاز. خلاص، طيب تعالى نشوف الجهاز ده واخد اي بي ويقدر يوصل للجيت واي بتاعه ولا لا. ممتاز،
هو باين من الاول، بس خلينا نبص لسه. طيب خلينا نعمل له كده اللي ديسيبل وانيبل، نديله فرصته بس. وقبل ما نديله فرصته نشوف ده برضه فرصته اتاخدت ولا لأ، هل شاف اي بي والكلام ده كله ولا لأ. ده لسه ما شافش اي بي برضه. هل احنا ممكن نكون حاطين حاجة غلط؟ ده تمام بورت 5، يعني بورت 5 ده بورت 4. خلينا نشوف كده، نرجع تاني للانترفيس بورت 4. احنا كده حاطين على بورت غلط، ده غلط كده، فخلينا نشيل ده معلش ونديله دي اتش سي بي. تمام، ده عشان مشغل له ال جي سي بي. ثانية واحدة. طيب خلاص هو قبل الكلام ده. تعالى نرجع على بورت 4 ماشي، هنقول له ده 192.168.100.1 على /24. تمام، هنقول له ده اسمك لان 2. تمام خلاص، دي اتش سي بي ماشي سبيسيفاي. وهنا هنقول له 8.8.8.8 8 زياده. تمام اوكي خلاص. وتعالى نرجع هنا التوبولوجي ده، وخلينا نشوف اللي هو بتاع ويندوز 10. تمام، تمام ده سحب اهو ماشي 102. ممتاز كده، ده 102 اهو. وتعالى نشوف ده اخباره ايه، هل سحب حاجة؟ طيب هو المفروض ان هو سحب اصلا من الدي اتش سي بي بتاع ده بدون الرجوع الى ده اساسا يعني، فخلينا نعمل ستوب وخلينا نشغل السويتش ده تاني. طبعا ده اصلا لير 3 سويتش يا حضرات، عشان كده في الدي اتش سي بي. وصلت، دي نقطة برضو. هو ده شغال على فيلان 60، هو ده مش شغال مباشر يعني، هو ده المفروض ما يبقاش كده، المفروض ده نشيله من عليه، خليه دي اتش سي بي مش فارق معانا كتير. تمام، وهنقول له كونفيجر انترفيس، وهنقول ده فيلان 60. ممتاز، وهيشتغل على الدي ام زي صح. وخلينا بس نتأكد ان ده ايه، ده بورت 7 يعني بورت 6، هيشتغل على بورت 6. تمام، وده هنديله اسم، هنقول له فيلان 60. ممتاز، ده فيلان 60، هنديله بقى ايه 60.60.60.1 على 24. ممتاز، هنفعل عليه ال HTTP والكلام ده خلاص، نقول له اوكي. طيب عشان بس الناس ما تتلخبطش وانا بشتغل سريعا، بصوا يا جماعه، انا هنا حاطط دي اتش سي بي، خلينا نفتحه كده برضو الكلام يوضح اكتر. خلينا نفتح كده الشاشه بتاعتنا ونشوف. خلاص اهو. طيب ده دي اتش سي بي بول اسمه 60.60.60/24، وانا مديله اكسكلود اهو من 60.1 ل 201، يعني هو هيبتدي ياخد من اول 202. وده الدي ان اس سيرفر بتاعه، وده النتورك بتاعه، وده الديفولت جيت واي 60.1 اللي هيبقى على الفورت جيت. تمام، طيب ده على فيلان، يعني هو مش انا مش حاطه على اكسس على طول، لا انا حاطه على فيلان 60. فاذا انت هنا في الفورت جيت مش هينفع، طالما انت فعلت فيلان هنا فانت بكل بساطه لازم ترجع هنا وتعمل فيلان برضه. فاحنا هنا عملنا ايه؟ بكل بساطه جينا على البورت نفسه وخدنا تحت البورت وقلنا ايه؟ ان في عندنا فيلان 60 تحت البورت ده. خلاص، طيب تعالى نرجع بقى ونشوف فين هو دي ام زي سويتش. تمام، طيب هو هنا مش واخد الفيلان 60 تحتيها. تمام، خلينا سريعا كده نديها له. ده بورت كام؟ جي 1/1 وجي 0/0. طيب
جي واحد سلاش واحد وجي زيرو سلاش زيرو، هل واخد؟ جي زيرو سلاش زيرو ماشي، واحد سلاش واحد فين؟ اهو. طيب خلينا نقول له كده، نقول له كونف تي، وقال له انترفيس جي واحد سلاش واحد، هنقول له سويتش بورت مود اكسس، وهنقول له سويتش بورت اكسس فيلان، ونقول له ستي ممتاز، وهنقول له دو رايت. انا مش محتاج كل الوش اللي انت عامله ده، انا محتاج حاجه واحده بس، فخلينا اشوف، انا عايز اشوف، خلي ده بس ياخد اي بي عشان ما نطيلش المحاضره على حضراتكم. تمام، سحب 60 اهو، ممتاز زي الفل. يبقى انا كده ايه، كل الموضوع ان انا عندي الجهازين، والمفروض بس ان انا اتاكد هو طالع نت، فعشان اطلعه نت فطبعا هعمل ايه، ستاتيك روت. تمام، اطلعه وفعمل ايه البوليسي اوبجكت، فانا هقول له هنا في كرييت نيو، هقول له 0.0.0، يطلع منين؟ من الوان بورت بتاعي اهو، ادي الوان بورت بتاعي ماشي، ونقول له دايناميك عشان ياخد الاي بي بتاع الجيت واي، وهنقول له هنا في البولسن اوبجكت فاير وول بوليسي، هنقول له كرييت نيو، وهنقول له لازم عشان ناخد اكتر من انترفيس، هنقول له سيستم فيتشر فيزابيليتي، وتعالى نفعل بس كذا حاجه كده، مش محتاجين كل ده بس ماشي، مالتبل انترفيس بس ده اللي انا عايزه اساسا، ابلاي، وتعالى نرجع تاني بسرعه للبوسن اوبجكت فاير وول بوليسي، كرييت نيو، وهنقول له allow انترنت، وهنقول له هنا allow انترنت منين بقى؟ اقول لك من فيلان 60 طبعا، وين بورت بتاع لان 2، فين لان 2 اللي هو كان واخد اهو، ادي لان 2 تمام، طالع فين؟ طالع للوان من سورس اول لديستنيشن اول سيرفيس اول تمام نت، ومش محتاجين حاجه تاني، نشوف بس الاول ان هو يطلع، وبعد كده ايه نديله الانتي فايروس بروفايل بتاعه، ولو ان احنا برضو ايه محتاجين ان احنا نعمل الانتي فايروس بروفايل عشان نطبق كل مراحل. ادي الديفولت بتاعنا، هنطبق الديفولت مش مشكله، ونكتفي بهذا الكلام يعني، مش محتاجين حاجه يعني. طيب خلاص احنا كده المفروض ان الجهاز ده يكون شايف نت والاجهزه تشوف نت برضو. طيب هنقول له بينج 8.8.8.8 شاف نت اهو، تعالى نرجع للاجهزه بتاعتنا، الاجهزه بتاعتنا شافت النت ولا لا، نعمل لها ريفريش تمام، وتعالى نفتح ونقفل ده كده سريعا، ونقول له بينج تمام، خلينا نشوف بينج تمام، ونقول للتاني بينج برضو اهو، خلينا نشوف ده ونقول له بينج تمام، ده البينج شغال اهوت. طيب عشان يا جماعه خلينا كده تمام، كده الدنيا تمام، خلينا نطبق بس البروفايل بتاعنا، هنخش في بوليسن اوبجكت في الفايرول بوليسي، وادي البوليسي بتاعتنا اللي بيطلعنا مثلا النت اهي، وعايز نطبق عليها انتي فايروس بروفايل، اقول له انتي فايروس بروفايل، ونقول له الديفولت ممتاز، وبعدين هنرجع هنا ونفتح ده كده سريعا، خلينا نفتح ونشوف مع بعض. خلاص ده معانا نت اهوت، تمام، خلينا نفتح نقول له جوجل ماشي، فتح نت معانا اهو. بص انت طبعا لو عايز تجرب عندنا بتخش على حاجه اسمها الاي كار ويب سايت، الاي كار ويب سايت ده ويب سايت ممكن تخش عليه وتفتحه، بيديك بعض الفايلز تمام، داونلود اهو انتي مالوير تايب تيست فايل، ادي ايه مالوير تيست فايل، ممكن انت تنزله كده وتشوف ايه الريسبونس. طبعا ادينا نشوف كده، خلينا نرجع تاني، طب خلينا نرجع للفورتجيت بتاعنا كده سريعا، هل احنا عاملين نخش في الفايروول بوليسي ديب انسبكشن،
ممتاز. وتعالى نرجع تاني كده، فين بتاعنا الجهاز اللي كنا شغالين عليه اهو. وتعالى مثلا تمام، ادي الرساله اللي انا عايز اظهرها لحضرتك مثلا كده. انت عندك الفورتي جيت اهوت، على طول راح مطلع لك المسج بتاعك وقال لك اهو، هو اسكان هذا الكلام وشاف ان التست فايل ده فيه مشكله. وده اهم حاجه كان بالنسبه لي ان انا اظهرها لحضرتك، ازاي بيظهر مع حضرتك المسج الخاص بهذا الكلام وبيدل على موضوع ان انت حصل عندك في ماليشس فايل موجود وهو عمل ديتكت لهذا الكلام. طبعا انت ممكن تستخدم الايكار او ممكن تستخدم الفورتي جارد برضو، هم ممكن انت تستخدم اللينك بتاع الفورتي جارد. يعني خلينا نرجع كده سريعا لل الباوربوينت بتاعنا. خلينا نرجع سريعا للباوربوينت، هتلاقي انا برضو حاطط لك الفورتي جارد. خلينا كده نخش سريعا، ادي الفورتي جارد اهوت، ليه لينك برضو ممكن انت تجرب عليه والتست الانتي فيروس بتاعك بروفايل شغال ولا لا. ادي سواء الايكار او سواء برضو نفس الكلام بالنسبه للفورتي جيت. وطبعا انت بتخش بقى بتشوف الكلام ده في اللوك فايل. خلينا نبص كده تمام، ادي عندنا مثلا الفورتي جارد اهو، ادي اللينك بتاعه. ممكن طبعا انت ممكن تخش من هنا وتعالى كده نلينك عليه خلاص، ده الفورتي جارد سامبل فايلز. وممكن برضو ان انت ايه تبتدي تتعامل مع السامبل بتاعه سواء الاي اي ولا الفي او. ادي برضو ايه حاجه ثانيه ممكن ان انت يعني تجرب بيها برضو سواء بالاي اي او بالفي او عن طريق الفورتي جارد ويب سايت بتاعهم خلاص. طيب ده يعني معلومات الانتي فايروس بروفايل. انا عارف ان المحاضره طولت النهارده شويه، اتمنى تكون المعلومات اللي فيها يعني مفيده لحضراتكم. ولو في اي حاجه احنا جاهزين للرد لحضراتكم سواء على الكومنتات او على الجروبات بتاعتنا. اشكركم والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.